مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. هنتكلم مع حضراتكم، احنا اعتدنا نتكلم معاكم على شاشة قناة الأهلي بمنتهى الصراحة، بالتأكيد بعد تكرار الهزيمة أو عدم الفوز بالبطولة بعد جهد كبير وبعد الصعود للمباراتين اللي بيحسموا البطولة أو الدور النهائي لدوري الأبطال الأفريقي. أعتقد ده سبب إزعاج للمسؤولين في النادي الأهلي، للجنة الكورة، للشارع الأهلاوي، لكل محبي النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي احنا اعتدنا دائما أبدا أنه لا يقبل بديل عن الانتصارات. ولكن في عالم كرة القدم مع أكبر الأسماء وأشهر مدارس الكرة عالميا بتحدث إخفاقات لكل جواد كبوة، وأعتقد أن احنا كمان اتعودنا والتاريخ فيه شواهد كتيرة في تاريخ مجالس الإدارة المتعاقبة في النادي الأهلي أنه بيبقى فيه وقفة على كافة المستويات بعد أي مرحلة فيها أداء غير مرضي أو إخفاق أو ما هو دون التوقعات. لكن في مؤشرات كتير جدا هنتكلم عنها كانت إيجابية، منها أن النادي الأهلي قدر يعود بقوة بعد ما تسلم الجهاز الفني الحالي المهمة وهو متذيل مجموعته في دوري المجموعات، للدرجة اللي خلت بعض الناس ما عندهاش حالة تفاؤل أو كانوا متشائمين في هذه المرحلة لأقصى درجة وقالوا بالشكل ده ولو استمرينا على النتائج دي وقت أو قبل أن يتسلم كارترون المهمة أن الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دوري المجموعات. لكن الروح القتالية وروح الفانيلا الحمراء وقدرات لاعبي الأهلي وشغل الجهاز الفني معهم في هذه المرحلة قدر يخليهم يعودوا لصدارة المجموعة ويعودوا للمنافسة والوصول للمباراة النهائية. في مؤشرات كتيرة هنتكلم عنها إيجابية وسلبية مصاحبة لمشوار الفريق وصولا إلى مرحلة فوز الترجي على الأهلي في دوري الأبطال الأفريقي أو باللقب الأفريقي. وبالتأكيد الفترة الجاية عندنا ثقة أنه هيبقى فيه شغل كتير جدا على المستوى الإداري والكروي والفني والمالي والتسويقي والاستثماري في النادي لوضع نقاط على الحروف ولتصحيح أي أوضاع لا تليق بالنادي الأهلي فنيا أو كرويا أو غير مرضية. أكيد النادي الأهلي على مستوى المسؤولين ومجلس الإدارة ولجنة الكرة عنده من الكفاءات والخبرات وأصحاب التاريخ والمواقف الكثيرة السابقة اللي مرت بيهم اللي تخليهم قادرين على تحليل الأمر وقراءته بالشكل الصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بالشكل المرضي لمجالس إدارة النادي الأهلي ولمجلس الإدارة الحالي بالتأكيد بقيادة الكابتن الخطيب ولأعضاء الجمعية العمومية ومحبي وجماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر. وده هنتابعه مع حضراتكم كل ما يحدث من عملية إعادة بناء أو تصحيح للمسار في الفترة الجاية، وإحنا ما عندناش شك وعندنا يقين ان ده هيتحقق في الفترة الجاية على كافة المستويات ان شاء الله، وانه هيكون هو الاولوية والشغل الشاغل للمسؤولين في النادي ولمجلس الادارة وكل من يتولى ملف كرة القدم في النادي الاهلي. خلونا ننتقل سريعا، انا بفكر حضراتكم النهاردة اني موجود مع حضراتكم على مدار 3 ساعات من 7 وحتى 10 مساء بتوقيت القاهرة، واسعد بصحبة زملائي الاعزاء امير هشام وعمر ربيع ياسين. خلوني انتقل مع حضراتكم سريعا لزميلي امير هشام ليحدثنا عن ابرز محاور هذه الحلقة. مساء الخير عليك يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. حلقه جديده طبعا من برنامج الاهلي الليله، واكيد هتكون حلقه هامه جدا. خليني سريعا اقول كل متابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، اقول لهم الفقرات الخاصه بحلقه النهارده. الفقره الاولى هتكون من خلال زميل العزيز استاذ محمد الجندي، وهستضيف فيها الكابتن الكبير كابتن عبد المنعم شطه الحديث عن بعض الامور الهامه جدا. الفقره الثانيه هتكون معاكم وهنستضيف فيها ان شاء الله نجم الكرة المصرية السابق محمد اليماني، طبعا نجم منتخب الشباب السابق واللي حقق الميدالية البرونزية مع منتخب الشباب طبعا في 2001 بالأرجنتين، وهيكون أيضا حوار مهم ومميز جدا إن شاء الله. الفقرة الأخيرة هتكون مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وفقرة خاصة بالكرة العالمية وكل ما يدور على الساحة العالمية والدوريات الأوروبية والتشامبيونز ليج وكل الأمور الخاصة بالكرة الأوروبية، وفي بعض طبعا الجماهير بشكل كبير جدا بيتابعوا الكرة الأوروبية بشكل عام. لكن أستاذ محمد يعني خلينا نتكلم سريعا بخصوص الموضوع اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه وخاص بفريق النادي الأهلي، وطبعا بعد الإخفاق يعني للأسف في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أكيد يعني بالنسبة لنا خبر كلنا ما كناش نتمناه، وكان عندنا أمال كبيرة جدا للنادي الأهلي يفوز بالبطولة رقم 9 في بطولات دوري أبطال أفريقيا، لكن ما كانش فيه توفيق، وكان في بعض الظروف والعوامل الخارجية اللي ممكن تكون أثرت على الفريق والجهاز الفني بشكل أو بآخر. لكن الأهم يا أستاذ محمد في الجزئية دي إن في بعض الأحيان بتكون الهزيمة مهمة علشان تظهر بعض العيوب اللي ممكن تكون متواجدة في الفريق ممكن ما يكونش حد واخد باله منها، وهي خاصة بالتدعيمات الكتير اللي أكيد هتكون على المستوى الفني بالتحديد من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الكرة. أكيد هتتفق معايا أستاذ محمد في هذه الجزئية. هتفق معاك 100% مع اختلاف التسمية من وجهة نظري، بتفق معاك في المعنى نفسه زي ما قال زميلي أمير هشام.
اعتقد يا امير انه ممكن نطبق على ده جمله يعني رب ضاره نافع. بالظبط. انه في حاجات احيانا حدوثها وان كانت غير ماموله او غير مرغوب فيها زي خساره النادي الاهلي في اي مباراه او اي بطوله محليه او دوليه، الا انها بيكون لها بعد فني. مش هقول انها مهمه، ما فيش بالنسبه لنا كلنا دايما الفوز هو المهم، وبالنسبه للنادي الاهلي هو تعود انه لا بديل عن الفوز وانه لا يقبل بالمركز الثاني، وانه بالنسبه له دايما طبعاً. المركز الثاني بالنسبه للاهلي زي الاخير، هو دايما بالزبط. بيفكر في المركز الاول في اي منافسه سواء كرويه او في اي رياضه ثانيه، واحنا متفقين انا وامير وكل زملائنا وكل اسره قناه الاهلي والنادي الاهلي نفسه هذا الكيان الكبير على هذا المبدا. لكن بتكشف العيوب او بترفع الغطاء عن سلبيات قد يخفيها لفترة أطول عملية الفوز، حتى لو كانت يعني حدثت بشكل أو آخر دون وجود المقاومات الحقيقية للمكسب أو الشكل اللي تعودنا عليه المناسب والملائم واللي دايما فيه مقاومات وتميز وميزات تنافسية كثيرة عن الآخرين تسويقية واستثمارية واقتصادية ورياضية وفي قدرات اللاعبين، كل ده هو اللي تعودنا أنه عوامل تجعل النادي الأهلي متفوق على منافسيه على المستوى المحلي والعربي والأفريقي. عشان كده بنقول زي ما قال زميلي أمير هشام، أعتقد يا أمير أنه هيبقى في تصحيح للمسار الفترة الجاية، هيبقى في ملفات كتير جدا هيهتم بيها أكتر مجلس الإدارة وهيشتغل عليها لتلافي أي أوجه قصور موجودة في أي جانب من جوانب النادي، سواء بنتكلم عن كرة القدم أو أي مجال آخر، لأنه بالتأكيد المجلس أولا وأخيرا هم محبين للنادي الأهلي قبل ما يكونوا مسؤولين، هم أهلوية يعني 1000% أو 1000000%، وهم مدركين دايما يعني إيه النادي الأهلي ماشي على المسار الصحيح كرويا أو عنده مشكلات محتاجة لتصحيح. واعتقد انه الشكل الاخير للاهلي في هذه البطوله بيقول ان في بعض علامات الاستفهام هم اقدر على الاجابه عنها او على وضع الاجابات الصحيحه لها في الفتره الجايه وتعديلها. اعتقد ان ده اللي هيحصل في الفتره الجايه يعني. بالظبط ان شاء الله. انا اقصد بالخساره المهمه مش من حيث النتيجه طبعا، طبعاً. احنا متعودين دايما ان احنا لازم نفوز في اي بطوله حتى لو مباراه وديه، لازم جمهور النادي الاهلي بيبقى عايز الفوز رقم واحد والهدف الاساسي والرئيسي هو الفوز باي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي حتى لو كانت كاس العالم للانديه، ان شاء الله نتمنى ان احنا نتاهل لهذه البطوله. لكن تقصد ان الإفاق او الهزيمه بيظهر عيوب كتير؟ النتائج المترتبه على الهزيمه اكيد هتبقى نتائج مهمه جدا في مصلحه الفريق مستقبليا، وده الاهم بالنسبه للنادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيحب يشوف الفريق في احسن حالاته من حيث الاداء والنتائج والبطولات طبعا رقم واحد، وخصوصا بطوله دوري ابطال افريقيا اللي كلنا زعلانين على فقدان هذه البطوله، المده للاسف امتدت، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يتدارك الموقف سريعا. عندنا البطوله القادمه على طول، عندنا مباراه في دور ال 32 اعتقد في شهر 12، والبطوله هتكون ممتده حتى شهر 5، يعني الفتره قريبه جدا. ان شاء الله نتمنى ان احنا نوصل للنهائي ومن ثم ان شاء الله نحقق اللقب ده علشان نسعد جمهور او النادي الاهلي يسعد جمهوره بشكل عام ان شاء الله، ده الشيء المهم واللي بنتمناه دايما يا استاذ محمد. خليني سريعا اقول ان الكابتن محمود الخطيب طبعا متواجد في المانيا لبعض الفحوصات الطبيه الخاصه به، ده مباشره بعد النهائي الافريقي في تونس، هيوصل ان شاء الله يوم الاربعاء. يوم الخميس هيكون في اجتماع هام جدا 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 مع الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف علشان يقدموا تقرير خاص للكابتن محمود الخطيب بما انه رئيس النادي الاهلي ورئيس لجنه الكره، فبالتالي هيكون التواصل مستمر جدا خلال الفترات المقبله علشان يتم تعديل الفريق بشكل كبير جدا بما يليق باسم النادي الاهلي وطموحات جمهور النادي الاهلي. الاهم يا استاذ محمد ان احنا لسه عندنا بطولات اخرى بنشارك فيها، البطوله العربيه، عندنا السوبر المصري السعودي، وفي دوري وفي كاس، وان شاء الله بدايه البطوله الافريقيه الجديده باذن الله النادي الاهلي ومجلس ادارته وجهازه الفني ولاعبيه يكونوا موفقين في استعاده الامجاد ومختلف البطولات اللي شاركوا فيها ان شاء الله. بعد شاء الفاصل الله. باذن الله هنكون مع زميلي العزيز استاذ محمد الجندي وحوار هام جدا مع الكابتن عبد المنعم شطه نجم النادي الاهلي السابق، استنوا الحوار ده بعد الفاصل. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية. هنبدا الحوار باننا بس نبعد عن نفسنا شبهه ان احنا بنحاول نقول ان الفريق ما كان جيد او كان اداؤه جيد في مباراه رادس، لا الفريق ما كانش جيد وفي اجماع في ان الاداء كان سيء جدا وما اعتقدش ان في خلاف على ده، ولكن عشان ما حدش يقول انتوا بتدافعوا او بتبرروا او بتقولوا ان الفريق ادى كما ينبغي، لم يؤدي كما ينبغي ودي متفقين عليها، ولكن هناك تساؤلات كثيرة جدا. هل كان في تحامل أو محاولة استرضاء للمنافس أو للجانب الآخر بين المباراتين وبعد المباراة الأولى ولا لا؟ هل الجدل الكثير مؤثر في
فنيا على تركيز الفريق ولا لا. هل غياب 40% من القوة الضربة للفريق، ما بنحسبش هنا حارس المرمى، بنحسب 4 من 10 لاعبين، بنتكلم عن عناصر ونجوم محترفين، للإيقاف أو الإصابة أزارو، أجايي، معلول وأحمد فتحي، 3 من المحترفين مؤثرين جدا ونجم من أكبر أصحاب الخبرات في عالم كرة القدم في مصر ومن نجوم المنتخب الوطني، مدى تأثيرهم الفني. مش بنقول إن دي مبررات، الأهلي دائما أبدا لا يعني لا يستخدم المبررات لأنه بيقول إنه أخفق طالما لم يفز، ولكن بنتكلم في تحليل وقراءة موضوعية. هل كان في تحامل؟ هل الأجواء هناك كانت رياضية ولا لا؟ كانت في إطار المنافسة الطبيعية ولا كان في ضغط عصبي وإعلامي مصاحب لمرحلة ما بين المباراتين؟ وإلى أي مدى أيضا أثرت هذه الأمور بشكل سلبي أو أضرت أكتر بالفريق؟ واللي بنأكد مرة تانية أننا متفقين أنه لم يكن في حالته ولم يؤدي كما ينبغي في هذه المباراة. أسئلة كثيرة جدا عن موقف الاتحاد الأفريقي قبل المباراة الثانية على ملعب رادس، وأيضا أمور كثيرة تتعلق بآليات تطوير الاتحاد الأفريقي والبطولة، بطولة كأس الأمم الأفريقية أو نهائيات كأس الأمم، ورؤية ضيفنا اللي هو من نجوم جيل من أفضل أجيال كرة القدم ومن أبرز نجوم كرة القدم في تاريخ النادي الأهلي، وجيل حقق بطولات وكانت له هذا الجيل عدد كبير جدا من البصمات أو عدد كبير جدا من النجوم أصحاب المهارات الخاصة. معانا ومعاكم النهاردة في الأهلي ليلى ضيفنا وصاحب الخبرات الكبيرة في العمل أيضا في الاتحاد الأفريقي كمدير فني سابقا للاتحاد الأفريقي ونجم النادي الأهلي سابقا للكابتن عبد المنعم شطة، ليجيب عن هذه التساؤلات. مساء الخير يا كابتن شطة، سعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة. هذا بيتنا النادي الأهلي، ده القناة بتاعتنا دي. هنبدأ بآخر الأخبار يا كابتن شطة، ومنها إلى رؤيتك العامة للاتحاد وأمور تتعلق بعدم استمرارك أو رغبتك في عدم الاستمرار، ورؤيتك لأمور فنية كثيرة تتعلق بالتنظيم وأيضا التطوير داخل الاتحاد الأفريقي. خلينا نبدأ من مباراة الأهلي الأخيرة أو المباراتين، شايف إزاي النهائي الأفريقي أو دوري الأبطال في نسخته الأخيرة؟ هو طبعا هي المباراة الأخيرة في النهائي الأفريقي طبعا كانت مباراة من يعني هم وأوي، كنا بنلعب في القاهرة الحمد لله، يعني كان المكسب 3-1 مريح نوعا ما، ولكن هدف اللي داخل ده طبعا يعني قلنا هيكون له يعني تأثير. لكن المباراة الثانية الحقيقة مهما تحدثنا عن انه النادي الاهلي كان سيء او كان اداء غير مقنع، لكن انا حقيقة سالت عن الاسباب اللي تخلي فريق قوي زي النادي الاهلي ليه يكون بهذا الشكل مرتبك بهذا الشكل. طبعا انت قلت الغيابات دي حاجه طبعا مفروغ من امرها، لا وعايزين نسمع راي حضرتك، دي تساؤلات 40% من الفرقه هي يعني كمان ايه فيها لاعب مدافع ايسر وفيها مدافع وفيها دفع ايمن وراس حربه وفيها ولاعب بيقوم بدور راس الحربه والبلاي ميكر، كل الحاجات دي هي اثرت تماما في اداء النادي الاهلي من حيث الاداء الفني. لكن انا حقيقه ادهشت لما بلغوني انه كان في الملعب اكثر من حوالي 10 او 15 الف يعني شخص امني مدقق بالسلاح، يعني كان في اسلحه داخل الملعب داخل غرف اللاعبين، اتوبيس تم الاعتداء عليه بشماريخ وبقصف الحجاره، ولعيب اصيب فيه هشام محمد. تاكد انه دي ليها وقع نفسي على اللاعب وستريس موجود خلت اللعيبه كشه شويه او مش قادره تلعب. ثانيا برضو حقيقه تونس لعبت بشراسه شديده جدا نتيجه الجماهير اللي موجوده دي، يعني كان في يعني احتشاد جامد وكان في تقريبا اللعيبه يعني حسوا قدين الجمهور ده منفعل جدا وخلاهم في شكل يعني ادوا بعنف شديد جدا وبقوه شديده جدا، خلت اللعيبه بتوع النادي الاهلي يعني ما كانوش بالقدر الكافي في مقابله القوه بالقوه. كان هناك طبعا ريلاكسيشن او يعني ما كانوش بالقدر الكافي. الحاجه الثانيه حقيقه اللي انا بتكلم عنها انه الوضع بدا من القرارات بتاعت الاتحاد الافريقي، هي دي اللي بدات بقى ايه تزعج بعض يعني اللاعبين والمسؤولين في النادي، قرارات ورا بعض، ايقاف استدعاء. ودي النقطه المحوريه اللي هنبدا بيها الحوار مع حضرتك كابتن شطه، شايف ده ازاي واللي حصل وسرعه رد فعل الاتحاد الافريقي، وبتبرر بان القرارات صارت في هذا الاتجاه بهذه السرعه ضد النادي ده؟ والله طبعا الواحد ما ننكرش ان في ضغط من الحقيقه من الاجهزه التونسيه اللي هي خصوصا الشخصيات اللي موجوده داخل الاتحاد الافريقي من قبل التوانسه اللي موجودين،
وطبعا شكواهم وان هناك حصلت يعني الحكم ما كانش بالقدر الكافي، كانوا عايزين مطالبين بايقاف الحكم، مطالبين بايقاف وليد ازارو، مطالبين برضه استدعاء كارترون، مطالبين بحاجات كثيره جدا. ده خلق ضغط كبير جدا على الحقيقه في الوضع الرياضي، وخلى فيه ازمات متعاقبه، قرارات سريعه من الاتحاد الافريقي، نتيجه ان الاتحاد الافريقي عايز يهدئ هذا الامر من خلال هذه القرارات اللي اصدرها. وفعلا هدأت الموضوع نوعا ما، ولكن كان عايز يمتص الغضب اللي هو مصاحب لمقاطع الفيديو، والا ما كانش اصدر هذه القرارات بسرعه دي، كان عنده وقت كافي بعد النهائي انه يصدر القرارات دي على مهله. ولكن القرارات طب القرارات من الناحيه الفنيه، منتهى الصراحه يا كابتن شطه، وبعيدا عن حبك الشديد وان لك فتره طويله كنت فيها واحد من العناصر المؤثره في الملعب وانت منتمي لهذا الكيان النادي الاهلي، هتكلم برؤيه موضوعيه. أزارو مقاطع الفيديو اللي انتشرت وصفها نادي الاهلي والمسؤولين في الاهلي بانه تصرف لا يمت بصله للروح الرياضيه وللتنافس الرياضي الشريف، وقال ان احنا النادي بيعاقب اللاعب او يرفض هذا التصرف. ولكن هل هي لو لم يصدر ما يدين اللاعب في تقرير حكم المباراه او مراقب المباراه، هل هي تكفي ليتخذ اجراء ضده؟ هل من حق الاتحاد فنيا ده ولا لا؟ ممكن حضرتك تقول لي او لا لا لا، ده قرار تاديبي، قرار نتيجه سلوك ممكن ولا المراقب ولا الحكم يكتب عنه، ولكن هناك طبعا في حق الاتحاد طالما ظهر على المواقع الموجوده انك انت ترجع لبعض الامور الخاصه من خلال صور، من خلال يعني اي حاجه تثبت الواقع، ومش لازم تكون اون اير، يعني مش لازم تكون من نفس شريط المباراه اللي هي اذيع على الهواء، حتى لو بعد المباراه يكون من الفيد. الحقيقه الوضع كان غريب جدا، انه الفار كان في كاميرات موجوده بتسجل للفار عشان لو حصل ريبلاي في اي وقت. في بعض الصور اللي كانت موجوده بتتابع اللعيب وبتتابع بعض الشخصيات الموجوده، ممكن تتابع الاجهزه الفنيه، فاللقطه دي صورت من كاميرا ما كانتش اون اير، ما كانتش على الهواء. فبالتالي الاتحاد الافريقي لازم يلجا لكل حاجه عشان الشكوى جات له شكوى، لو ما جاتلوش شكوى ما كانش هيقعد يدور على حاجات في والا كان عرض. هو جات له شكوى بهذا الطلاق، لازم يرجع للفيديو ويرجع للشريط. وطبعا تلاقي كمان ارسل الفوتج نفسها او اللقطات نفسها تم ارسالها للاتحاد الافريقي عشان تساعده في اتخاذ قرار اسرع. فانا بقول انه يعني اتخاذ القرار من واقع الحاسه ديت اثبت وادان ازارو، تم ايقافه مباراتين وليس ثلاثه وليس اربعه، انت عارف السبب عشان ما تستأنفش بحيث انك انت تعطل القرار وكده. فكل الامور دي برضو النادي الاهلي حس بانها اتعملت مجامله للترجي، مجامله لتونس. ولكن انا بقول انه ده برضو ما يخليناش نروح نلعب بالصوره البهيته اللي حصل بها في الاداء، لكن عرفنا الضغوط اللي كانت موجوده على اللعيبه هناك من خلال الاعتداء على الاوتوبيس، من خلال الامن الغير في اجواء مشحونه جدا، 22,000 جندي بيامن الملعب بشكل غير طبيعي، يعني كانت حقيقه عمليه صعبه. ولكن اللاعبين حقيقه نظرا لنقص بعض اللاعبين اللي في الملعب من خبرات المواقع دي ما لعبوش خارج الارض بالصوره دي، كان فيه اهتزاز في الاداء طبعا، يعني اربع او خمس لعيبه بس اللي كانوا ممكن يكونوا لعبوا في هذه الاجواء. فبالتالي طبعا النادي الاهلي عانى من 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 اللعيبه المصابه، وعانى من عدم خبرات بعض اللاعبين، وعانى من برضو الشحن المعنوي الزائد للتوانسه، خلى الحقيقه المباراه فظهر اقل من جانب يعني اقل واحد كتير من مستواه. دي طبعا الحقيقه دي طبعا بالنسبه لنا كانت يعني مدهشه جدا ومستغربين بيها، ولكن حتى المدرب نفسه كان في حاله نفسيه سيئه، لانه تم استدعائه. تفسر بايه القرار ده يا كابتن؟ واتهم بانه هو طلب من وليد ازارو انه يطلع فانيلا، من خلال بعض الصور اللي اثبتت انه وليد ازارو كان واقف جنبي على البنش وكان بيشرب ميه وحاجات كده. انا بانفي تماما انه كارترون هذا مدرب اجنبي يعلم تماما في الامور دي، يعني لا يمكن يطلب من وليد ازارو انه يعمل كده. ممكن يكون حاجه حصلت بحيث انه الواد فكر، او حد من زمايله فكر معاه، او حد بلغه قال له يطلع فانيلا، ولكن يعني ده موضوع خلص انه قطع الفانيلا. لكن تيجي ترجع لكارترون وتطلب استدعائه عشان تستجيبه في امور يعني بهذا الشكل، وانت لا تملك الدليل القاطع، الصوره دي لا يمكن تقنع اي واحد بيشوفها انه هذا الامر صادر من كارترون. كانت تقول انه الفانيلا تم قطعها عمدا او تم تمزيقها عمدا، لكن لا تتهم من غير ادله يعني ثابته. عشان كده طلبوا استدعائه كمان، عشان انه طلب حمايه وطلب انه هو تم اعتداء عليه من بعض بعد المباراه الاولى. فهذه كلها امور يعني واضح انها كانت مثيره جدا حقيقه، استفزت المدرب. وانا سمعت انه كان حزين جدا اثناء المباراه، وحزين جدا بعد المباراه، ودخل في غرفته لم يخرج منها، حزين على هذا الامر انه يستدعى في امر بهذا الشكل. عموما كابتن شطه، هو كل الامور الثانيه هنتكلم عنها اقلها في حديثنا هيكون
ما ترتب على يعني فعلة وليد أزارو، لأن احنا مش متعودين نجوم الأهلي بتعمل كده. حتى لو في شكل في العالم احترافي، حتى لو كده احنا متعودين الأهلي بيقدر يكسب، خبرات لاعبيه بيقدر يعمل ده كله من غير الأخطاء من النوع ده. حضرتك تعلم تاريخكم كنجوم لم يكن في هذا المشهد، وكنتوا بتكسبوا وبتمتعوا الجمهور. لا لا لا، هي ده موقف غريب الشكل، لكن انا متأكد وليد أزارو تم برضو إقناعه بهذا الأمر، انه مش من نفسه ولا كان قطعها قبل كده. يعني اشمعني قطعها؟ يعني اعتقد انها موقف مش هيتكرر، ولان الأهلي تضر يعني تضرر منه او اضر بالاهلي اكثر مما افاد. يعني تصرف غير رياضي واضر بينا، لاعب مؤثر وقدراته في الملعب مؤثره جدا، وخسرنا جهوده في المباراه. خلينا نتكلم عن باقي الامور. طبعا اللي قيل ان كان فيها كثيرا الكثير من الامور اللي تخرج عن اطار المنافسه والروح الرياضيه من الاجواء المحيطه بالفريق في تونس، ضغط على الفريق، ضغط اعلامي، محاوله افتعال ازمات حتى في بعض المواقع ووسائل الاعلام، او اساءه لبعض الشخصيات في الوسط الرياضي المصري. حضرتك تابعت كل ده في الفتره اللي فاتت، وده مش مقبول. واحنا كنا بنقول قبل المباراه الثانيه ان احنا عايزينها مباراه جميله والروح الرياضيه، ويعني بنشيد بقيمه كمان نادي الترجي كمنافس. كنا بنقول عايزين شكل من رياضي وتنافس رياضي يليق بالاسمين الكبيرين. يعني ده الشكل اللي كنا عايزينه. والله برضه في حاجه ثانيه، يعني بعض الاعلاميين غير المصريين يعني مش اهلاويه، يعني الحقيقه برضه كانوا في المواقع بيثيروا امور كثيره جدا. يعني واضح انه ما كانش في تكاتف يعني من 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 حتى من الاعلام والمشجعين والميديا وكل الحاجات دي. يعني كانوا نادي الاهلي ده مش نادي مصري بيلعب من اجل مصر، بيمثل مصر. الحقيقه دي برضه اثرتنا ببعض الحزن الشديد جدا، انك كنت بتشوف بعض الناس مش عارف. ده واحد قابلني امبارح بيقول لي قضاء الله وعدالة السماء، كل ده عشان ضربتين الجزاء. ضربتين الجزاء الحكم حسبهم من تقديره الخاص من ضربتين الجزاء، وحصلت مئات المرات، والترجي نفسه وصل لهذه البطولة من خلال البريمير. لا يوم الأيام يعني أحرز فينا هدف بإيد إنرامو، يعني إنرامو ده هدف صريح يعني، وأنا كنت في الملعب وقتها وخلاص، والحكم ما اكتشفش الخطأ وتعاملنا مع الأمر أنه خطأ تحكيمي يعني وخطأ متعمد من اللاعب صريح برضه، وما صعبناش الحقيقة الموضوع. لكن أنا ليه بعض الحقيقه بعض الناس او بعض الجماهير او بعض المشجعين او الاعلام الانتي يعني ضد النادي الاهلي يحاول يهاجم النادي الاهلي وعايز النادي الاهلي يخسر. الحقيقه دي هناك بقى الترجي التونسي وكل الفرق والصفاقيسي والنجم الساحلي كلهم بيأيدوا الترجي وبيقفوا معاه عشان يكسبوا هذه البطوله. كان ايامكم الكره شكلها كده يا كابتن شطه في مصر، لما كان الاهلي بيلعب بطوله افريقيه او الزمالك بيلعب بطوله افريقيه، بتلاقي مشجع اهلاوي قاعد غضبان وحزين ومش طايق نفسه ان الزمالك بيكسب، او العكس؟ لا، او مشجع زملكاوي قاعد الصورة مش طايق نفسه ان الاهلي بيكسب، بتلاقي فرد او اثنين او ثلاثه، لكن ما تلاقيش. لكن الشكل العام الناس فرحانه ان الكوره المصري يعني جماعيه بالشكل دوت، الناس منقسمه. ما طبعا انت عارف عشان المالتي ميديا هي اللي خلقت لك كل الحاجات دي، ثقافه وتعصب وامور مختلفه كتير. هو التعصب ده طبعا ما تقدرش توقفه، ولكن دي برضه هي نقطه مهمه جدا. حتى الاعلام كان منشق، في بعض الاعلاميين بيكتبوا بيقولوا يعني نادي الاهلي مش النادي الاهلي، والنادي الاهلي خسر ويعني سعداء، وده شيء الحقيقه مش كويس. تونس كلها مبسوطه وسعيده انه الترجي كسب، كل الفرق اللي موجوده والانديه اللي موجوده، ما حدش وقف، رئيس الاتحاد واقف مع الترجي، الانديه واقفه مع الترجي، يعني كل الناس واقفه. هنا لا، وجدنا انقسام شديد جدا، كله عايز النادي الاهلي يخسر. ليه؟ ما تعرفش. بالرغم ده نادي الاهلي المصري، يعني مش نادي الاهلي. بتشوف ازاي استفاده النادي الاهلي من خبراتك الكبيره مع هذا الكيان العريق كابتن شطه لما بيحصل اخفاق؟ ازاي بنستفيد منه او بناخد الجانب الايجابي منه او نبدا يبقى نقطه انطلاق جديده للفريق؟ والله طبعا اهم حاجه طبعا يعني تهدئه الاوضاع، لازم نكون هادئين جدا زي ما الخطيب قال النهارده. هي سمعته وقرات ان الخطيب طلب محدش يتكلم ومحدش يطلع يبرر ومحدش يعمل اي حاجه، يعني نتوقف شويه، وبعد كده اللعيبه نفسها يعني كل واحد لعيب يراجع نفسه. طبعا عندنا كباتن في الفريق موجودين، لازم تلم الفرقه دي. كنا زمان الحقيقه ايام كابتن حسن حمدي والخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبده لما كانوا موجودين وكده، كنا بنتجمع مع بعض كل يوم مرتين ثلاثه نحاول نلم ونخرج من هذا الامر ونتكاتف، لانه النادي الاهلي مش نادي يخسر مباراه يبقى خسر البطوله، او خسر بطوله يخسر بقى. يعني في بطولات قادمه لازم يكون هناك طبعا التفاف حول الفريق، استعاده الثقه بالنفس مره اخرى، دي كلها حاجات مهمه جدا، خصوصا ان احنا بنقول ان كان في مؤشر ايجابي في البطوله دي، ان البدايه في دوري المجموعات كانت مهتزه جدا وكانت صعبه جدا، والنادي الاهلي قدر يقاتل ويكمل بروح الفانيلا الحمراء ويوصل للفاينل أكيد. وكان يعني على وشك انه يفوز بالبطوله، كان قريب جدا من الفوز، يعني وصل النهائي وكسب المباراه الاولى كمان بعد ما كان في زيل المجموعه لو تفتكر، وقلنا خلاص وكانت الناس متشائمه جدا وقت ما كنا يعني في الوضع وقتها كان اسوا من دلوقتي، يعني الوضع وقتها كان اسوا، ولكن استعاد النادي الاهلي قوته ثانيه وثقته بنفسه واللاعبين
كل لعيب يعني راجع نفسه، ودي مهمه جدا انه ليه اللعيب لعب وحش، يعني كل فرد يعني يحاسب نفسه انا كنت وحش ليه، لازم كل واحد يقف يقول الكلمتين دول، هل انا مقصر، دي حاجات مهمه لازم يكون كمان في قائد الفريق موجود يلم الناس، اللعيبه اللي ما بتلعبش اللي بعيده عن مستواها، وبعدين ما بتلعبش ما تبقاش بعيد عن الفريق. يعني سمعت انه شريف اكرامي وبعض اللاعبين اللي كانوا غير موجودين يعني كانوا يعني بيبكوا، كانوا متأثرين جدا، ودي حتى توري قد ايه انه الخساره ما كانتش بسبب ان اللعيب بيلعب ولا بيلعبش، كانت كلها عباره عن النادي الاهلي هو النادي اللي خسر، والنادي الاهلي هو اللي بيمر بهذه المواقف الصعبه. فانا بقول المتأثر زي ما حضرتك بتقول اللاعب اللي كان بيشارك او بره القايمه او مصاب او في الاحتياط تلتف حول الفريق في التقبلات. طيب فنيا يا كابتن شطة، هل تعتقد السؤال ده مثار في الشارع الرياضي في مصر؟ النادي الأهلي مر بظروف خاصة جدا أدت إلى خروج المباراة والنتيجة بهذا الشكل، رأي آخر في اتجاه مضاد أو مناقض للرأي الأول بيقول لا ده متوقعين ثورة تصحيح كروية في النادي وإضافات كتيرة وتعاقدات ومفاجآت، لأنه ناس شايفة أنه النادي محتاج نقلة كبيرة فيما يتعلق بفريق كرة القدم، رؤيتك الفنية؟ والله طبعا ده موضوع يعني أنا حقيقة كنت جاي الحلقة هنا بفكر أو أتكلم أقول فيه، هل نقول يا جماعة النادي الأهلي محتاج تدعيم، المراكز المحتاجة لتدعيم، هل الفرقة الآن أصبحت فرقة يعني محتاجة لأنها لما بيقولوا استغناء عن بعض اللاعبين أو مش هنذكر أسماء لأن لا المؤتمر أسماء خاصة بالجهاز يعني الفني ولجنة الكرة، وعشان ما نسببش أي حساسية أو حرج، لكن الرؤية العامة رؤيتك العامة اللي أنا بس بقوله إن دلوقتي النادي الأهلي هيتوقف قليلا، ودي المجموعة اللي هيلعب بيها، المجموعة دي تستعيد ثقتها بنفسها، والنادي الأهلي يعني كان وحش في مباراة مش معناه إنه لا يستطيع أن يستمر في هذه المباريات، وعنده بقى بطولة أفريقيا في ديسمبر لسه في الكواليفيكيشن بتاعت الدوري، وهتكتمل الصفوف بعودة النجوم المؤثرة المصابين أو الموقوفين يعني، وبعد كده بقى المراكز سهلة جدا إنك تشوف المراكز اللي هي ناقصة عشان تستكملها، وده وضع طبيعي في كل سنة بنستكمل هذا الأمر، حتى خسرنا وكسبنا لازم إحنا بنجيب لاعبين تاني. طب لو طلبت منك إجابة مقتضبة أو مختصرة جدا بدون تفاصيل، محتاجين عدد من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية أم لا نحتاج إليه؟ صفقات مؤثرة ولا الفريق فيه ما يكفي من عمر؟ لا هنحتاج، لأنه الإصابات الموجودة في بعض المراكز قد تستمر لبعض يناير، يعني في لعيب عندك مصاب الآن ممكن على يناير أو فبراير ما يكونوش لسه يعني الاستشفاء بتاعه ما يكونش كافي، محتاجين برضو لأنه في 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 نقص في 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 لعيبة مشيت زي عبد الله السعيد، عندك برضو في لعيبة لسه ناشئة لسه عايز تخليها، لو ما جبتش لعيبة واحد أو اثنين يسندوك خصوصا في مركز رأس الحربة، مش عشان وليد أزارو، عشان وليد أزارو ممكن في لحظة من اللحظات عايز ينتقل في 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 في, في الانتقالات الشتوية، محتاج أنت تجيب واحد في هذا المكان برضو يبقى مع أزارو، أزارو توقف يبقى عندك رأس حربة آخر مع مروان محسن، لأن مروان محسن برضو محتاج لحد يبقى جنبيه عشان يشد منه ويخليه بقى يأدي كويس، لكن الأمور محتاجين لتدعيم الفريق، ودي الحاجة المتأكد منها إنه هناك طبعا لجنة الكرة هتكتمل إن شاء الله، الخطيب يرجع من ألمانيا وهيقعدوا يشوفوا المراكز، لأنه أوريدي هم بدوروا على لعيبة في الفترة القادمة دي بغض النظر عن الخسارة اللي حصلت في تونس. طيب مع احترامنا لكافة الأسماء، في نقطة فنية عايز أخد رأيك فيها كابتن شطة، بعيدا عن خبرتك في الاتحاد الأفريقي، نقطة تتعلق فقط بمشوارك كلاعب، تاريخ الأهلي في رؤوس الحربة، كابتن محمود الخطيب ومرورا بأسماء كثيرة جدا وعدد من النجوم وصولا إلى وقتنا الحالي، دايما رأس الحربة بيحرز أهداف أو بيعمل تراي على الجون طول الوقت، طول الوقت بيهدد المرمى، بيسدد طبعا. بيلعب ألعاب هوا كهيدر، يعني حاجات كتير قوي، في ظاهرة دلوقتي أن ممكن نشوف رأس حربة ما عندوش محاولة على المرمى بين الثلاث خشبات 90 دقيقة، دي سببها ايه؟ وهل دي تحتاج شغل من الاجهزه الفنيه لما الاقي مهما كان جهد اللاعب؟ فكره هل مقبول فنيا ان يبقى في سترايكر او راس حربه ما يهددش المرمى بتسديده او بلعبه هوا واحده 90 دقيقه؟ دي امور عايزه شغل من الجهاز الفني وعايز تعديل. طبعا حضرتك دي كره القدم. دي حاجه الناس بتتكلم عنها طول الوقت. اللي هي خطه اللعب الفورميشن اللي بتلعب بيه 4-4-2 4-4-2 4-3-3 طريقه اللعب على الاجناب ازاي بتخترق من الاجناب وتخلق مساحات عشان تعمل كروسز. انت الجون الثاني اللي جه فينا ده مش جه من 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 الفلانك كره عرضيه، كره عرضيه واتعكست، احنا ما عكسناش كره عرضيه لانه ما عندناش العناصر اللي بتروح بالاجناب عشان اخلق الفرص للمهاجم، فرص وسط الملعب محتاج في وسط الملعب لعناصر بتطلع من الخلف وعناصر بتخش من العمق وعناصر ودريبل، عندنا الحاجات دي كانت ناقصه جدا في 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 في, في, في اداء الخطه اللي هي خلق الفرص اللي بيحصل منها التهديف، لانه انت نازل كمان برضو ما تنساش لاعب دفاع، كنت نازل لاعب دفاعي كاشش عايز تطلع بالمباراه باقل خسائر ممكن الشوط الاول موفق
غلطتش في كده, جه فيك هدف, لكن ما كانش عندك خلق مساحات, ما كانش عندك خلق فرص, ما كانش عندك المبادئه في الهجوم, ما كانش عندك الكروسات من الاجناب, دي كلها طريقه لعب. طريقه اللعب هي اللي بتقدم. بس في الشوط الاول ان الفرقه كانت متمركزه بطريقه لدرجه الجمهور وهو بيتابع, بعض الناس كانت راضيه عن الاداء وبعض الناس راضيه جدا بتقول احنا قربنا نخرج متعادلين في الشوط الاول, وده في صالح الاهلي لو صارت الامور ان الشوط الاول يخرج قبل احراز الترجي الهدف. كان في تمركز لدرجه ان كان مروان محسن متروك في مساحه كبيره قوي بيحاول يعطل تحضير الهجمه عند لاعبي الترجي لوحده في مساحات كبيره جدا. احنا بنتكلم هنا عن خلق الفرص اللي هي تخلي فكره تهديد مرمى المنافس بغزاره, ده اللي تعودنا عليه من الاهلي دايما. انت رايح هذه المباراه بتلعب بطريقه دفاعيه عشان تؤمن على الاقل ما يجيش في جول, وده الانطباع اللي جاي لكل اللعيبه. يعني انا بتقدم الى مرحله معينه وارجع تاني كرة بتقطع تلاقيني بتقهقر, الضغط اللي كان موجود عليك مروان محسن لوحده الكوره برده بتجيله, ما كانش بالمسانده وادونا السبورت والمسانده والونتوز والحاجات اللي فيها اللعب الفردي والاختراقات من العمق والتمريرات من الاجناب, كل الحاجات دي طريقه لعب موجوده وستايل لعب بيبقى موجود, ولكن كانت اللعيبه كل ما تمسك الكوره وتتنيل بتتقطع في وقت ما, ما بيحصلش ايه الاداء الجماعي, فكان في نقص في الاداء الجماعي, وكان في هيبه من الموقف. كان الحقيقه اللعيبه كلها كانت خايفه يدخل فيها هدف في اول ربع ساعه او ثلث ساعه, وكانوا مستمرين في هذا الامر الى ان طبعا لم يوفقوا في الكوره اللي دخلت جول فيه, لان بقى جمهور الكوره حتى على مستوى منتخب مصر بقى منزعج من فكره ان في مهاجم بيتقال عليه انه محطه, بيستلم ويستنى الهجمه ويسلم للقادمين المهاجمين او لاعبي الوسط المهاجم, لكن احنا تعودنا طول عمرنا كنتوا بتسموا ايامكم ايام كاس العالم البطولات في جيلك يا كابتن شطه في فترتك كان بيقال عن المهاجم في اي منتخب عالمي او دولي انه ماكينه اهداف, انه دايما المهاجم ده بيحرز عدد اهداف, ده اللي احنا عايزينه, عايزين نرجع لشكل حلاوه الكره الاهداف نتيجه انه الخطه اللعب والتمريرات اللي بتحصل من وسط الملعب والاختراقات من الاجناب والحاجات دي كلها بتحصل مع بعض, بحيث انه راس الحربة ما يبقاش واحد لوحده بيلعب, لازم يكون في لعب جماعي, بحيث انك انت الكرات العرضيه ما لم تعكس على 10 15 كره عرضيه في شوط من الاشواط, ده اقل شيء عشان استفيد منهم بكورتين او بعدين بعده كمان مهاره المهاجم انه هو محطه, بس لما يجي يسد الكوره لازم يكون في على الاقل خط وسط مهاجم من الناحيه الشمال ومن الناحيه اليمين, مثلا مهاجم من الناحيه اليسار ووينج من الناحيه اليمين, لازم يكون في برضه مشاركه من وسط الملعب مع راس الحربه, عشان كده التهديف ده ما بجيش بقى من لاعب واحد في راس حربه والباقي واقف مستني عشان يجيب هدف, هي دي النقطه طبعا واضح انه نتيجه محصله اداء, وده حصل قبل كده. النادي الاهلي كان طول عمره النادي الاهلي بيلعب وبيكسب, ليه بيكسب؟ لانه بينقل الكره من وسط الملعب, الدفاع لوسط الملعب, من وسط الملعب بيحاول انه يخلق ثغرات ومساحات وبيلعب وان تو, وبعد كده في اختراقات من العمق واختراقات اجناب, كل الامور دي طبعا كان عودنا انه بيهاجم بسبع او ثمان لاعبين على الاقل, يعني ما شفناش حتى الاثنين المدافعين ايمن اشرف ومحمد هاني ما كانش ما عدوش نص الملعب, لانه برضه كان عندهم تقريبا عندهم تكليفات دفاعيه في المباراه ما يتعدوش وسط الملعب عشان على الاقل نامن دفاعيا مع اثنين مثلا الميدفيلدرز في وسط الملعب مدافعين تقريبا كان عاشور ومعاه عمرو السوليه, بعد كده بقى عندك بقى الاثنين وليد سليمان واسلام محارب, هي دي النقطه. كان في هنا بقى وليد سليمان واسلام محارب وميدو جابر ومروان محسن القصور كان لا في تغييرات حصلت طبعا يعني القصور حصل في الحته دي حقيقه, لانه ما كانوش في حالتهم الطبيعيه زي ما انا قلت لك نتيجه الضغوط الشديده اللي موجوده, والحقيقه الموقف كله من قبل من بعد مباراه الاولى في مصر والدنيا مشحونه وكده, الحقيقه اللعيبه كانت مشحونه جدا, اللعيبه ما كانتش فايقه صراحه. وبعدين بتقارن ازاي البطوله دي وشكلها الحالي او البطولات الاخيره في دوري الابطال يا كابتن شطه ببطولات افريقيا ايام ما كنت لاعب في صفوف الاهلي؟ ايه البطولات الافضل اداريا وتنظيميا وفنيا في جيلك ولا حاليا وليه؟ لو طبعا كره القدم دلوقتي تختلف عن جيلي خالص, كره القدم دلوقتي فيها لعيبه بتجري 15 كيلو في المباراه, زمان يعني 7 8 كيلو ده كان ماكسيمم, فطبعا كره القدم دلوقتي يعني لو ما في كل لاعب يعني ما قطعش على الاقل من 7 ل 8 ل 10 كيلومتر, وبعد كده التمريرات الجانبيه والكرات العرضيه والحاجات دي, خطه اللعب اصبحت انه المهاره مع الاداء واللياقه البدنيه مع التكتيك اللي بتلعب بيه والخطط اللي بتحطها ما تقدرش تؤدي اداء مع فرق قويه, لازم تكون عندك يعني اي فرقه بتلعب مع الاهلي انت عارف كويس ان النادي الاهلي نادي بيهاجم, نادي عنده قدره هجوميه عاليه, هم تلاقيهم دايما متحفظين المدافعين, لكن لو جه فرقه هجمتك لما كانش عندك مفاتيح لعب وحلول فرديه على الاقل
يعني الحلول الفرديه في بعض الامور بتكون مهمه جدا، الضربات الثابته مهمه جدا، الحاجات دي كلها كانت مهمه جدا تبقى موجوده في كره القدم عامه. ولكن النادي الاهلي يعني كبوه حصلت، انا متاكد انه النادي الاهلي عمره ما هيلعب بهذا الشكل ثاني، لانه الضغوط اللي كانت موجوده وبطوله مهمه، البطوله التاسعه فيها 4 مليون دولار على الاقل، وفيها برضه مكاسب ماديه كبيره يعني، وخروج للمشاركه في كاس العالم للانديه، عوده لمشاركه الاهلي، وهو هو النادي المصري اللي مثل الكره المصريه مرتين في كاس العالم للانديه، فكان الحلم ده كمان موجود عند المسؤولين ومجلس الاداره والجمهور بالتاكيد يعني انت عارف، وكله كان بيفكر انه خلاص هيلعب كاس العالم للانديه، يعني شوف سبقت المباراه قربنا خلاص الخطوه الاولى للمباراه، فدي طبعا كل الامور دي بتخلي الامور يعني اصعب شويه، يعني احلام اليقظه بسميها. لكن احنا بس هنقول انه النادي الاهلي يعني خسر مباراه، فيجب علينا ان نستعيد ثقتنا بنفسنا، لكن مش نهاجم ونقول والله عايزين نمشي ده ونمشي هذا اللاعب، واللاعب ده لا يصلح، واللاعب ده بطيء، واللاعب ده كذا مش عارف ايه، ده ارجو ان نخرج، ما يبقاش ده التوجه، ان الدنيا كلها تتغير، عندنا عندنا مباريات قادمه، وعندنا ارتباطات الدوري فورا الفريق هيبدا فيها، عندنا بطوله عربيه فيها برضو مكسب فني ومادي، وعندنا برضو بطوله افريقيا هتبدا في ديسمبر، وعندك بعد كده بقى كاس السوبر السعودي المصري، عندك حاجات كتير قوي، فيا ريت خلاص ننسى هذا الموضوع، لان الاهلي اتعود انه خلاص اي بطوله او اي مباراه بتنتهي بيقفل الملف ده ويبدا يشتغل على بس ارجو ان ما يكونش في تصفيه حسابات، ما اعرفش اصله ايه، لجنه الكره محتاجه لايه كذا، ومش عارف اللعيبه دي في لعيب لازم يمشي، النهارده قريت قال لك واحد عندنا بعد 3-4 لعيبه لازم يمشوا، ده لا يصح، اللعيبه دي موجوده وبتلعب بقى لها سنوات طويله وعندها قادره على انها ترفع مستواها مع الوقت. حضرتك مش عايز هنا ردود افعال انفعاليه، مش عايز ردود افعال مجرد انها يعني النتيجه او النتيجه كانت صادمه يبقى ناخد ردود افعال، بس اعتقد دي مش طريقه شغل الاهلي، طريقه شغل الاهلي دايما فيها تروي، مفيش طبعا بس تحليل صحيح للامور، في ناس بتثير هذه الامور في بعض المواقع او في بعض بيبقى في راي عام بيطالب بيها، وفي داخل النادي النهارده واحد كان بيعمل يتكلم يقول والله اتغير الفرقه، غير فرقه مين يعني، لازم النادي الاهلي يعني يعيد مستوى مره اخرى بدون ان يكون هناك خسائر في اللاعبين وكده، واللاعب بعد كده لازم يراجع نفسه ويشوف ايه القصور اللي موجود وليه حصل كده، يعني لازم كل لاعب ازاي ما تعرضش لدروب زي ده مره تانية، لو غاب عني لاعب او اثنين او ثلاثه مؤثرين ازاي ابقى عندي الذخيره من اللاعبين اللي تخليني واقف على رجليا وبنفس المستوى، خصوصا البدائل، البدائل على نفس المستوى الفني، المهم البدائل اللي عندنا فيها يعني البدائل يعني ينقصها تقريبا مشاركات الكتيره، بالرغم ان عندك مباريات كتيره جدا كان يجب على بعض اللاعبين يشاركوا بصفه مستمره عشان لما يحصل يعني لاعب ما يبقاش مهزوز في مباراه، ما يبقاش كمان غير لائق بدنيا او ذهنيا، لانه الحقيقه مباريات صعبه زي دي يعني كنت محتاج للعيبه على الاقل يعني موجوده بتلعب 3-4 ماتشات قبل كده يعني بس دي نقطه غريبه قوي يا كابتن شطه، لان الناس كانت مبسوطه يعني عشان ما نبقاش بننقد نفسنا، الفتره اللي فاتت الحقيقه في برامجنا في قناه الاهلي اشدنا اكتر من مره في تحليلنا المباريات بكارتيرون والجهاز الفني لسبب انه بيعمل روتيشن كتير للاعبين في مباريات وديه او رسميه، وانه في الدوري بيدي فرص لعدد يعني مش بيلعب ب 11 بس، أيوة. الناس قالوا ان دي من ايجابياته، فانا النهارده برضو حاله اللاعبين في مباراه استاد رادس كانت مفاجاه، لاني توقعت ان اللي هيدفع بيها هيبقى جاهز فيبقى في احسن حالاته في التوب فور، عايزين نعرف ليه برغم المباريات الوديه ده شغل بقى الجهاز الفني والتنسيق مع لجنه الكوره يقفوا على اسباب كل اسبوع بشاهد لي مباراه وديه بتتلعب في وبيدي فرص لعناصر كتير واللعيبه بتلعب بس كلها حياه كلها مشاركات ضعيفه يعني مش مشاركات مستوى المباراه نفسها كان لازم تكون مشاركات قويه بس يجيب فرق منين قويه ما انت ما دي كمان دي نقطه صعبه معادله في منتهى الصعوبه لعيب اساسي مصاب ولعيب احتياطي ما بيلعبش كتير اشتراكاته قليله وعايز تجيبه تاني يلعب بحيث انه مستواه يبقى عالي عمليه صعبه عشان كده المدرب في حيره انا متاكد لما جاي يغير او حتى البدائل ما كانش عنده بدائل بدائله محدوده جدا هي في نقطه تانية فنيه برضو اعتقد انها هتكون محل نقاش والله اعلم بين لجنه الكره والجهاز الفني انه النادي الاهلي له فترات يا كابتن شطه وحضرتك شاهدت ده وتقول لنا رايك يعني اذا كان الكلام ده صحيح او تصحح لنا لو الكلام خطا النادي الاهلي له في مشواره فترات كان بيبقى الجمهور نفسه مش متوقع مين اللي هيبدا لان كل اللاعبين تقريبا اللي في القائمه على مستوى واحد وكل اثنين في مركز واحد اي واحد فيهم نجم واسمه ممكن يفرض انه يشارك على حساب التاني فاحيانا الجاب بيحصل او الفجوه بتحصل لما يبقى البديل في مركز واثنين وثلاثه مش على مستوى اللاعب اللي بيغيب ده بيؤثر في طبعا ده الكلام مش عارف الكلام ده صح ولا لا من وجهه نظرك طبعا بتقول بس ايام جوزيه مثلا عندك اي 18 لعيب اي حد بيلعب
ابو تريكه وبركات احنا عندنا فرقتين مش فرقه واحده. فرقتين اي واحده منهم تاخد الدوري. احنا دلوقتي ما عندناش فرقتين، عايزين نعمل فرقتين. يبقى عندنا، يبقى انا استعين بقى اجيب لعيبه تانية واحاول اصعد الناشئين. يعني دي عمليه تلقائيه مهمه جدا، اللي هي الديفلوبمنت نفسه بتاع الفريق، وازاي انت تشكل فريق، وازاي تخلق فريق وانت بتلعب وبتكسب وبتشرك لعيبه جديده وتديهم بقى فترات عشان يكتسبوا لياقه بدنيه ولياقه مباريات. عمليه صعبه، معادله صعبه، لعيب ما بيلعبش بقاله فتره وعادي عايز تدفع بيه زي نيدفيد وطالب منه انه يجري يرفع لك كورتين ثلاثه ويقاتل، وهو اساسا بعيد كل الوقت مكان بقاله فتره بيلعب. ازاي اللعيب ده انا خلفت لما اتعور لعيب محمد هاني مثلا ما كانش بيلعب، محمد فتحي بيلعب، ازاي الاقيه جاهز لما ادفع بيه في مباراه زي دي؟ عمليه في منتهى الصعوبه فنيا. المدرب في الحالات دي يعني بجد اذا ما كانش اللعيب هو نفسه قادر عليه يطور نفسه ويدي اداء كويس بتبقى في صعوبه في انك انت تحاول تخش في الفرقه بشكل قوي. ولكن دي حاجات برضو مع الوقت والدوري احنا ما لعبناش في الدوري حاجه خالص، احنا ما لعبناش في الدوري غير 6 ماتشات بقينا 8 ماتشات. الاهلي بيبدا مشواره في الدوري يعني عشان كده بقى اللعيبه دي ما احتكتش كويس في الدوري عشان تبقى واقفه على رجلها. دي نقطه مهمه جدا يا جماعه الناس ناسيها. يعني نيدفيد ده مثلا ما لعبش، وميدو جابر واللعيبه اللي لعبت ومروان محسن ما لعبش في الدوري ده غير 3 4 ماتشات بس او ماتشين على حسب ما انا اذكر. كان لازم يكون لعيب له على الاقل 10 ماتشات عشان لما يجي يشترك وعنده قوه مشارك في 10 ماتشات قبل كده. هو راجع للمباريات وحسيت التهديف حالته يعني التوب فورم بتاعه فنيا. الفورم اللعيبه في الملعب من خلال ادائه اللي بيساعدك فيها الدوري العام، الدوري العام بتاعك. فانت بالتالي الدوري العام بتاعك كلها مؤجلات، بتلعب في الدوري دوري الابطال، بتلعب في البطوله العربيه، يعني كلها امور محتاجه برضه ل مدرب يعمل هذه المعادله الصعبه دي. طيب يعني هو دايما بيقال كده، في ناس دايما احنا بنتكلم وبنقول الاهلي بمن حضر، وان الاهلي منظومته الكرويه والاداريه والجماهيريه وروح الفانيلا الحمراء وثقافه الفوز اللي عند الفريق دايما بتدعم الفريق في اي بطوله، وان العناصر اللي بتنضم للاهلي بتتشكل بهذا الشكل وبتاخد الشخصيه دي. بالظبط. في ناس دايما تختلف مع الراي ده وتقول الاهلي بمن حضر وعنده روح الفوز دايما وثقافه الفوز، ولكن مش كل لاعب يصلح انه يلعب للاهلي. ما هي دي نقطة مهمة جدا. بس أنا لو أنا كلاعيب دخلت وسط الفرقة يعني وأخدت فرصة لازم بقى يعني بتاخد الفريم أو الشيء لازم بقى. وبعد كده أنا بقى الباقي عليا بقى، لازم أطور نفسي، لازم أدي كويس، لازم أكون عندي قدرة على إني أنا أثبت وجودي. ما هو ممكن يبقى في شغل كبير قوي يا كابتن شطة والعنصر نفسه إمكانياته كده، يعني لاعب هو ده سقفه الفني، يبقى لازم انا كمدرب اعرف كويس قوي ان هذا اللاعب مثلا هيوقف لي عند الحته الفلانيه، ابقى انا عارف كويس قوي حدوده، ابقى ادور على لاعب مثلا يكون عنده طموح اكتر، عنده تطوير، بيطور نفسه اكتر واسرع. دي حاجات مهمه جدا. يعني في مدربين قادرين على انه انا مثلا ناصر ماهر خد فرص الفتره اللي فاتت وشارك وبعدين غير حاجه ليه ابتعد. واضح انه اللعيب نفسه ما ساعدش نفسه، ما يقدرش يفكر صح، لانه واضح ان كان الجهاز الفني عنده رغبه في الدفع بيه وشارك اكتر من عنده كويس. مثلا هذا اللاعب انا كمدرب محتاج ان انا اشوف مشاكله الفنيه فين، مشاكله النفسيه فين، ليه حصل كذا، ليه ابتعد بعد ما كان ماشي كويس. مثلا بعض اللاعبين هم اللي مقصرين في حق نفسهم. فانت كلامك صح، اي لاعب يخش وسط هذه المجموعه لازم يؤدي ولازم ينصهر وسطها ويتمسك بالفرصه اللي جات عشان بس دي امور مهمه جدا حقيقه. والنادي الاهلي ياما خلق لعيبه، احنا كل لعيب فينا جه دخل وسط النادي الاهلي لعب واستطاع انه يكمل من خلال هذه المجموعه، والمجموعه بتشيلك في الاول وبعد كده كل نجوم جيلك يا كابتن شطه لما بيكونوا معانا في برامجنا في قناه الاهلي بيقولوا جيت وقعدت واستنيت الفرصه وجات لي الفرصه مره مشاركه مباراتين وبعدين جات لي الفرصه في اصابه زميل بقى هاخد فرصه مشاركه لفتره طويله. بالزبط. قالوا له امسك في الفرصه دي لانك لو استمتعت تجي لك تاني. وبعدين لو لازم تبقى على قد المسؤوليه. لو ده لو قعدت مثلا مباراه من المباريات مثلا ما جيتش تدريب والمدرب شالك عشان تخش تاني صعبه جدا، هتلاقي اللي دخل ده ماسك خلاص مش هيرجع لك مكانك تاني خلاص. فهي كراسي موسيقيه يعني. لا عشان بس انت دي فرصه بتجي لك تمسك بهذه الفرصه. لكن تجي لك الفرصه بعد كده تلاقي الفريق اداؤه مش كويس وانت اساسا برضه الاجيال بتختلف ثقافه كل لاعب او رغبته واراده الفوز عنه. دخلت فيها انا عايز اعمل عقد وعايز اخش مش عارف ايه ودخلت فيها ماديات اللعيب بقى بيحلم بحاجات كثيره جدا في فترات قصيره جدا فما بيبقاش مركز. احنا زمان ما كناش بنفكر في الفلوس، لكن دلوقتي اللعيب عايز يعمل عقد ب 10 مليون، اشمعنى دخل 20 عايز اعمل 30؟ اللعيب مش مركز. دي نقطه مهمه جدا بصراحه انه الماديات غلبت على ايه؟ على طبيعه ودي المشكلة. احيانا بتفسد علاقه بين لاعب ونادي، بتكون علاقه ماشيه ناجحه جدا وجيده جدا، يعني نادي في حالته مستفيد باللاعب ده وخدماته واللاعب ده متألق مع النادي، اللاعب ده يفتعل ازمه مع نادي
فهو يطفي كلاعب يطفي خالص نجمه كلاعب والنادي يخسر جهوده ويكون هو العجله دايره كويس، هو ماشي جوه منظومه النادي ده وهو افسد التجربه نفسها. اللعيبه محتاجه عشان الاسباب اللي حضرتك قلتها. الحقيقه اللعيبه من قطاع الناشئين لازم يكون عندهم قدره، وبعدين اللعيبه اللي بتجيبهم من بره برضه يعني مثلا صلاح محسن لحد دلوقتي ما انسجمش انسجام كامل، برغم اللعيب متميز جدا ما انسجمش انسجام كامل، بيلعب على فترات متقطعه مثلا. هل 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 مش قادر تكوب او مش قادر تتماشى مع الوضع الحالي؟ هل هو بياخد فرص قليله؟ كل الامور دي. طب راي حضرتك ايه لان صلاح محسن الناس راضيه عن شكل ادائه ومشاركاته في الفتره الاخيره؟ أيوة. مش بس يعني مش المباراه الاخيره في رادس، بتكلم انه لما بدا ينزل الناس بتقول بدا ياخد ثقه اكتر، بدات حساسيه التهديف ومعدل اهدافه، بدا يشارك، تبقى مشاركاته الاوقات اللي بينزل فيها داخل الملعب بيبقى مؤثر. يعني الناس بدات تحس ان لو كده ده هيزيد. اول ما بقى مؤثر ابتعد فتره وبعد ما بيبداش اخر، فدي مهمه المدرب. ليه يعني ليه عدم استمراريه لاعب بدا ما دام ماشي كويس؟ دي نقطه برضه احنا بنقولها بنسال عليها، لكن ممكن المدرب ده ليه راي اخر، المدرب ليه فكره اخر، المدرب بيفضل لاعب عن لاعب نتيجه انه شايف اللاعب ده كذا كذا، اللاعب ده مثلا دفاعيا اقل من اللاعب ده، اللاعب ده عنده الناحيه الهجوميه اكتر، كل الحاجات دي برضه بنتركها للمدرب. طيب من وجهه نظرك كابتن شطه وخبراتك الفنيه، هل فكره ثلاث لاعبي وسط مهاجم ورأس المثلث رأس حرب أو اتنين قدامهم رأس حرب، هل الطريقة دي بمفهوم كرة القدم يعني ثابتة مقدسة، ولا لو الظروف قالت أن الجهاز الفني ده قدامه أفضل عنصر وأفضل عناصر جاهزة عنده اتنين فراودة وتحتهم بلاي ميكر ممكن يرجع في أي مباراة للطريقة دي؟ شوف. لو شاف أن العناصر عنده بتقول كده. شوف حضرتك موضوع الفورميشن أو طريقة اللعب أو التشكيل ده، تلعب بمثلث مقلوب، تلعب بمثلث معدول، الحاجات دي كلها دي راجعة لأداء كل لاعب في دوره في الملعب. انا كنت بدرس الحاجات دي طبعا للمدربين وللمحاضرين عشان في افريقيا وكده عندنا كتب مخصوصه في كيفيه انك انت تلعب ب 4-3-2-1 وال 4-2-3-1 وال 4-3-2، يعني كلها طرق لعب معروفه ومحفوظه، بس الادوار اللي فيها والرول بتاع كل واحد وايه اللي المفروض يعمله اذا حصل كذا واذا حصل كذا، عايز تعدل المثلث، عايز تقلبه، عايز تخلي اثنين قدام واحد ورا، عايز تخلي اثنين ورا واحد قدام، كل الحاجات دي بتبقى موجوده، بس دي تدريبات عليها من خلال هي التدريبات اللي بتعمل. لازم اللاعب يكون عارف ولازم يكون عنده اداء معين ولازم يكون حافظ المراكز. يعني حضرتك بتتمنى يبقى في مرونه دايما عند الاجهزه الفنيه بحسب المتاح امامهم من اوراق الفتره اللي فيها جاهزيه كامله، موجود معانا اجاي وسليم، عبد الله السعيد كان لسه في صفوف الاهلي، مؤمن موجود، مؤمن زكريا وايضا وليد سليمان، ومجموعه كبيره جدا تحت الفراوده، فكان الاهلي بيلعب بالقوه الضربه دي قدامها فرود واحد. لما الامور اتغيرت هل النهارده ممكن الجهاز الفني يبقى عنده المرونه ان يقرر فجاه يلعب مثلا بصلاح محسن وازارو جنب بعض وتحتهم بلاي ميكر؟ هل تعتقد ان ده وارد ولا بتستبعد الاحتمال؟ وارد جدا، لانه حضرتك لازم تكون عارف كويس المرونه في الخطط بالظبط. لو ما كانش عندك مرونه ما تعرفش تلعب. كلام 4-3-2-1 ده على ورق، لكن لو في لو عندك اثنين وسط ملعب ودافعين في الفريق الاخر، انت هتضطر تخلي عندك اثنين وسط ملعب مهاجمين عشان يروحوا للناس دي، لانك صحيح. انت عندك نقص في وسط الملعب. كل الامور دي لو ما فيش مرونه بحيث انك انت كلاعب داخل الملعب تحس انك انت محتاج لايه، دي كلها حاجات بيسموها احنا بنسميها ذكاء لاعب او فكر لاعب او المرونه الخططيه. المرونه الخططيه دي مهمه جدا للاعب. ما فيش لاعب في العالم بيلعب كره قدم ما عندوش مرونه خططيه لنفسه. بالتالي الفورميشن واللعبة اللي هو بطريقه 4-3 و4-2 و4-2 4، طب احنا كنا بنلعب 4-3-3، كنا ثلاثه وسط الملعب، الله يرحمه كابتن صفوت وانا ومختار مثلا، او بعض المرات معانا مثلا طاهر الشيخ في مرونه، طاهر الشيخ يطلع على اليمين مثلا وطلع هناك مثلا، يجي مصطفى عبده يسقط مكانه مثلا، دي مرونه خططيه لانه طاهر راح في الشمال، مختار دايما كان بيطلع على الشمال مثلا، كانت تلاقي دايما انا بميل تغطي مكان لازم بعد كده يجي مدافع يميل معايا، يبقى التطبيقات حضرتك كل ده على الورق تطبيقه هو المهم. من غير ما المدرب يقول الكلام ده، مش المدرب يقول لك لا روح ارجع مكان فلان، لا الحاجات دي دلوقتي انا بسمعها واضح انه المرونه الخططيه واللعب الذكاء الملعب، لعيب بيتحرك بيحركه المدرب، اجري على الشمال خش على الناحيه، الكلام ده زمان ما كانش موجود. ليه؟ انت حافظ الشغل بتاعك خلاص، اللعيب بيعمل الكلام ده بشكل اوتوماتيك. دلوقتي اللعيبه لازم تديها الدفعه دي الانيشيتيف دي، تقول له روح واتحرك واعمل، وده حاجه طبعا يعني توري قد ايه انه اللعيب دلوقتي اصبح لعيب مصنوع ما عندوش فكر خاص بيه، ما عندوش ده. هنا بقى دايما مشكله التالنت يعني الموهبه وحجمها عند كل لاعب، والكرياتيفيتي اللي هي الابداع في الملعب، فدي مهمه جدا عيال. استاذ محمد انا بقول انه الحقيقه النادي الاهلي محتاج مننا كلنا نقف جنبيه
محتاجين كلنا ندي اللعيبه دي ثقه في نفسها مره اخرى، لان الحقيقه اللعيبه هي دي نفس اللعيبه اللي كسبت بطولات قبل كده، وهي نفس اللعيبه اللي هي هتلعب بعد كده. والحقيقه يعني عشان بس انه احقاقا للحق، احنا بدانا الحلقه دي والحوار مع حضرتك وبنقول ان احنا معترفين بان الاداء الكل مدرك الاداء ما كانش جيد او ما كانش مناسب للنادي الاهلي على الاطلاق في مباراه رادس رغم المؤثرات الخارجيه، لكن احنا برضو الفريق البطل اللي بينافس على البطوله سنتين متتاليتين، وكان قاب قوسين او ادنى العام الماضي حتى لو ما وفقش، وهذا العام ايضا احنا بنقول ان النادي الاهلي بينافس بيلعب في الفاينل في البطوله القاريه، يعني ما هوش بعيد عن المنافسات ولا عن الالقاب، وان شاء الله يعود بقوه عشان الناس ما تبالغش قوي برضو في الموضوع. بالتاكيد خسرنا مباراه وخسرنا بطوله، ولكن لم نخسر على الاقل انه نحن الابطال ونحن اللي صانعين المجد في كره القدم، ثمان بطولات من قبل، والنادي الاهلي نادي قادر على انه يعود مره اخرى، وعندك هو صاحب اكبر رصيد على الاطلاق في القاره الافريقيه يعني، وقريب دايما في المنافسه اي بطوله بيشارك فيها بيكون هو الاسم او الجواد الرابح، وبيكون من الاقرب على الاطلاق اقرب العناصر للفوز، يعني حتى لو حصل اخفاق او كانت مباراه او نتيجه مباراه لم تكن في صالح النادي الاهلي. لازم نعرف الاسباب فين يا استاذ محمد، لازم نعرف ايه الاسباب عشان تعالجها. في اسباب موجوده، في اسباب فنيه، في اسباب اداريه، في اسباب من خلال بعض الحاجات المعينه، في لعيبه يعني زي مؤمن زكريا عنده مشاكل تحلاله، في لعيبه يعني مش مستقره ذهنيا فنيا ممكن يكون عندهم مشاكل خاصه بيه. هو اللي حضرتك بتقوله ده في منتهى الاهميه، ده اللي جمهور الاهلي بنسمعه من فئات مختلفه في العمر وفي الثقافه وفي كل حاجه، بيقولوا يا جماعه النادي الاهلي عنده اوراق كتير جدا، عايزين نوصل لصيغه ان كلها تبقى مستغله بشكل سليم في الملعب. دي النقطة يعني اللي معاربه او اللي موجود، احنا بنتكلم عن كل اللي راجعين واللي موجودين واللي هيرجعوا في الفتره الجايه ان شاء الله، احمد الشيخ ومؤمن زكريا وناصر ماهر وصالح اسماء كتير قوي، ناس بتقول لو اكتملت الصفوف وبقت كل المجموعه دي موجوده هنرجع بشكل قريب شويه للفترات اللي كان فيها وفره في النجوم بتريح الجهاز. يعني انا مثلا عندي مشكله صغيره انا ما اعرفش حلها فين، احمد الشيخ ده كان هداف الدوري وجبته، ازاي ما يبقاش هداف الدوري مع النادي الاهلي وبقى هداف الدوري مع فرقه اقل من النادي الاهلي مثلا؟ هناك مشكله دي لازم النادي الاهلي يعرفها. ايه ليه؟ هل الواد بقى مستوى سيء؟ هل احنا قصرنا معاك جهاز فني؟ هل الواد اساسا عنده ليه مش عارفين ناخد منه نفس المستوى اللي كان مقدمه مع فريقه؟ هداف دوري وهو مش في النادي الاهلي وفي النادي الاهلي ما بيلعبش، دي نقطة مهمة جدا عايزين نعرف مشكلتها ايه. فبالتالي انا ارجو انه بعض دي مشكلة من المشاكل اللي انزلت، لانه بمصطلح الكرة بلغة الكرة كان شايل فريق بمنتهى الصراحة. هل هو يعني لما جه تغير اسلوب لعبه؟ هل هو محتاج كان حصلت حاجة معينة؟ الجهاز الفني عنده كان قرارات أخرى ما كانش مقتنع بيه؟ كل حاجات ممكن تعرف، لكن لازم تحل المشكلة دي. يعني انا أتمنى من الجهاز الفني الحالي يعني يشوف المشكله دي ويحلها. صالح جمعه كان لعيب كويس قوي وبدا كويس، سلوكيين كان عنده بعض المشاكل، طب حلها المشاكل دي سهل جدا، نقوم ونصلح نستفيد باللاعب ونعالج الجانب السلبي عند كل كده مثلا. دي بعض المشاكل اللي موجوده يعني حضرتك شايف ان في فرصه ان احنا لو التقرير اللي هيقدم من الجهاز الفني لجنه الكوره ومجلس الاداره ومناقشته وقفوا على نقاط القصور بشكل سليم وعالجوها سريعا وقدرنا نستفيد بكل القوى الضربه الموجوده اللي مش مستغله في الاهلي، الامور هتفرق كتير. انا متاكد بقى. وبعدين طبعا الحقيقه ربنا يشفي الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله يرجع بالسلامه، لانه باذن الله واضح انه مولين بكل الحاجات دي وعايز يقعد يشوف، كان مستني نهايه البطوله عشان بس على الاقل ترتيب الاوراق، ودي سهله جدا انك انت يعني تيجي تقعد مع المسؤولين وتشوف المشاكل دي مشكله وتحلها، وتشوف المراكز اللي انت محتاج تدعمها في الوقت الحاضر، لانه في لعيبه هتمشي من عندك، في لعيبه هتعتزل، في لعيبه على مشارف الاعتزال، خدت بالك كل حاجه دي معروف، اللعيبه سنها كبير مثلا يعني دي كلها امور واضحه جدا وبتحصل في كل الازمان. يعني كابتن صالح سليم كان في اربعه لاعبين موجود على مجهوم، محمود صالح وكان طاهر ابو زيد لو تفتكر وربيع ياسين، كانوا نجوم النادي الاهلي، بس وقتها كان الفكر انك تدفع بدماء جديده وكده، بالرغم انه ممكن يكون قرار خاطئ من وقتها من او واثار جدل كبير جدا جماهيريا طبعاً، بس طبعاً النادي كان رؤيته خلاص النادي جاب بدائل وبدائل مشيت، واللعيبه دي نفسها موجوده دلوقتي في النادي الاهلي، ربيع موجود وطاهر ابو زيد موجود وعلاء مجهوم معانا في الجهاز، يعني ما فيش حد محمود صالح النادي يعني ما فيش حد بقى نفر وقال لك انا بقى ظلمت وبظلمت، لا النادي الاهلي محتاج انه يقف ويشوف المشاكل اللي عنده عشان يحلها. سهل جدا تشوف المشاكل ديت وتقف على رجليك مره اخرى، وده نادي الاهلي مش نادي طالع من درجه ثانيه، النادي الاهلي يعني رائد الانديه والناس كلها بتحتذي بحذوه، يعني كل الناس عايزه تبقى زي النادي الاهلي كل الانديه. فاتمنى ان النادي الاهلي يعني يستعيد كل اوراقه، والجهاز الفني برضه ياخد وقفه مع نفسه ويشوف المشكله فين، اذا كانت اداريه، اذا كانت فنيه، اذا كانت مرتبطه ببعض الامور الاخرى، عشان الخطيب طلب حقيقه تقارير كامله عشان يشوف ايه الوضع بالظبط، عشان لما يرجع باذن الله يجتمع بيهم.
طيب هنتكلم شوية عن بعض الأمور سريعا يعني عشان عندنا أكتر من نقطة في الوقت القليل المتبقي عايزين نسمع رأي حضرتك فيها. عندنا أسئلة عن كيفية إدارة الأمور داخل لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي، هل تتخذ بواسطة اللجنة بالكامل بأعضاء اللجنة بغالبية الأصوات بالفوتينج جوه اللجنة ولا شخص واحد هو مسؤول عن إصدار القرار؟ هو في قرارات زي قرارات اللي هي الإميرجنسيز أو القرارات اللي هي فيها طوارئ سريعة جدا بتبقى مثلا بالتمرير بالتمرير كده اللائحه ايه بتقول ايه العقوبه ايه كذا، زي مثلا الحقيقه الطوبه اللي اتحذفت على الاوتوبيس دي فيها في اللائحه موجوده غرامه كذا بس كذا تحذير كذا، دي امور معروفه. لكن في بعض الحالات اللي بتحتاج ان اللجنه تجتمع عشان تاخد فيها قرار، ايقاف نادي ايقاف لاعب فترات طويله سنه وكده، فدي بتبقى لازم. لكن في قرارات السريعه زي ايقاف مباراه ومباراتين دي تبقى لجنه الانضباط يعني بالتمرير او رئيس اللجنه يستطيع انه يناقش الامر مع المراقب ويبعثوا له التقرير وكده. في برضه اللجنه الانضباط بتتابع كل فترات كل 4-5 شهور بتجيب كل الحالات الموجوده وتدرسها، ما تبقاش في عقوبات سريعه يعني تبقى تستنى شهر شهرين قبل ما اللجنه تجتمع وتطلع قرار، خصوصا لو كان في عقوبات على مثلا جمهور او عقوبات على مثلا الشماريخ ايقاف المباراه ما اكتملتش، الامور دي كلها بتاخد وقت. فدي لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي او في كل مكان، حتى في اتحاد الكوره لجنه الانضباط عندها مواعيد معينه في العمل وفي قرارات سريعه بتحصل تجتمع اللجنه وبعدين بترفع القرار للمكتب التنفيذي او لرئيس الاتحاد او اللجنه المنوطه بكده. طيب عشان اختم الحديث مع حضرتك في النقطه دي وننتقل لمحاور تانية، حضرتك بتلخص ما حدث قبل المباراه الثانيه في رادس وبتقول انه كان في قدر من التحامل من وجهه نظرك على النادي الاهلي وعلى فريق الاهلي لاسترضاء الجانب الاخر او لامتصاص الغضب اللي كان مصاحب والجدل اللي صاحب المباراه الاول. حضرتك شايف ان ده هو مش ارضاء هو امتصاص للغضب عشان تهدئه او عشان النهائي هناك النهائي عشان الحدث يكتمل بشكل يعني الامور تهدئه في طبعا جايين في ضيوف وجايين في رئيس الاتحاد الدولي فمش عايزين يكون في نوع من القلاقل اللي موجوده. طب في تفسير حضرتك ليه لم يؤخذ موقف لما اصيب لاعب من الاهلي نتيجه التعدي على حافله اللاعبين في تونس؟ في تونس ما خلاص القرار هيكون بعد كده، والاصيب مش اتوبيس النادي الاهلي اللي في الفريق، اتوبيس اخر على حسب علمي. لكن لو كان اتوبيس او لعيب اتعور كان في مشكله كبيره جدا هتحصل، لكن هذا اللاعب كان خارج اللعب. لكن هم هياخدوا في قرار ان النادي الاهلي طلب وجاب المراقب وعمل محضر وريبورت اتقدم، واضح انه هياخد في قرار بس مستني بقى خلاص بقى لما يرجعوا والمباراه خلصت. لكن لو كان الاعتداء على لاعب بيلعب في الملعب مثلا دي مهمه مشكله كبيره جدا يعني. تفرق قوي انك الاعتداء يكون في الملعب او خارج الملعب. فانا من رايي الخاص لا والجو العام الناس اللي كانت بترمي كور في الدقايق الاخيره داخل الملعب يعني يجي يلعب كره ثانيه حالات غريبه جدا. حتى الحكم مره راح جاب الكوره من الهيئه من 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 جانب الملعب وراح حطتها، يعني واضح انه كان بيساعد معاهم لكن واضح انه في الاخر اضاعه وقت. انت عارف برضه دي برضه لازم اضاعه الوقت له طرق طرق الفجه قوي فيها يعني احنا ما كان عندنا سيناريو اللعيبه بتقع كمان لعيبه فريق يعني الترجي طول عمرهم احنا عارفين مش الترجي بس عشان يعني نبقى منصفين كل فرق المغرب العربي او الشمال الافريقي معاناتنا معاها على مستوى الانديه والمنتخبات دايما فكره اضاعه الوقت لما يبقى في صالح. لا معلش احنا عارفين كان بيبقى مدد يعني ان اللاعب بيقعد في الملعب ويطلب انا بقول لك حتى او الدعم الطبي له يعني الامور دي طبعا يعني في كره القدم وارده اذا كان في حاجات كتير يعني مش الكرات اللي بس ده برضه مش السبب اللي خلانا لا طبعا لا احنا قلنا في الاول احنا بنتكلم برضه عن كان في بعض المسببات او الامور اللي وترت الاجواء في الجزء الاخير من المباراه، لكن احنا اعترفنا في البدايه او الكل على يقين ان ادائنا ما كانش على المستوى المطلوب. بالتاكيد يعني لا نتحدث في امور كره القدم في المباراه الثانيه في تونس على الاطلاق لانها كانت في صالح فريق الترجي، وطبعا في مؤثرات او مسببات قبل وبعد المباراه كان لها تاثيراتها يعني في امور كانت موتره للاجواء بشكل عام. متفقين تماما في الحته دي يعني وحضرتك حسمت الامر وقلت ان فنيا كان الاداء مش ده اللي معتادين عليه من فريق الاهلي، وان احنا مش لا نعلق الهزيمه او النتيجه على اي شماعه او اي اعذار، مش دي طبيعه النادي الاهلي، لكن بنوصف الحدث بشكل عام. وحضرتك وضعت ايديك على بعض نقاط القصور اللي كانت مصاحبه لمرحله ما بين المباراتين واجواء المباراه نفسها في تونس. مع احترامنا الكامل طبعا لفوز فريق الترجي في النهايه خلاص رغم التجاوزات اللي حدثت احنا نتحفظ عليها زي ما تحفظنا على اي سلوك صدر من لاعب للاهلي لو كان خارج عن اطار روح الرياضيه. احنا بنتكلم ثلاث اهداف حقيقه نظيفه جدا مفيش خلاف عليها يوجد عليها، والحكم لا على مستوى الكوره كانوا افضل في المباراه. والحكم ما كانش سيء لدرجه يعني الحكم كان كويس، لا الناس كانت شادت بحكم المباراه قال انه كان بيدير معظم الناس قال كان بيدير بشكل جيد الحقيقه كان كويس وما جاتلوش
مواقف صعبة عشان يتحط فيها، فبالتالي هو محظوظ برضو. المباراة كانت سهلة جدا خصوصا في ضربات جزاء، ما فيش أمور خلافية، لا والأهداف كانت صريحة، أهداف كرة قدم صريحة يعني، ما فيهاش جدل يعني، لم يختبر يعني حقيقة. بس هو قاد المباراة بشكل كويس، ما خلاش أي من الفرقتين يعني عنده أي نوع من الشكاوى، هو كان بيحسب كل حاجة، أي نوع من الاحتكاك وأي كرة بيوقف اللعب. الراجل يعني كان في تخوف من أن يكون متحامل على الأهلي قبل المباراة، لكن بدأنا نطمئن مع الدقائق اللي بتمر من الشوط الأول إنه بيدير المباراة بشكل عادل أو فير. تالي حضرتك شايف كده؟ بملك. طيب كابتن شطة، هرجع لمشوارك مع الاتحاد الأفريقي وخبراتك كمدير فني سابق للاتحاد الأفريقي، لماذا استقلت من هذا المنصب؟ والله أنا استقلت من هذا المنصب لأنه الحقيقة الاتحاد الأفريقي أنا بقالي أكثر من 16 سنة في هذا المكان كمدير فني، و يعني بقالي سنتين وأنزل معاش، فبالتالي الحقيقة كان هناك هي وجهة نظر من رئيس الاتحاد انه يغير جميع القيادات اللي موجوده في الاتحاد، عايز يجيب قيادات جديده، قيادات من خارج مصر، عشان في طبعا عندك من المغرب، وعندك من غانا، وعندك من جنوب افريقيا، وعندك من يعني جاب بعض العناصر اللي موجوده، وعايز بقى يضع السيستم معين يمشي بيه خلاف اللي احنا كنا ماشيين بقى قبل كده سنوات طويله. فبالتالي ده كل رئيس بيجي بيكون هناك تغيير طبعا. وانا بالنسبه لي الحقيقه وجدت انه احسن حاجه في الفتره الحاليه دي انه طالما هناك تغيير موجود من قبل الحقيقه الاجهزه المسؤوله، طلبت ان انا يعني اتنحى واقدم استقالتي، لان انا الحقيقه عملت في هذا المكان سنوات طويله وأديت ما عليها بشكل الحياة يعني. يعني عندك قناعة أنك قدمت ما لديك من رؤية وإمكانات، راضي عما قدمت؟ أنا أستطيع أن أضيف في الحياة حاجات جديدة، لأنه الحياة لكن لسه على اتصال يا كابتن شطة، بيستعينوا بأراءك بالله. هنا الحياة أول مرة أنا عضو لجنة فنية بالاتحاد الأفريقي، وكنت مجتمع الأسبوع اللي فات مع لجنة الفنية اللي كان حضرها رئيس الاتحاد أحمد، يبقى على تواصل وبيستفيدوا بخبراتك يعني الكوادر اللي بيستفيدوا. قرر الاستعانه بيها في اللجنه الفنيه كعضو فيها انا وحازم امام. حازم امام نجم نادي الزمالك، نادي الزمالك صديق زميلي، وكنا موجودين فيها حقيقه، ووضعنا المشاريع اللي هتكون في السنه القادمه، وانا ما زلت حقيقه عضو في الاتحاد الافريقي، فلن انسلخ منه طبعا، لانه ده يعتبر برضو بيتي. موفق في مهمتك، وبتمنى لك يعني لحضرتك كل التوفيق، ولصديقي العزيز النجم حازم امام كمان بتمنى له كل التوفيق في مهمته في اللجنه الفنيه مع الاتحاد الافريقي. كابتن شطه، لسه بعد مرور سنوات طويله جدا على تتويج النادي الاهلي كنادي القرن في القاره الافريقيه، انه اثار الموضوع ده جدل كبير، وكان الناس بتحسب ايه الاسباب، وهل في انحياز، وهل في مجامله، او الراي الاراء مش محايده. يا ريت نحسم الامر ده في دقيقه تاني، حضرتك تشرح للناس مره تانية عشان اللي لسه عنده شك في القضيه دي يزيل هذا الشك تماما. هو طبعا الموضوع ده يعني انا 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 دخلت الاتحاد الافريقي 2002 كان النادي الاهلي اوريدي هو بطل القرن. راجعت طبعا كل المستندات القديمه، ورجعت جبت بقى وعمليه التقييم وحساب النقاط وكل الحاجات اللي هي الكاف فوت او الكاف اللي بتتعمل، كانت اللي هي المجله السنويه والشهريه، وجبت الحاجات دي راجعتها، فوجدت ان الدوريات اللي بيصدرها الدوريات كل شهر كان بيطلع مجله، وكان كل سنه بيطلع اللي هي يعني بعض الاحداث اللي بتحصل والمطبوعات. انا طبعا وجدت انه اللائحه اللي كانت موجود فيها هذا الامر ده نادي القرن هي بالنقاط مش بعدد بالبطولات. دي يجب ان الناس كلها تعرفها ونعيدها مره ومرتين وثلاثه. النقاط الاول ياخد كذا، والثاني ياخد كذا، والثالث ياخد كذا، كل فوز وكل دور بيتاهل له اي فريق له بوينتس بتضاف لرصيده. وبعدين لما اتعملت كمان بطوله افريقيا بين مجموعات، مجموعه واحد الاول والثاني والثالث والرابع، بقى كل واحد ياخد برضو نقاط اختلفت، فبالتالي تزودوا النقاط. يعني ما زالت النقاط هي الفيصل في حسم البطل. الجدل بقى اللي كان اثاره جمهور نادي الزمالك في الوقت ده او انصار نادي الزمالك، ان قالوا ان النادي كان حاصل على دوري الابطال بعدد اكبر من نادي الاهلي. أيوة. فكانت دي الجدليه اللي اثاروها، وبالتالي يعني حتى البطوله الاوروبيه برضه بالنقاط. ليه؟ لانك انت ممكن تطلع الاول مرتين والثاني 10 مرات، واحد طلع ثلاث بطولات وما طلعش ثاني خالص، فمش معقول تساوي واحد بيوصل نهائيات مستمره بواحد. الحاجة الثانية، النادي الأهلي كان الأول في 2000، في سنة 2000 بالظبط، النادي الأهلي كان الأول وكوتوكو الثاني، خد بالك، والزمالك الثالث من خلال هذه النقاط. ما فيش أي حد اعترض لسنوات طويلة، استمرنا فترة طويلة ما حدش اعترض. جت فجأة كده ما أعرفش بعد 2008 و2009 يعني في تصنيف نادي القرن كان الفائز باللقب النادي الأهلي، بعد النادي الأهلي ما توج نادي القرن كان اللي في المركز الثاني بحساب النقاط كوتوكو، وكوتوكو ما اعترضش.
الاعتراض على التقييم ده اعتراض بعد كده بعد كده بعد كده اشوات اعلان النتيجه قدم اعتراض وبعد كده قال لك انا كان المفروض اطلع كذا وكذا. المهم انا والله كنت انا حتى بلغت السيد مصطفى فهمي هي باشمهندس مصطفى فهمي كان سكرتير الاتحاد لما كان المعايير دي اتحطت قلت له يا ريتك كان تضيف بطل الدوري ياخد نقطه او ياخد نص نقطه كان هذا الاهلي بطولات الدوري المحليه يعني ليه ما اضيفش بطولات الدوري المحليه دي بطوله بس دي كده هتعمل فريق اكبر كمان للنادي الاهلي عشان كان بعد كده ما حدش هيشتكي. قلت له يا ريتك بعد كده في 2000 قصدي في القرن اللي جاي يعني تحط بقى اللي خد بطولات الدوري اكتر يضاف لي هذه البطولات بحيث انه ياخد نص نقطه ربع نقطه زي ما انت عايز. النادي الاهلي كان طبعا فرق جامد فانا يعني بقول انه النقاط دي حسمت الموضوع. هو الحقيقه حتى بحساب دوري الابطال النادي الاهلي فرق نقطة التفوق اللي كانت في وقت التقييم ده لصالح نادي الزمالك تفوق عليها في السنوات التالية النادي الأهلي أيوة. وحصل على البطولة الأكبر في أفريقيا بعدد أكبر من المنافسين. أنا بقول يعني اللي عايز بقى يقول والله مين نادي القرن وإذا كان أنت مش مقتنع بنادي القرن ابعت شكوى رسمية وديها للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي يعيد تاني هذا الأمر ويشوف يحسم النقاط من جديد. لا لو دخلنا نقاط الدوري صراحة مش هيبقى فيه منافسة. لا بقول لك أنا طلبت تدخل نقاط الدوري عشان كانت حسمت الموضوع ما حدش كان عايز مش هيبقى فيه منافسة بس طبعا هو قال لك البطولات القارية بس البطولات القارية والبطولات الدولية. فانا طبعا بقول انه نادي القرن يعني نادي القرن ده حقيقه نادي الاهلي لا جدال فيه وان هو في سنه 2000 كان وضعه افضل من نادي الزمالك ودي حاجه ما تزعلش وهم طبعا ما اعترضوش الا بعد فتره وبيقولوا انه نادي الاهلي انه في ناس جامله النادي الاهلي مصطفى فهمي او وعيسى حياته وده كلام طبعا ما يصحش لانه دي كانت معايير محطوطه ومكتوبه وموثقه وفي جمعيه عموميه كانت موجوده يعني صعب جدا انك انت تحاول يعني تخلي نادي على نادي في ظل وجود لجان موجوده وناس مسؤوله في الاتحاد الافريقي في ذلك الوقت ولكن طبعا كل واحد بيطالب بحقه وده شيء طالب بيه بس بشكل رسمي ما تكتبش في الجرايد وتقعد تعمل احاديث صحفيه ابعت قول انا نادي القرن عايزين نحقق بالموضوع والاتحاد الافريقي هيجيب لجنه يشكلها ويرد عليك رد علمي ورسمي على كذا وادي النقاط اللي موجوده وحضرتك لو عايز النقاط انا عندي طبعا كلها موجوده لو عايز في اي لحظه من اللحظات تتوري يا ريت نعرض على الساده المشاهدين في يوم الايام بالتنسيق مع فريق الاعداد زملائنا يا ريت نخصص حوار لتحليل وتفنيد كل الارقام ده هيبقى اكبر رد على اي حد لسه منزعج من النقطه دي او بيقول انه كان فيها اي شائبه او اي شبهه مجامله للنادي الاهلي نعرض عليهم طريقه حساب النقاط اللي حسمت الامر يعني بشكل قطع للنادي الاهلي في التتويج ان شاء الله يا كابتن شطه ننسق مع حضرتك لعرض هذا باذن الله حاضر بالنقاط كامله. هختتم حضرتك الحوار بسؤال عن ما يثار عن اتجاه محتمل او مطالبات جاده جدا بسحب تنظيم نهائيات كاس الامم الافريقيه 2019 من الكاميرون ايه الاسباب؟ هو اول حاجه طبعا الحقيقه رئيس الاتحاد الافريقي لما من خلال جمعيه عموميه طلبوا منه يزود عدد الفرق في البطولات الافريقيه من 16 ل 24 والجمعيه العموميه هي اللي طلبت كده طبعا هو خلاص طلب انه 2019 يكون في عدد الفرق 24 كان اوريدي الكاميرون هو منظم هذه البطوله لنا 16 فريق. الحقيقه رئيس الاتحاد الافريقي حتى هذه اللحظه ذكر قال لك انا لم اسحب تنظيم البطوله الافريقيه من الكاميرون حتى هذه اللحظه ولكن هناك لجنه سوف تعاين او تعمل انسبكشن فيزيت انها تروح تشوف السبب سبب المعاينه او ان في انسبكشن او ان في اي نوع من الشكوك حول يعني فاعليه او قدره الكاميرون على تنظيم لحد دلوقتي الكاميرون مش جاهزه والبطوله التنظيم والملاعب والملاعب وعدد الشروط اللي هي التيرمز اوف ريفرنس اللي موجوده كلها انك عشان تعمل بطوله افريقيه لازم يكون عندك واحد لسه الكاميرون ما اعلنتش انها تستقبل اللجنه انها لجاهزيتها لا استقبلت اللجنه مرتين وثلاثه وشافوا في استعداد بتتبني وكده ومتابعين بس الاعمال لم تنتهي ولكن هو لسه طبعا عشان انت كاتحاد افريقي يجب ان تقرر في فتره زمنيه بحيث انك البديل يكون برضه اذا يجهز نفسه يبقى في عندك وقت اجراءات احترازيه هو اساسا اعلن حتى هذه اللحظه يا جماعه انا لسه عندي وقت كافي انا في وقت تاني هروح اعمل يعني بيديهم بقى ديدلاين وهيروح يشوف الحياه البنيه التحتيه اللي مطلوبه والحاجات الاساسيات اللي موجوده والملاعب وكل حاجه دي حاجات حقيقه صعبه جدا وبعدين 24 فرقه عايز ملاعب تدريب وعايز ملاعب عايز ستة فينيوز ستة ملاعب او ستة استادات فبالتالي هل موجوده استادات دي هل تقدر تدي الكاميرون تعمل كده ده سؤال الحياه في منتهى الصعوبه فهو لسه مستني اللجنه الحقيقه وبعدين لجنه محايده هتبقى لجنه من خارج القاره عشان ما يبقاش في اي نوع من اي شبهه مجامله لاي دوله اخرى ممكن تبقى بديل للاستضافه وطبعا رشح اثنين رشح جنوب افريقيا ورشح المغرب وكمان رشح مصر معاه يعني الثلاث دول ستاند باي في اي لحظه اذا حصل اي مشكله ممكن يلجأوا للتواصل مع الثلاث دول اختيار من
فلسه هو طبعا الحقيقه يتولى القرار لم يؤخذ حتى زي. يعني ده هيؤخذ بناء على عمليه الانسبكشن المحدد لها موعد اخير تقريبا في نوفمبر اواخر نوفمبر او منتصف ديسمبر ان شاء الله نشوف ما تنتج عنه هذه العمليه وان شاء الله تسير الامور في اتجاه الافضل للشكل الافضل للبطوله اللي جايه في 2019 اذا كانت الامور تسير في اتجاه انها افضل سيناريو انها تكون في الكاميرون كما هو معد او في اي بلد افريقي اخر. اسعدتنا بوجودك معانا، لو حضرتك عايز تختتم بكلمه اخيره عن هذه المرحله وما هو مطلوب فيها والتكاتف اللي مطلوب والتفاؤل بان القادم افضل بعد اي لحظه اخفاق او انكسار بتحدث مع فريق. انا بشكرك لانه الحقيقه عايزين هنا نقول للجميع ان النادي الاهلي يعني خسر هذه البطوله، جميع كلنا زعلانين لكن يعني نتمنى ان يعني نستعيد الحقيقه الامور مره اخرى، نشوف المشاكل ونحلها، ما فيش حاجه صعبه، النادي الاهلي قادر على انه يعمل كل حاجه بحيث انه يعيد الامور لنصابها. اللعيبه ما تزعلوش، معلش المباراه كانت صعبه والامور كانت حقيقه في منتهى التوتر وحاسين بيكو، ولكن الحقيقه يعني كنا نتمنى ان يكون هناك يعني وضع افضل على الاقل في الاداء، يعني زي ما في الوداد السنة السابقة خسرنا بس كان هناك أداء وكان هناك قتال وكان هناك يعني اللعب قوي، ولكن المرة دي حقيقة الظروف كانت أصعب والجو الحقيقة كان متوتر. نتمنى الحقيقة للنادي الأهلي إن شاء الله في الفترة القادمة دي يعيد اتزانه، ودي حاجة غير يعني غير غريبة عن النادي الأهلي، النادي الأهلي قادر على أن يقف مرة أخرى شامخا ويأخذ البطولات القادمة اللي جاية إن شاء الله كلها، البطولة العربية، بطولة كأس السوبر، البطولة الأفريقية القادمة إن شاء الله بإذن الله. العدد جيد بإذن الله. إن شاء الله يكون القادم أفضل وتكون نقطة انطلاق جديدة للنادي الأهلي ونعيد حساباتنا فيها ونضع النقاط على الحروف ونقوم بتحليل سليم زي ما حضرتك طلبت لكل أوجه القصور لعلاجها في أسرع وقت ممكن. أسعدتنا بوجودك معنا وشرفتنا في الأهلي الليلة الكابتن عبد المنعم شطة نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا محمد، فرصة سعيدة وإحنا أسعد بحضرتك. مشاهدينا ابقوا معنا، فقراتنا مستمرة، بشكر حضراتكم على المتابعة ونهاية هذا اللقاء. بعد الفاصل هنستكمل فقرات الأهلي الليلة مع زميلي العزيز أمير هشام، وهيكون ضيف في هذا الحوار واحد من النجوم المتميزين في عالم كرة القدم في فترة سابقة، كان من نجوم عدد من الأندية وله تجارب احتراف أيضا في أكثر من دولة، في يوم الأيام كان وصل لدرجة من التألق قبل الظروف طبعا الصعبة اللي مر بيها، وكان تلقى عرض لم يسبق لأي لاعب أن يتلقى في تاريخ مصر من نادي يوفنتوس الإيطالي، إلا أن الظروف وحادث تعرض له حالة دون إتمام هذا التعاقد، ولكن أكمل مسيرته كلاعب سواء في بعض التجارب الكروية على مستوى الأندية أو مشاركاته مع منتخب مصر. نجم الكرة المصرية السابق والمتميز الكابتن محمد اليماني هيكون مع زميلي أمير هشام. عنوان تم اختياره من فريق العمل، انت ليه أهلاوي؟ سؤال يجيب عنه التقرير التالي. اتولدت على حب الأهلي، حتى عندي ابن في تانية ثانوي يعني يزعل أولى والأهلي اتغلب، يعني يوم الأهلي متغلب المرض جاي زعلان ومش عاوز يأكل ولا يشرب، ليه؟ حبه للأهلي دي حاجة في دمي، يعني الأهلي دايما في دمنا والأهلي دايما احنا وراه زي ما بقوله على الحلوة والمرة، لأنه هو فعلا دايما اللي بيفرحنا. النادي الوحيد اللي أنا بشجعه من زمان بمبادئه بأخلاقه بالإدارة بتاعته من قديم الأزل مش من دلوقتي. النادي الأهلي معروف هو نادي عريق، نادي بطولات، عشان بشجع روح الفنان نفسه، بشجع النادي نفسه اللي عشني من صغري ان انا على طول بفرح ما بزعلش. انا لو عشان الاهلي ده كيان يعني حاجه كده، انا اتولدت اعتبر تلاقيت نفسي اهلاوي، يعني حب للنادي بقى، حب مش كوره، مش يعني الاهلاوي دي مش اهلاوي كوره، اهلاوي بقى كيان، اهلاوي مجلس اداره، اهلاوي نادي، اهلاوي حبه كده، يعني مش انا روحت استاد كتير عشان النادي، طبعا انا مش هروح استاد هاخد فلوس هدفع فلوس، ده انا اعرف المقابل من ايه، من حب للنادي بس، حاجه كده بحبها من غير ما اعرف ايه السبب في حبها. انا عشان بحب النادي ده من صغري وكنت بحبه اصلا من زي والدي وزي والدتي، هو النادي رقم واحد شايفه على مستوى افريقيا. اهلاوي عشان انا مصري. احنا كلنا اهلاويه. اللي ما شجعش الاهلي اولا يعني هو ما يعرفش حاجه في الكوره، والاهلي ده عاطف نادي في الكون، والاهلي دوت هو اللي بيأسس يعني بيدي اسس وبيدي قيم ويدي مبادئ، بيعلم الناس المبادئ والقيم والاخلاق، والاهلي عريق يعني رؤسائه وجمهوره ومحبينه وعشاقه في كل مكان في العالم العربي. اعظم نادي في الكون، اعظم نادي في الكون، ده يعني مصدر سعاده، النادي الاهلي مصدر سعاده لاي بني ادم في الدنيا. يعني انا اتخلقت
يعني الاهلي بيكسب. انا الاهلي النادي الاهلي عودني ان الكره مكسب بس. يعني اوحش حاجه في النادي الاهلي اللي علمنا ما علمناش الكره مكسب وخساره. لا علمنا ان الكره مكسب بس. بغض النظر انا اتولدت اهلاوي يعني والكلام ده، بس انا بحب النادي الاهلي والانتماء للنادي الاهلي عامه. انا بحب النادي الاهلي طبيعي جدا. فخر بقى ان انا اتولدت لقيت جدي الله يرحمه بيشجع النادي الاهلي، فحبيت النادي كده من قلبي بقى. الاهلي نادي كبير وبطل افريقيا وبيمثل لنا كيان، وانا اتولدت لقيت ابويا وجدي وكلهم اهلاويه ومتعصبين. ده كيان من ايام صالح سليم الله يرحمه المايسترو. طبعا الاهلي يعني النادي نادي عظيم جدا. انا يعني في حاجات كده الواحد ما يقدرش يعبر عنها مهما كانت الاسئله ومهما كانت اللي يعني الاهلي كله كيان. الاهلي كيان حب، الواحد بيحب النادي عشان بيحب الاهلي. في حاجات كده ما ينفعش اقول انا بحب ابويا وامي ليه، فانا بحب الاهلي ليه. الاهلي نادي عظيم جدا وقيم ومبادئ. مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. لسه فقرات برنامج الاهلي من الليله النهارده ما خلصتش. طبعا بشكر في البدايه زميلي استاذ محمد الجندي على اللقاء الحواري الاول مع الكابتن عبد المنعم شطه، اكيد نجم النادي الاهلي السابق، وكان حوار اكيد مهم ومميز جدا. لكن في هذه اللحظات معايا نجم من نجوم منتخب مصر واحد النجوم اللي كان ليهم مسيره احترافيه يمكن كانت قصيره شويه لبعض الظروف، لكن كان نجم مؤثر جدا في جمهور الكره المصريه بشكل عام، وهو الكابتن محمد اليماني. كابتن يماني مساء الفل عليك. مساء الفل امير، ومساء الفل على كل مشاهدين قناه الاهلي. منور وجودك طبعا امير. كله تمام؟ زي الفل يا حبيبي. والله فينك دلوقتي؟ حاليا في وادي دجله. والله ده السابع سنه ليا في وادي دجله في قطاع الناشئين والحمد لله. يعني الامور ماشيه كويس. كويس. طب بس طبعا انا عندي طموح، يعني لسه نفسي اجرب اطلع اضرب في ممتاز واضرب في منتخب مصر وبسعى لها. يعني ان شاء الله باذن الله دايما تكون موفق. ربنا يخليك. طبعا في البدايه يعني انت كنت احد نجوم منتخب مصر الشباب، جيل كلنا ما نقدرش ننساه، يعني 2001 وبرونزيه الارجنتين وكواليس البطوله دي كلها ما حدش يقدر ينساها من اللي تابعوها اكيد واللي عاصروا المنتخب ده في الفتره دي. انا عن نفسي كنت بصحى الفجر عشان الماتشات كانت في الارجنتين في الوقت ده، فكان كنا لازم نقعد نستنى ماتشات منتخب مصر، وكان بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا المنتخب يوصل قبل النهائي. يعني البطوله دي يعني تعبت ناس كتير قوي، يعني انت تعبت اكيد يعني بصحى الفجر. لا بس بطوله كانت مؤثره جدا في 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 المصريين كلهم يعني، يعني عرفت الناس بالشباب اللي طالع ومستقبل مصر اللي كان طالع. حتى بعد البطوله دي ظهر كذا جيل بعدينا، واخدنا ثلاث مرات كاس افريقيا بالظبط، مجموعه من الجيل بتاعي ومجموعه من الجيل اللي بعدنا. فا عايز اقول لك البطوله دي كانت بطوله يعني هي الحاجه اللي هو واحد عملها يعني، او اللي بيتحكي عنها الواحد في كل حاجه في اي مكان بيقعد طبعًا. فيه محمد اليماني يبقى كاس عالم بالزبط. هداف كاس العالم، ثاني احسن لعيب في العالم بعد سافيولا، كان رايح اليوفنتوس. فزي ما بيقولوا كده تاريخ الواحد يعني طبعا صح. دي كواليس كلنا اكيد هنتكلم فيها دلوقتي وكل جمهور الكره المصريه عارفها، لكن البدايات كان في الاسماعيلي. اسماعيلي لا ناشئين خالص في البدايه خالص. ناشئين كان عندي 5 سنين كنت بلعب، رحت القناه عند القناه. بعد كده لما وصلت سن 10 سنين او حاجه زي كده المدرب مشاني من القناه. كابتن غريب عبد الفتاح الله يرحمه مشاك من القناه. انا فاكر اخدت قلم على وشي. لا والله والله العظيم. قال لي انت ما عندكش فكره مش عارف حاجه زي كده. بس فرحت الاسماعيلي، فبقيت كل ماتش او كده اخد الدوري الاسماعيلي، اخد الدوري واجيب جون او جونين. وهو كان ماسك ساعتها برضه. بس يعني بس انا الله يرحمه يعني خلاص توفى. من الاسماعيلي احترفت في بلجيكا في ستاندرد ليج. الاسماعيلي رحت الاسماعيلي كان عندي لسه 17 سنه وشويه. كنت رحت معاهم ماتش الالومنيوم انا ومحمد محسن ابو جريشه، صعدت مع الفريق الاول. بعد كده رجعت الماتش ده سافرت احترفت في ستاندرد ليج. رحت اول حاجه باريس سان جيرمان، عملت تيست هناك والناس كانت مبسوطه مني وبتاع، بس الايجنت ما كانش ياخد فلوس كويسه ففضل باظت. مش باظت ولا حاجه، هو فضل يوديني ستاندر ليج اللي هو كان اصلا كان بيلعب فيه وكان مدربه قبل كده. بس فربنا كرمني هناك والناس كانت مبسوطه بيا جدا، ومضيت عقد هناك 5 سنين 4 سنين ونص. الكواليس جت ازاي بقى؟ كواليس الاحتراف يعني. يعني انا كنت سامع قصه كده ان انت كنت يعني اسماعيلي كان رافض تماما ان انت تمشي او ان انت تحترف، جت موضوع ان انت قلت هروح اعمل عمره. ما رحتش عملت عمره، رحت طالع عليها دي لك عليها. رحت طالع على بلجيكا فوق ومسؤول اسماعيلي انت بس هنا. الاسرار دي مين اللي لك عليها؟ عرفتها يعني تمام. ده اللي حصل فعلا يعني انا فعلا
كان الكابتن علي ابو جريشه. هو النسبه عمر بنوبي هو اللي عليها. انا كنت لسه هقول لك بس مش هجيب اسمه عشان كان كابتن علي ابو جريشه ساعتها مدير قطاع الناشئين عندنا في النادي الاسماعيلي. فانا جبت عمي وكده رحت له عشان كان باسبوري مع المنتخب ما كانش قريب. تمام. ما ينفعش اخد الباسبور لما كابتن يبقى فيه اذن حتى من بالظبط. يعني كان احترام يعني وكده عشان النادي اذن من النادي. فبس فجبت عمي ورحت لكابتن علي وقلت له انا كابتن علي عايز اروح اعمل عمره وكده. بس انت كنت قلت لهم في البدايه ان انت جاي لك عقد هناك في بلجيكا. لا ما قلتش لحد ولا اي حد يعرف اي حاجه. كان طالع خالص الموضوع في السيكرت خالص. واخد عمي معايا وطالع عمره بقى وخلاص ولازم اعمل عمره واتفقنا. ما كانش في عقد ما بينك وبين الاسماعيلي خالص ولا ما كان لازم يمدونا عقود. بس انا ما كنتش عايز امضي. كنت لسه 18 سنه كان لسه عندي 18 سنه وشويه. بس واخدت الباسبور وسافرت وكده. بس يعني الله اعلم كابتن علي بيقولش يعني الله اعلم يعني هو كابتن علي ما ينفعش يضحك عليه يعني طبعا كابتن علي خبره كبيره ف ووثق فينا بس تقريبا برضو كان حاسس بحاجه يعني والله اعلم يعني لان هو كان يعرف عمي وصاحب عمي وبابايا يعني فكان واثق فينا يعني فاهم فبس الله اعلم يعني انت فاهم دماغه برضو ما شاء الله يعني فبس فالمهم سافرت وربنا كرمني واحترفت. كنت مسافر كفتره معايشه في البدايه ولا كان على طول على العقد هناك؟ لا مفيش عقد ولا حاجه. كنت رايح اعمل تيست عادي وبتاع رحت عادي قعدت فتره كبيره في لياج هناك يعني انا قعدت عملت تيست مثلا بتاع حوالي شهر وشويه بس كنت بلعب كنت كويس قوي كنت مستني بس اعمل عقد كويس يعني لعبت اهداف كتير قوي في بلعب مع حاجه اسمها الريزيرف نفس الدوري بتاع الفريق الاول بالزبط. بس اللي هو ال 20 سنه كنت عملت اسم وانا في الصغيرين دول وكانت مثلا الانترفيو اتعمل معايا جرايد تلفزيون بتاع الموضوع كان كويس قوي بالنسبه لي كنت مشهور قبل ما العب مع الفريق الاول بالظبط فالموضوع كنت حابه جدا يعني واول اتنين جبتهم بعد ما سافرت كان ميدو كان عن طريق الايجنت بتاعي واحمد الجمل تمام فاحمد الجمل جه هناك ما وفقش في الـ في الـ في, الـ في الاحتراف فرجع لما رجع مضوب عقد على طول لما رجع الاسماعيلي مضوع عاد على طول يعني كان عاد قليل جدا بس ربنا كرمه دلوقتي ما شاء الله احنا شغال في الاستثمار ده ما شاء الله تمام لكن رحت بقى ومضيت عقد مع ساندر لياج ولعبت معاهم كام موسم؟ لعبت معاهم اربع مواسم ونص ده قبل بطوله 2001 صح؟ انا ماضي هناك قبل بطوله 2001 قبل كاس العالم انا ماضي هناك من 99 تمام يعني قعدت سنتين هناك قبل بطولة قبل البطولة بالظبط بس قعدت معاهم سنتين لغاية البطولة وبعد كده مشيت ولا كان ولا لا ما مشيتش بعد الحادثة رجعت كملت في ستاندر ليج والناس في آخر عقدي قعدوا معايا يمضوني كمان سنتين بس أنا سبحان الله يعني في تفكيري كان قفل بقى خلاص من الغربة وكنت مش عارف إيه بالظبط اللي حصل لي فنزلت مصر وقلت بقى أنزل أكمل دراسة وممكن أرجع تاني وبتاع كان يعني أسوأ قرار أخدته إن أنا أنزل وأسيب بلجيكا حتى ما عملتش جواز سفر ولا عملت إقامة سبت كل حاجة ورا ظهري ونزلت يعني ندمان على الخطوة دي بص هو ربنا ما بيعملش حاجة يعني دي كلها تقدير ربنا يعني كلها طبعًا. خير يعني بس طبعا أنا من كيماني ندمان بس كتفكير يعني كتفكير إنما الحمد لله على كل شيء يعني ممكن الله أعلم بعد عني حاجات كتير يعني بالزبط. أنا جت عليا فترة التزمت وقربت من ربنا قوي يعني وبتاع بس يعني فالواحد بقى هنا برضو هنا بتسمع عدان بتسمع كلمه كويسه من ده كلمه كده انما هناك لا الدنيا صالحه خالص يعني سهر بقى وبتاع والدنيا مش تمام يعني تمام طب خلينا نتكلم عن كواليس كاس العالم شويه 2001 لان الناس اكيد حابه الذكريات دي قبل البطوله انتوا كنتوا عارفين او كنتوا متوقعين ان انتوا ممكن تعملوا النتائج الكبيره دي ما حصلتش في مصر قبل كده ان احنا ناخد برونزيه على الاقل في كاس العالم يعني لا اكذب عليك لو قلت لك ان انا كنت متوقع حاجه زي كده احنا كنا جيل محترم جدا احنا لعبنا مع بعض كاس افريقيا في اثيوبيا واخدنا ثالث هناك وانا جبت حرست ثلاث اهداف كنت هداف الفريق برضو احنا كنا جيل محترم وبنحب بعض قوي دي احلى حاجه فينا احنا بنحب بعض قوي كلنا يعني سواء انا او جمال حمزه او حسام غالي او وائل شيتوس او محمد محسن ابو جريشه او محمد عبد الواحد او محمد صبحي محمد شوقي والعتراوي ومحمود محمود وحسين امين وابو المجد مصطفى واحمد ابو مسلم ناس كتير وعادل مصطفى ناس كتير برضو جيل جامد قوي بصراحه جيل كان كويس قوي فربنا كرمنا وصلنا كاس العالم اول ماتش في كاس العالم احنا متعادلين 0-0 مع جامايكا انا مضيع حوالي مثلا 20 انفراد الكوره بتقع من ايدي جون بضيعها حاجات غريبه حصلت بعد كده ماتش الارجنتين اول خمس دقائق جبت جول 1-0 بعد كده شلنا 3-1 يعني سوري 10 دقائق 3-1 ليهم سافيولا كنت انا بقول صبحي انت هداف كاس العالم محمد صبحي بس الضحك يعني فشلنا 7 في الماتش ده فسبحان الله شوف تفكير كابتن شوقي يعني تفكيره يعني تفكير هايل يعني خرجنا من في اليوم ده خرجنا بالليل رحنا اتعشينا بره في مطعم واتكلم معانا كويس وطلعنا من المود بتاع الماتش خالص تعامل نفسيا صح وكمان ساعتها ما كانش في ميديا ولا انترنت ولا اي حد فاهم يدوش لك دماغك ولا يقول لك مثلا اي خبر يضايقك
فكنا خلاص بقى وبعيد عن الجمهور المصري طبعا هناك في وسط الارجنتين ما حدش فاهم حاجه. بس في ربنا كرمنا بالجو اللي كنا فيه ده او الجو اللي طلعنا منه ده. لعبنا ماتش فنلندا ربنا كرمنا وكسبنا 1-0 2-1 كان جمال حمزه ووائل شيتوس ورياض الجون الشهير اللي مشى من ورا بالظبط جنب الجون جمال حمزه عملها له برده كسبنا 2-1 وصعدنا بعد كده لعبنا امريكا انا جبت جون وجمال حمزه اول شيء جاب ضربه جزاء جون وبعد كده ماتش هولندا انا جبت الجون وحسين امين جون بعد كده ماتش غانا خسرنا منهم بعد كده لعبنا ثلاث ورابع كسبنا باراغواي جبت انا الهدف بس يعني جايب كم جون في كاس العالم كنت 4 اهداف ايه اغلى هدف ليك من الاربعه بتاع هولندا حبه قوي بس انا يعني حبه بس اغلى هدف الهدف بتاع باراغواي اللي هو خدنا بيه 3 ورابع كان لويس فان جال اللي بيدرب هولندا بيدرب هولندا وكان كان مين بيلعب هناك يا ربي ده جيل وصل يعتبر كمل وصل نهائي كاس عالم 2010 روبن وشنايدر روبن كان بيلعب هناك كان قاعد احتياطي كمان روبن نجم بايرن ميونخ طبعا دلوقتي يعني ما شاء الله طبعا هو حاجه تشوف روبن فين وانا قاعد فين فريق شاسع هي في الاخر طبعا بتبقى نصيب لكن الهدف الاغلى بالنسبه لك كان الهدف اللي جبته في هولندا لا ده الهدف اللي انا حابه بس اللي حابه فنيا يعني كشكل انما الاغلى بتاع باراجواي اللي خدت فيه ثلاث عالم طبعا هي يعني الانجاز الدولي الوحيد لمصر يعني طبعا على مستوى المنتخبات واكيد شيء كان مميز جدا. طيب بعد ما تألقت في كاس العالم سمعنا عروض كثيره جدا لمحمد اليماني وطبعا مصر هنا كل جماهير الكره المصريه كانوا طايرين ان احنا عندنا في التوقيت ده ما كانش لسه بقى لاميدو ظهر كلاعب كبير في الاحتراف او طبعا محمد صلاح لسه مؤخرا كانت حاجه جديده بالنسبه لنا كمصريين يبقى عندنا نجم متالق كده وتتهافت عليه الانديه الكبيره في اوروبا وكان ابرز العروض دي اعتقد يوفنتوس صح يوفنتوس فتره الكواليس بقى احكي لي بقى جالك كم عرض من الانديه بص بدايه بس انا عايز اقول لك ميدو كان ساعتها في الفتره دي كان معروف كان كويس يعني ميدو كان بيلعب في لاجانتواز كان بيجيب اهداف كتير وكان ساعتها كان في جنت كان في لاجانتواز هو جنت او لاجانتواز انا عشان بالفرنسيه اقول لك لاجانتواز هو الفلامش او الانجليش يقول لك جنت او جنت فهو لعب هناك كان بيلعب كتير بس ما كانش خد لسه لا ما كانش طبعا لا لا ما كانش خد صيت بس هو كان بيلعب ساعتها كان في ساعتها دولي لسه كان ساعتها راح مع منتخب مصر الاول الفتره دي انا رحت مع المنتخب الشباب وراح منتخب مصر الاول يعني هو مش كان عشان هو قليل ولا حاجه لا كان ميدو عالي برضه طبعا ميدو كان في بدايته ولا كان في توفيق طبعا يعني كان ربنا موفقني بطريقه جميله جدا لان احنا كنا ملتزمين جدا اللعيبه كلها في المعسكرات مع كبشاوي عملنا معسكرين قبلها قبل البطوله دي لعبنا دوره في شيلي واخدناها ودوره في سلوفاكيا او كام ماتش كده ودي وبعد كده لعبنا البطوله دي ف بص قبل اي حاجه حب بدام بتحب بعض وانتوا شغالين بالظبط هتطلعوا نتيجه كويسه بس الحب عارف بتحبك انا بتمنى لك الخير بالظبط فهنكسب صح انما لو انا مثلا بحقد عليك لا جه بعد كده في بعد ماتش هولندا قعد معايا واحد اسمه موريتسيو انا كنت شايفه غريب كان ده نسيب رئيس نادي اليوفنتوس ساعتها وقعد يكلمنا وبتاع واتفق على العقود وكل يعني اتفق على الكلام مضيت فعلا ساعتها ولا اي حاجه لا ما مضيتش كنت لسه همضي في كان الكلام هيبقى مع ساندر ليجي وكده لان كنت ساعتها في ساندر ليجي كان ليا ايجنت وبتاع كان كله كلام بس كده شفهي فالموضوع كله اتنقل للصحافه المصريه والناس في مصر هنا طبعا الناس كانت بتحسب لي يقعدوا يحسبوا لي اخد كام وانا ولا اي حاجه اخدها لسه ولا اي لسه ما بس فنزلت ربنا كرمني بالحادثه يعني وبس خلاص فانا قاعد مع الناس دلوقتي بحسب معاهم ولا الناس ثانيه كان في عروض ثانيه بخلاف يوفنتوس كان بايرن ميونخ برضه بايرن ميونخ اللي بعديها بس سمعت الكلام ده هناك وانا في بلجيكا بس يعني يلا هو كل واحد بياخد نصيبه اكيد يعني في الكوره لكن انت اكيد اثرت في المصريين بشكل كبير جدا وحققت نتائج وابرز نتيجه طبعا برونزيه كاس العالم واهداف كانت رهيبه ورائعه ما حدش اللي بصيتي كمان يعني الناس بتفتكرني بالخير يعني فاهم في لعيبه الناس بتفتكر لك لا ده كان لعيب مقرف كان لعيب مثلا بيعمل حاجات مش كويسه انما الحمد لله فاهم لا اليماني كان لعيب كويس بالظبط دي حقيقه بس يعني. طيب نتمنى لك حتى التوفيق ان شاء الله في مسيرتك التدريبيه وتبقى مدرب كبير جدا طيب بما انك يعني خدت مسيره احترافيه في اوروبا فطبيعي احنا نتكلم معاك عن بعض اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الاوروبيه المختلفه وطبعا لازم نبتدي بمحمد صلاح ما شاء الله عليه الراجل متالق النهارده بالمناسبه كان عنده مباراه مهمه جدا وقدر ان هو يحرز هدف في فولهام الهدف السادس النهارده نعم الهدف السادس بتاعه الهدف السادس ليه في الدوري والهدف الاول النهارده في المباراه انتهت 2-0 هدف ليه وهدف لشاكيري وادى مباراه بشكل عام مباراه جيده رايك ايه في محمد صلاح في مسيرته الاحترافيه بشكل عام لا محمد صلاح النموذج يقتضى بيه يعني محمد صلاح شاف صعوبات كتير قوي لما راح تشيلسي قبل كده وما لعبش وبعد كده راح روما ولعب هناك واثبت للناس كلها ان هو لعيب جدير باللعب في الدوري الانجليزي من البدايه كانت ببازل كمان كان بازل بازل انا بتكلم الصعوبات اللي شافها لان بازل ما لقاش صعوبات هناك لعب هناك كويس قوي بعد كده هناك وكان نجم الفريق انا بتكلم على الصعوبات فاهم قصدي ورجع تاني الدوري الانجليزي ظهر بمستوى عالي جدا تحدي بالنسبه لي تحدي ده بص السنه اللي فاتت في قلب الدنيا في ليفربول مفيش حد بيحبوش هناك ما شاء الله يعني ربنا يكرمه
والناس متوقعه منه السنه دي زي السنه اللي فاتت يعني. لعيب الكوره مش كده يا جماعه. لعيب الكوره محتاج بس وقت وصبر وبتاع. محمد صلاح يعني الناس متوقعه منه السنه دي يجي لهم 50 جون في الاول. مش طبيعي طبعا. هو دلوقتي هداف الدوري كان عنده كام جون؟ سبع اهداف. النهارده اجويرو جاب جون من شويه في مانشستر يونايتد عنده 8 اهداف. تمام. ومحمد صلاح فرق جونين مش قصه يعني. ممكن يجيبوا في ماتش واحد بالظبط. بس فاحنا نصبر شويه. ومحمد صلاح ما شاء الله يعني مستواه هادي وعالي. هو بيحب دايما يلعب مع شاكير عشان كده دايما بيزوده بالكوره بالظبط. هي دي كده بالظبط. فاحنا المفروض نصبر احنا كناس بنفهم كوره. لا ما اقدرش احكم على محمد صلاح كده على طول. لا اسيب براحته وهو هيمتعني وهيعمل برضو ارقام قياسيه ثانيه. انا يعني انا بتوسم فيه الخير دايما. بتوسم فيه اللي يعمل لنا حاجه تبسطنا دايما. يعني هو بسطنا ووصلنا كاس عالم. يا رب كمان يوصلنا كاس عالم الجاي ان شاء الله. بس فدي قصه كلها. اللي منجح محمد صلاح ما شاء الله لحد دلوقتي ونتمنى له طبعا الاستمراريه, هل عقليته ولا موهبته من وجهه نظرك؟ اول حاجه قبل اي حاجه توفيق ربنا. تمام. دي يعني حاجه في لعيبه كانت اعلى كتير من محمد صلاح. طبعا طبعا فهمك. طبعا مهاريا مهاريا وكل حاجه. بس توفيق ربنا لما ربنا بيرضى عن حد خلاص بالظبط. يعني هي كده ماشي. بس هو يعني هو بقول لك هو مثل اقتضى بيه محمد ان شاء الله ملتزم. العقليه بتاعته اكيد بتخليه ان هو يدير اموره بشكل كويس, ينظم حياته بشكل مناسب تساعده. واكيد والوكيل اللي معاه كمان مشغله كويس يعني. الوكيل ده لو مثلا مش كويس كان زمان محمد دلوقتي دماغه هنا ودماغه هنا. لا هو في راجل شغال معاه كويس تاكيد. وكيل تقريبا مش عارف الباني كولومبي. رامي عباس. فانا بقول لك هو شغال معاه كويس. لو ده مش بيخطط. الناس ممكن تستغرب الاسم بس يا جماعه هو اصله لبناني. هو رامي عباس اصله لبناني بس هو معاه الجنسيه الكولومبيه. وانا اسمع اللي ما بحبش يدخل حد في شغله خالص معاه ولا دخل اي ايجنت. افتقدت انت الجزئيه دي وانت محترف في الساندرز؟ لا انا كان معايا رجاه روتي كان هايل. كان الايجنت بتاعي لغايه دلوقتي بتعامل معاه وبتكلم معاه والله. هو بيعمل بيزنس في مصر هنا. حتى لما بيجي هنا بيكلمني على طول. يعني شخصيه لا هايله عنده يعني حاجه محترمه. نفس القصه بتاعت بالظبط. فانا بقول لك انت لو في حد بيخطط لك صح هتشتغل صح. ومحمد بقول لك يعني محمد صبر ويعني لو انا في مكان محمد رحت تشيلسي وما لعبتش وبتاع لا هزهق وهروح اي مكان تاني. لا هو ممكن لو جالي عرض في مصر ارجع بالظبط. والله طبيعي. ده التفكير بتاعنا. بس هو ما شاء الله تفكيره بقى عالي قوي. تفكير اوروبي. هو دلوقتي وصل لمستوى مثلا دخل في مقارنه مع رونالدو مع ميسي. ما هو الراجل ثالث احسن لاعب في العالم. طيب بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في حاجه توب دلوقتي. ما ينفعش ينزل من دي. مرشح للبالون دور كمان محمد. لو نزل من دي ما ينفعش خلاص كده. انت وصلت لحاجه يا محمد الناس كلها عايزاك تعلى اكتر منها. بالظبط. لو نزلت خلاص كده انت ايه؟ طيب مطالبه الناس دايما بتالق محمد صلاح ده ممكن يكون بيسبب عليه ضغوط مثلا؟ طبعا بيبقى عامل طبعا الضغوط طبعا. بص اي لعيب كوره كده. انا بقول لك محمد صلاح يعني السنه اللي فاتت ظهر بمستوى غير طبيعي وعمل ارقام قياسيه. الناس منتظره منه كده السنه دي برضو. عشان كده في البدايه لما احرزت اهداف وكده كله قلقان وقال لك في ناس في الجمهور قال لك بيعوا صلاح. كلام كله مش صح يا جماعه. لازم نصبر عليه بالكوره. الناس مالهاش في الكوره يعتبر يعني. بالظبط. انت لو واحد بتفهم كوره لا خد راحتك في الملعب. انا ما انت معاك شيء. وده اللي عامله كلوب اعتقد يعني مدير فني ليفربول معاه. الراجل مديله راحته بالظبط بيسانده بشكل كبير جدا. بالزبط. حتى ما بيتكلمش معاه كتير. ودي كانت احد تصريحات يورجن كلوب بالمناسبه. قال لك انا ما بتكلمش مع محمد صلاح مش محتاج ان انا اقعد اديله توجيهات كتير بخصوص مستواه وكده. هو مطمن من ناحيته يعني. ما احنا كلاعيبه كده لما المدرب يحبني او انا احب المدرب خلاص بنشارك اتجاه واحد. زي احنا المنتخب بتاعنا كنا كلنا بنحب كابتن شوقي غريب. هو كان بيحبنا كلنا. شغالين في اتجاه واحد عايزين نرضيه بس. وده اللي ادى لنتيجه رائعه في كاس العالم. بس كسبنا جبنا ثلاث عالم. فبالظبط نفس القصه محمد صلاح ويورجن. فثنائي كويس جدا يعني في الدوري الانجليزي. بقول لك بالمناسبه 7-1 بتاعت الارجنتين دي كان ايه اللي حصل في الماتش؟ هداف الهداف محمد صبحي. هداف المنتخب محمد صبحي ما كانش موفق في الماتش ده. بقول لك كان غريب يعني. الكوره تخبط فيه داخله كده مش عارف ايه. لا بس بص هو حارس مميز بصراحه. انا بحبه. بس محمد اخويا ومن الحراس الجميله يعني. محمد في ماتشات يبقى عالي قوي ويصد حاجات بالزبط. غريبه. وفي ماتشات ممكن يعني واحده كده من جنب وش تخش عادي يعني. بس كابتن شوقي غريب يوميها قعد معايا بعد الماتش وصمم انه يلعب الماتش اللي بعديه كمان. كابتن شوقي ما كانش عامل دي محمد صبحي. محمد صبحي كان بطل كوره. انت متخيل دخل فيه 7 بكيه طلعك بره؟ لا اداله تاني وصبر عليه. وتحسب لكابتن شوقي غريب دي على فكره طبعا يعني. ومحمد صبحي لغايه دلوقتي بسبب الكلام ده كله هو في الملعب لغايه دلوقتي مع داخليه ما شاء الله. هو مجتهد بقول لك يعني. هو مجتهد. هو حارس مميز بصراحه يعني. طيب اتكلمنا عن محمد صلاح متوقع له يجيب ارقام كبيره السنه دي من حيث الاهداف. مش عايز اتكلم عشان ما نحسدوش بس ربنا يكرمه ما شاء الله. لا ما شاء الله عليه ما شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله. توقع يعني توقع لادائه والنتائج بتاعته خلال الموسم ده بالذات من وجهه نظرك. هو بقى لعيب هادي. هو بقى هادي دلوقتي عن الاول ولعبه بقى
بيلعب يعني فاهم بيعمل اسيست كتير وحتى اكتر من العجون يعني تمام. فدي بتحسب له. فانا انا متوقع مش حاسس بها اهداف بس هيعمل مباريات كتير مؤثر يعني هيبقى مؤثر كتير بالظبط. اه بالظبط. طيب في لعيب اخر وهو مميز جدا بس ممكن ما يكونش واخد حقه اعلاميا هو محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الاهلي السابق ولاعب قاسم باشا التركي الحالي ويمكن اعلاميا ما فيش سبوت عليه بشكل كبير جدا لكن الراجل النهارده احرز هدف في بورصه سبور في بورصه سبورت هدف من فاول تحفه جاب جون جميل جدا النهارده مراكز 2-1 هو عمل الهدف وعمل اسيست كمان. محمود تريزيجيه من اللعيبه المميزه على فكره لان محمود تريزيجيه عنده سرعه والكره الحديثه دلوقتي عايزه سرعه وقوه هو سريع وقوي وحريف ان شاء الله وبيلعب في دوري على فكره دوري مش ضعيف سهل لا دوري قوي جدا فيه كميه اجانب كتير جدا بالزبط. في الدوري بتاعه وهو من الفرقه هو بيلعب في فرقه قاسم باشا بس بالنسبه لبشكتاش وفنار بخشة اقل منهم طبعا بس هو محمود تريزيجيه من ضمن احسن لعيبه في الدوري التركي بقاله اربع جولات دلوقتي اعتقد بيخش في دي محسوبه له وهو جايب خمس اهداف في خمس اهداف عامل اربع اسيست لغايه دلوقتي فتحسب له بس انا اتوقع ان محمود تريزيجيه الفتره الجايه او مثلا بعد السيزون ده ان هيلعب في دوري من الدوريات الكبيره لو اي مثلا الانديه حط عينيها عليه مثلا الدوري الاسباني او الدوري الالماني او الدوري الدوريات المعروفه الانجليزي هيلعب في دوري من دول. طب الموسم اللي فات تريزيجيه كان عامل موسم رائع ايضا مع قاسم باشا والناس كانت متوقعه ان هو يروح احد الدوريات الكبرى اللي حضرتك قلت اساميها دلوقتي يعني الاسباب اللي ممكن خليته ما يروحش او ينتقل او ياخد الخطوه دي هل ممكن يكون مرتبط بالايجنت برده بتاعه مش بالقوه المطلوبه؟ انا كتفكيري بعد كاس العالم يعني انا كان مستني كاس العالم يعني. ممكن تفكير كاس العالم وما عملش حاجه في كاس العالم البطوله بالظبط كاس العالم بتاعنا بجد ما بتراقش عليهم اي حد يبقى في الموقف ده مصري او بيلعب لعيب وكان مضى في سلافيا براج وتراجع انا بقول لك قصه ايه يعني قصه الكاس العالم هو اسرع لعيبه كلها بس يمكن محمد صلاح خلاص اوريدي اصلا في ليفربول وعامل اسم مش محتاج ولعب هناك كان في بطوله يمكن اكتر واحد كان مميز محمد صلاح احرز هدفين وكان كويس وكان متاثر جاب جونين في روسيا في ضربه جزاء وهدف صحيح احرز هدفين وكان كويس هناك يعني حتى بس يعني بس احنا كمستوانا كتيم وحش بس يعني فدي قصه ممكن تكون اثرت على محمود تريزيجيه في الانتقال لنادي كبير تمام لكن مش متعلقه بالايجنت يعني دايما هنا بيقولوا الايجنت بتاعه مش بالقوه المطلوبه او مش بيشتغل بالشكل اللي يخلي تريزيجيه ياخد خطوه كبيره بس بعيدا عن الايجنت ما هو الايجنت ده بيتحرك بناء على ايه؟ على مستواك على مستواك انت مستواك عالي جدا وعامل لك في كذا ما هو النادي بيتكلم الايجنت ده بس بيبقى يعني قبل كاس العالم كان ممكن تريزيجيه ياخد خطوه افضل من وجهه نظرك ما هو في مكان حاجه الايجنت ده شغلته قوي امتى لو انت مثلا لعيب لسه ما كملش 18 سنه او انت لعيب صغير مش عامل اسم هيوديك نادي عشان تعمل تيست يبقى انت ايه انت هتروح تكلم النادي عشان انما انت كمحمود تريزيجيه النادي شايفك وعارف انت مين يعني انت جاي تمضي عقد ده بس بيبقى كده وسيط في النص هو ده واحد بيدير اعمالي واحد اتفضل اعمل كذا كذا بس او هو مثلا العقد كويس بالنادي ده يا جماعه عندي محمود تريزيجيه ده نجم كبير ماشي فاهم قصدي دي 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 شغله الايجنت تمام بس شايف انه مش واخد حقه اعلاميا فعلا تريزيجيه بص عشان ما هو هياخد حقه يعني اعلاميا ازاي مش فاهم هو الدوري بتاعه يعني مش مثلا احنا هنا في مصر كلنا بنتابع محمد صلاح محمد هو صلاح الدوري بتاعه متذاع مش متذاع طيب ما دي مشكله بس مشكلة. على فكره بعض المباريات بتاعته بتتذاع على نفس القناه اللي بتذيع مباريات بس مين مركز بقى اكتر يعني بيركزوا على مين اكتر الدوري الانجليزي بس بالظبط لان انما كطبيعي انا اتفرجت على سوري اتفرجت على محمود تريزيجيه لعيب هايل ما شاء الله وانا بقول لك انا متوقع له انه هيلعب في الدوري الاسباني او الانجليزي او الدوري الالماني الدوريات الثقيله دي طيب انا متوقع كويسه جدا بالنسبه له اكيد اتمنى له خصوصا ان هو متالق قوي بصراحه ما انا بكلمك في حاجه دلوقتي يا امير لعيب الكوره ايه اساسا الكوره الحديثه عموما ايه سيبك من زمان اللي هي مثلا تلعب 5 متر في 5 متر وانت على الواقف وبتاع وتعمل لعبتين وهاو لا دلوقتي بدنين وسرعه بس انت عايز واحد دلوقتي الفتنس بتاعه عالي جدا ما شاء الله وقوي وهداف عايز تاني وما شاء الله مهاري كمان خلص كده هو دي كوره حديثه ما شاء الله تريزيجيه نتمنى له دايما لكن متوقع له ان هو الفتره الجايه يعني بعد نهايه لو فضل لو ثبت على نفس المستوى ده وحافظ على نفسه طبعا هيوصل لحاجه كويسه عاليه جدا يعني تمام في لاعب اخر وهو رمضان صبحي واللي لحق نفسه قبل كاس العالم راح مضى في هدرسفيلد الانجليزي كان طبعا مع ستوك سيتي ونزلوا درجه ثانيه فجاله عرض هدرسفيلد الايجنت بتاعه نصحه ان هو يمضي قبل كاس العالم لحق نفسه قبل كاس العالم كان ممكن ما يجيلوش العرض ده بص من البدايه اصلا انا مش ما كنتش موافق على تجربه احتراف رمضان صبحي في الدوري الانجليزي مره واحده اصلا كان لازم ياخدها ستيب باي ستيب لان رمضان كان طالع عنده كام سنه كان صغير كان عنده 18 سنه 19 سنه طيب انت بتاخدها محمد صلاح طلع على ايه الاول على بازل على بازل ميدو طلع على ايه على جنت جنت كله طلع كده صغير ما حدش طلع على حاجه مره واحده كده او اللي بيطلع مره واحده بيرجع على طول ما بيكملش بس خليني اقول لك برده ان هو راح ستوك سيتي يعني مش فرقه كبيره ماليش دعوه بس الدوري هو اللي قوي دوري انجليزي ما هتعمل فيه ايه ما انت عايز دوري تظهر فيه وتاخد خبرات طب هتاخد خبرات ازاي في دوري اصلا قوي جدا محتاج ان انت تبقى اقوى منهم اساسا وما خدش دقايق لعب وما خدش جبت جون واحد عايز تاني طب عايز ايه تاني وكمان بنحس
انا الاول كنت بفرج بحس انك سريع شويه لما هناك بحس انك بطيء وانت في وسطهم لان كلهم سرعه واقوياء وبتاع وانت صغير. فانا بقول لك الطلعه دي من الاول كانت غلط، كان لازم يطلع ستيب باي ستيب. روح العب بالدوري الهولندي، العب دوري، تعالى بلجيكي، العب دوري يوناني، بعد كده روح كده كده هتعلى قوي. لما انت قطمت نفسك مره واحده ممكن بقى بصيت للماده، الله اعلم بصيت لايه بالظبط ما اعرفش، بس بس هو رمضان كان صبحي قبل كده كان هايل. في الوقت حاليا لا، حاليا الاهلي ايه كان مع الاهلي حاجه جامده هايل حاليا لا يعني حاليا ما بيشاركش لانه للاسف الفتره الاخيره كان عنده اصابه قبلها. طيب هتشوف كويس امتى؟ ما كانش فيه وقت كويس امتى؟ المفروض اصلا كان ده سنه يلعب فيه، ده سنه اللي سن اللي انت تلعب فيه صح تظهر. احنا كلنا ظهرنا في سن صغير ده وبعلينا بقى قوي، ما ده سن اللي تعلى فيه قوي صح. بس بعد كده بقى تلعب على الخبرات بقى، تلعب بقى سنك طبيعي بقى تفضل بقى تكبر تكبر. حتى خطوه هدرسفيلد دي من وجهه نظرك ما كانتش مناسبه؟ ما انا بقول لك الطبيعي من الاول ياخدها ايه هو كده يعني دي كان يخرج بره انجلترا من الاول خالص. طب حتى بعد ما راح انجلترا يخرج بره ولا ما انا ما اعرفش القصه ايه دلوقتي بصراحه يعني. بس انا بقول لك بالنسبه له الموضوع مش هيبقى سهل يعني. هو دلوقتي بيلعب ما بيلعبش برضه؟ لا ما بيلعبش، كان مصاب يعني. وحتى لما خف اخر ماتش ما كانش في في السكور شيت. انا 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 مش انا مش على فكره مش بنتقده، انا انا انا, أنا, أنا بحبه كلاعب. رمضان صبحي لعيب كره كان هايل في البدايات جداً. بس انا كنت بتكلم كان راح حاجه قليله شويه. بس حتى لو هو هيكمل هناك يحاول بقى يوصل لفورم عالي قوي ويلعب بمستوى عالي ويلعب عالي يبقى ايجابي اكتر على الجون. لو مكانه هتعمل ايه؟ لما كانوا انا بقول لك اللي هعمله ايه، هبقى ايجابي على الجون او هعمل حاجات لو ما بتاخدش وقت انك تلعب عشان تبين ان انت اروح مكان تاني اقل منه شويه، اروح اي دوله تانية العب فيها مثلا. اروح الدوري السويسري، اروح الدوري البلجيكي، الدوري الهولندي احسن لي يعني. او ارجع مصر على النادي الاهلي. يرجع النادي الاهلي. النادي الاهلي على فكره النادي مش قليل. طبعا يعني يرجع قصدي النادي الاهلي يحاول يرجع نفسه تاني. احمد فتحي عملها قبل كده. طبعا مش لعب في انجلترا ورجع تاني احمد الأهلي. احمد حجازي واحمد فتحي. احمد فتحي كان في انجلترا ورجع تاني ورجع الاهلي بعد كده راح انجلترا. كان في شيفيلد رجع الاهلي بعد كده راح هال سيتي. حجازي كان في ايطاليا. ورجع في فيورنتينا وجيرونا بعد كده جه على الاهلي وراح على اوست بروميتش بالظبط. لكن متوقع من رمضان ان شاء الله ان هو يرجع لمستواه لو خد خطوه صح يعني الفتره الجايه. ما هو لو ما لعبش تاني لا، ما انا لو من الايجنت بتاعه لازم اروح دوري اقل شويه. وهو هيبقى سهل بالنسبه له وهو في اوروبا يعني يعتبر اوروبا بالظبط، يروح اي دوري هناك دلوقتي. طالما في انجلترا سهل ان يروح اي دوري بالظبط خلاص. اي دوري هيبقى سهل بالنسبه له، اسم برده رمضان صبحي جاي من نادي كذا هيبقى الموضوع سهل بالنسبه له. فيلحق نفسه دلوقتي ده يلحق عشان إيه؟ لو عايز يكمل في الكوره او يدي في الكوره، انما هيفضل هناك هيحرق نفسه. تمام. طيب حجازي كان البدايه بتاعته طبعا كان متواجد في نادي الاسماعيلي، جاله عرض في فيورنتينا وكانت حاجه كبيره جدا برده ان هو يجي له عرض كويس في الدوري الايطالي وفرقه كبيره. فيورنتينا مش فرقه صغيره. راح للاسف هناك جاله اثنين صليبي اثروا على مسيرته بشكل كبير. بعد كده راح جيرونا اعتقد في الدرجه الثانيه في الدوري الايطالي. بعديها رجع النادي الاهلي وبعد كده دلوقتي فيورنتينا. كان فيورنتينا وبعد كده راح جيرونا بروجيا او بروجيا فعلا بروجيا صح راح بروجيا وبعد كده من بروجيا رجع النادي الاهلي. من النادي الاهلي راح على ويست بروميتش جاله عرض بعد ما تالق طبعا مع النادي الاهلي كويس هناك فتره برضه وبعد كده راح لعلي جبر تقريبا ما لعبش خالص. هل هو دلوقتي طبعا متواجد في الدرجه الثانيه بالظبط بعد ما نزلوا من الدرجه الاولى السنه اللي فاتت كنت مع قرار بقائه في ويست بروميتش كان يبحث على عرض ثاني في دوري ممتاز حتى لو مش في انجلترا يعني. حلو بس الدوري الدرجه الاولى هناك في تشيلسي اقوى من دوريات اقوى من دوريات في الدوريات الاوروبيه مش المصري. تخيل بقى اقوى من دوريات في الدوريات الاوروبيه طبعا ما يسيبوش. ولو وهقول لك على حاجه، حجازي لو كان جاله عرض احسن من ده كان راح. يعني بص اولا ماديا هناك احسن. لعب هناك اقوى واحتكاك اقوى، طب اسيبه ليه؟ وحتى لو سيزون واحد او موسم واحد، لان هناك في نفس الدرجه دي بيلعب مين؟ بيلعب سام مرسي بيلعب في بالظبط سام مرسي بيلعب هناك في ويجن ادم العبد ولا واحمد محمدي بيلعب برضه محمدي بيلعب في استون فيلا فمعاك نفس اللعيبه بتاعتك وبيلعبوا محمد لعب قبل كده وصعد بيهم ونزل تاني القصه عادي. دوري قوي جدا. وهو هو احمد حجازي مش يعني احمد حجازي ذكي بيعرف يفكر كويس يعني انه يفضل في الدوري ده لا احتكاك قوي جدا وهيلاقي نفسه على طول في المنتخب والموضوع هيبقى بالنسبه له سهل يعني مش صعب وممكن يصعده يعني. بس طيب كوكا متواجد في اولمبياكوس دلوقتي اليوناني، كان في سبورتنج براغا في البرتغال وقبلها ريو افي في البرتغال ايضا. ما كانش بيلعب فتره اخيره في سبورتنج براغا، جاله عرض في اولمبياكوس. تواجده في الدوري اليوناني وهو ماشي بشكل يمكن جيد الفتره دي مع اولمبياكوس وبيحرز اهداف ويمارس التواجد في الدوري اليوناني شايفه ازاي؟ بص هو الدوري اليوناني مش قوي قوي بس برضه يلعب فيه وهو احرز هدفين لغايه دلوقتي في ظل الزحام اللي في خط الهجوم وفي لعيبه من الدوليين من الدوري الروماني مثلا ابرزهم لازاروس
الفرويد فاحرز هدفين وانه بيلعب، دي حاجه طبعا كويسه جدا بالنسبه له. بس كوكا بالنسبه لنا يعني انا مش عايز اعيب اللعيب، اللعيب هايل، بس هو ظروفه مش كويسه مع المنتخب بتاعنا. يعني ما قدمش شهاده اعتماده لغايه دلوقتي. الاسباب ايه من وجهه نظر؟ مش عارف، انا كذا مره ياخد فرص، هو اخد فرص كتير بصراحه. مع يعني انا مش عايز اجيب لوم على حد ولا عليه هو كمان، يمكن هو عدم توفيق. بقول لك ما ينفعش اعيب لعيب كوره، هي هو توفيقه كده، ما فيش مش ماشي معاه مع المنتخب. هو دلوقتي بالمناسبه بيلعب ماتش ديربي امام باناثينايكوس وخرج بعد نهايه الشوط الاول. والنتيجه؟ النتيجه كام يا عمر؟ عايزين نعرف. لو عمر روماني اساسا، عمر عمر يوناني قصدي. 0-0. عمر ايه؟ يوناني. عمر يوناني. شايف تجربته كويسه يعني في الدوري اليوناني؟ ايوه هيحتاج يلعب كتير، انما دوري خفيف مش دوري جامد يعني. يعني اتفاقوا شويه، انا عايز بس يجيب كذا، يحرز كذا هدف عشان حتى لما ينزل مع المنتخب عنده ثقه بنفسه. احنا هنا المصريين مش هنصبر كتير. احنا بنتكلم، احنا مش بنسكت. لما يبقى في ماتش بيبقى مثلا ال 80 مليون او 90 مليون بيبقوا مدربين ومحللين ومشجعين وكل حاجه ومذيعين. انت عايز ايه؟ لازم تقدم شهاده اعتمادك او ورق اعتمادك مع المنتخب. بس يعني طيب منتخب ليه كوكا ممكن ما يكونش بيظهر بالشكل ده، تنصحه بايه عشان يظهر بالشكل المطلوب مع المنتخب؟ ما هو عمل دلوقتي يعني مش نصيحه، يعني هو عمل شايف الخطوه دي حذفته وتخليه ان هو يشارك بالظبط، انك تلعب كتير وتمارس، يعني تلعب مجرد اللعب اساسا، اللعب بتاخد رتم الماتشات بتاعك، بيبقى عندك هو لعيب كرة ماتشات. التدريب انا ممكن اتمرن كتير قوي بس ما عنديش رتم الماتشات، مش هقدر اعمل حاجه. انزل ماتش مش هقدر اهجز سبرنتين بعد كده خلاص. لازم العب ماتشات كتير واحتك كتير عشان اقدر احرز اهداف، الموضوع بالنسبه لي سهل. فدي خطوه اخذها كويس جدا في الدوري اليوناني، فربنا يكرم لما يتاخد تاني في التجمع الجاي ولا اللي بعدين نشوفه بقى. يا مسهل يا رب. ورده رايك فيه؟ ورده يمكن ما انا عارف بس ده ورده قعد فتره في الاول ما لعبش، كان عنده مشاكل دلوقتي بيلعب، واساسا كان بيلعب برده كمان من المباراه. بالظبط يعني النهارده كان مستبعد برده. فبس ورده يعني كويس برده، حاجه زي كده ولعيب كويس قوي ورده، وظهر بمستوى كويس مع المنتخب. والفرقه بتاعته اصلا مركزه في البطوله الاوروبيه، بس هي يعني خلاص دوري اوروبي، بس خلاص يعني تقريبا هي بتاخد انفاسها الاخيره يعني، وبعد كده يركزوا في البطوله المحليه. فهو ورده، لا ورده دايما ثابت على مستواه بصراحه، انا عاجبني كلاعب يعني. تتوقع له ان هو ينتقل لدوريات اقوى شويه لما يلعب بس ويحرز اهداف كتير ويلعب كده بصفه اساسيه ويظهر مع منتخب زي ما كان كويس مع المنتخب، ولما بيلعب منتخب بصراحه بيظهر بمستوى كويس. بالظبط فدي هتفرق معاه قوي يعني. متابع باسم مرسي وشيكابالا هناك في اليونان ولا لا؟ لا بصراحه مش متابعهم، بس يعني اخبار بسيطه يعني. ما هو باسم مرسي اعتقد ما بيلعبش كتير، وشيكابالا بيلعب 10 دقايق بينزل الشوط الثاني دايما. بس تقريبا في مشاكل بالنظام يعني، بس ما عنده مشاكل تقريبا عشان موضوع الفلوس وكده، مع رئيس النادي، فدي تعبه عموما يعني. فاي حد كده انت لو عندك مشكله صغيره حتى في بيتك، بيتك محتاج حاجه انت مش عارف تجيبها طبعا، هتبقى قاعد مش قادر يعني. أكيد طبعا. تخيل بقى انت بتلعب وعايز تدي في الملعب وانت رايق وانت اصلا مش رايق، هو ما بيلعبش يعني، ده يحمد ربنا انه بيلعبش. خطوه بالنسبه له ما كانتش محسوبه شويه بس مرسي، خصوصا ان هو كان بيلعب في نادي الزمالك، ان هو يروح فريق يمكن مش قوي قوي في اليونان، ممكن تكون خطوه مش محسوبه ما فكرش فيها كويس. هو بص، هو من كل النواحي ما فكرش فيها. انت كنت في الزمالك وعامل اسم والناس كلها كانت بتشيلك اللي انت عملته قبل كده. انت في الفتره الاخيره، انا بقول لك يا باسم انت ما كنتش كويس. طبعا. ومش يعني مش كويس، انت لعيب كويس بس في الفتره الاخيره لا، انت بصراحه كنت بعيد قوي. بعيد عن باسم مرسي اللي احنا نعرفه. سافرت هناك ضيعت كل حاجه. يعني ما امنش نفسك ماديا، ما امنش نفسك مثلا انك هتلعب ولا لا، ما عرفتش الدوري هناك ايه نظامه. انت خدته بموضوع سهل وكده، لا رحت هناك لقيت صعوبات كتير. ما بتلعبش حاليا، فكان بصراحه لا، كان لازم تتعامل مع ايجنت او وكيل لاعبين اقوى من اللي انت بتتعامل معاه، لان هو بصراحه ما افادكش يعني. هو ضرك في الحوار ده. طيب عندنا اثنين لعيبه في الدوري الامريكي، عندك علي غزال وعمر طارق، رايك فيهم ايه؟ الاثنين متواجدين الفترات اللي فاتت كلها مع المنتخب فور تولي الجري تدريب المنتخب. بص الدوري الامريكي دلوقتي بقى فيه يعني الجمهور بقى فيه يعني بقى بيحضر كتير جمهور بسبب وجود ابراهيموفيتش وبسبب وجود رونيه وديفيد ديفيد فيا. يعني بص بقى الحضور الجماهيري طبعا الحضور الجماهيري بقى عالي جدا بعد النجوم دي طبعا. وقبليهم كان في بيكام، كان في بيكام طبعا. انا عارف. يعني الناس دي راحت. الدوري اصلا دوري مش سهل على فكره. الدوري بيعتمد او دوري بدني بقى، دوري حلو على فكره بس هو بدني رقم واحد. سيبك طبعا بدني رقم واحد طبعًا. بدني انت لو ما بقتش بدني كويس مش هتظهر ابدا مستوى كويس. بقى حلو طبعا عشان ابراهيموفيتش طبعا عامل له، وعامل جو
او اعمل له جو. طبعا الجمهور بيحضر باعداد كبيره جدا عشان النجوم كلها اللي موجوده. تخيل انتوا مثلا اثنين مصريين في وسط الجو ده، لازم يظهروا مستوى كويس ويعملوا نفسهم اسم هناك، والموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبه لهم، لانك احنا كمصريين احنا حريفه بجد والله حريف. انا في ماتش امريكا في كاس العالم انا اخذ كره من نص ملعب جايب جون راح بيها وترقيص وكل حاجه براحتنا. احنا لعيبه كوره بس ناقصنا الالتزام. لو احنا بقينا ملتزمين بمعنى ايه؟ ملتزمي في كل حاجه، ملتزمي بره الملعب قبل جوه الملعب بالظبط، عشان بره الملعب هو اللي بيساعدني ان انا بره الملعب نوم بدري. مش هقول لك مش كل يوم لا، انت ليك. طب انا احنا في بلجيكا كان في كابتن الفرقه بياخدنا يوم نسهر فيه مثلا بعد الماتش مثلا او بعد الماتش بيوم، يقول لك الويك اند بتاعنا كان السبت والحد، ياخدنا السبت بالليل ممكن نسهر مع بعض والحد بننام بقى كويس وخلاص ونقضي يومنا عادي. مش لازم نسهر كل يوم. هم ليهم حياتهم بقى الطبيعيه، الاجانب بيشربوا كلام من ده، احنا لا. احنا كمسلمين مثلا او مصريين عموما لا، مش حياتنا دي، احنا بنعيش حياتنا الطبيعيه وبتاع، وننام بدري واتمرن كويس ونفذ تعليمات وكل حاجه، انزل في الماتش اللي مطلوب مني بعمله، ولو في اي حاجه مثلا انا هفيد بيها الفرقه اعملها، انما غير كده ما اعملش حاجه المدرب مش عايز اعملها. بس الحاجات دي اللي هتخليك تبقى كويس في الملعب. طيب بالتحديد لعلي غزال وعمرو طارق، ايه رايك في مستواهم الفني ايه من وجهه نظرك؟ مش عارف، حاسس ان هم عندهم اكتر من كده يعني، اكتر من كده. اه لكن مبشرين يعني، هيكونوا مبشرين طبعا كبدايه، طبعا مبشرين يعني، مش حاجه وحشه يعني. حاجه لبعد كده مش دلوقتي يعني، لان في لعيبه كتير موجوده دلوقتي في مراكزهم يعني. مراكزهم. طيب بمناسبه المنتخب، رايك ايه في تولي مستر اجيري تدريب المنتخب المصري بعد طبعا ان احنا وصلنا كاس العالم اخيرا بعد 28 سنه مع مستر كوبر؟ لعب الراجل 3 ماتشات تقريبا لحد دلوقتي مع النايجر والسواتيني، ماتشات ضعيفه شويه، لكن تقييمك للاداء المنتخب الفتره اللي فاتت وخصوصا قبل ما احنا خلاص مقبلين على مباراه تونس يوم الجمعه الجاي ان شاء الله؟ بص، هو ماتش تونس ده اختبار اول حقيقي يعتبر يعني، لان انت كده الماتشين اللي لعبتهم في الاول خفاف قوي، وكويس ان انت خدتها كده بسيطه يعني كده في الاول عشان تاخد ثقه بنفسك. كسبت سكور وبتاع كده تخش ماتش تونس، ومش هقول لك برده ماتش تونس يعني حاسبك عليه قوي، يعني حاسبك على بطوله افريقيا. يعني برده انت طبعا مدرب كبير، خفير اجيري طبعا مدرب كبير ومعروف ليه اسمه طبعا، فمش هتحاسبه على ماتش واحد. ماشي، احنا كده وصلنا خلاص، ماشي ماتش تونس هعتبره اول اختبار حقيقي، هشوفك هتعمل ايه مع الفريق، وهتعمل اتفرج على مستوى لعبك هيفضل زي ما هو هجومي زي ما المصريين مستنيينه بعد التعطش اللي احنا كنا فيه من مستر كوبر، كان بيلعب الكاونتر اتاك وقفل الدنيا ورا وبتاع. هو بص انا مش عايف في كوبر يعني، هو يشكر، هو وصلني كاس عالم، حقق الاهداف المطلوبه منه بالظبط. انت وصلت لهي انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني كمدرب؟ وصلت كاس عالم، وصلت كاس عالم. سيبك من الاداء دلوقتي بس، انما انا كاداء كواحد انا بتفرج على كوره لا مش عاجبني الاداء. انا واحد اتفرج على كوره، منتخب مصر بتاعنا اخذ 3 بطولات افريقيا مستوى هايل، الاداء هايل، كل حاجه هايله. طب عايز بالظبط يعني، الواحد كان مستمتع جدا بيهم. انا عايز منتخب مصر بتاعي يبقى كده واوصل كاس عالم يعني، كان ده الجيل اللي لازم يوصل بصراحه. الجيل بتاع ابو تريكه وبركات بصراحه يعني، فسبحان الله شوف الجيل اللي وصل بقى الحمد لله. ارزاق تمام، لكن يعني متفائل بمرحله مستر اجيري مع المنتخب المصري؟ مش عايز اقول لك متفائل ولا مش متفائل، انا عايز بعد بطوله افريقيا يعني، بعد ماتش تونس ما بينش الرؤيه بشكل كبير. ما هتشوف الاول الاختيارات بتاعته، ما هشوف الاختيارات بتاعته ايه الاول وبعد كده نقرر. الاختيارات نزلت يعني، هو اختار بعض اللاعبين من المحليين، طبعا الاعتماد الاكبر بيكون على اللاعبين المحترفين. هو في حاجه بس، هو في حاجه كنت عايز اتكلم فيها، حاجه كويسه في خفير اجيري اللي هو بيشوف ناس جديده مثلا زي محمد محمود وادي دجله. لاعب مميز جدا، هايل، ده كان معايا في الناشئين اساسا، فريق في الناشئين. والله اخذت بيه تاني منطقه او تاني جمهور حاجه زي كده يعني. لعيب هايل، وكان اخذ محمد صادق الاسماعيلي. لعيب كويس برضه، وباهر محمد تقريبا برضه. بس صادق على فكره مش موجود في المعسكر الجاي ده، والله ما اختارش صادق. ما اعرفش باهر محمد الفتره اللي فاتت ما بيشاركش مع الاسماعيلي بشكل مستمر، ممكن باهر محمد يبقى يبقى اكيد باهر محمد يختاره. في بعض اللاعبين كمان اختارهم، في لاعبين انا بتكلم على اللعيبه دي. في الداخليه برضه بتكلم على لاعبين صغيرين. ايه واسلام جابر في الداخليه انا بتكلم كويس برضه. ما انا بقول يعني، هو برضه لازم برضه الاعمار برضه تبص عليها، لان انت بعد كده انت بتتكلم على دي على جيل جديد. ما انت الجيل ده مش هيقعد معاك بعد كده الفتره دي كلها. انت محتاج تطلع شباب كتير يعني، اسلام عيسى كمان لعيب كويس برضه هايل، بس مش موجود في المنتخب. انا بقول لك ده لازم يروح. وليد سليمان دي بقى دي جزئيه يعني مش عارفين اسبابها ايه، لان دي غريبه، مع ان في الفتره الاخيره ما انت عايز حد خبره في المنتخب طبعا، عشان خد احمد علي مشيت المعسكر اللي فات عشان اتصاب. طب وليد سليمان ما يدخلش ليه؟ انا سمعت الله اعلم يعني، كابتن هاني رمزي قال احنا عارفين طريقه وليد وكده، ف ماشي انا احترم كابتن طبعا، احترم كلام كابتن هاني طبعا يعني، راجل مسؤول وراجل كلامه على راسي من فوق، بس انا بتكلم في نقطه دلوقتي، وليد سليمان
ده الناس كلها بعد ماتش الترجي الاولاني قال لك احنا هنسميها كاس وليد ولا كاس وليد سيناريو. طيب كان هايل للاسف ما وفقناش البطوله. معلش ما انا مش هتكلم في كده, سيبك سيبك الله. بص دي ليها اسباب كتير طبعا, يعني انت عندك فرقه كامله ما اصابات و بالظبط, انت عندك لاعبين كانوا مؤثرين اصابات وموقوفين وناس متقيدتش, وكمان قرار اتحاد افريقي يشيل الوقف عن لعيبه الترجي ويوقف لعيبه عندك. لا هو ما شالش بصراحه الوقف عن لعيبه, لا والله ما شالش في المباراه دي. كان في محاولات ان هم يشيلوا يعني الايقاف عن فرانكوم وشمس الدين الزبادي, لكن ما حصلش يعني. بس يعني حاجات كتير يعني فاهم, فمش عايز اقول. بس اللي ضايقنا فعلا الاهلي كان مستواه مش حلو في الماتش ده, بس انا بقول لك برده عشان بسبب التشكيل فريق كامل فيه اصابات كتير, مش يعني عايز اجيب اللوم على حد. بس يعني هو ربنا كده ان شاء الله هيبقى افضل النادي الاهلي, وهيبقى فيه يعني في يناير يعني مش عايزين نسبه الاحداث. لا بس ما ينفعش تعمل حاجه دلوقتي, لان انت اصلا انت عندك انت في بطوله افريقيا الثانيه هتبدا شهر كمان. بس انت ممكن تدعم في يناير عادي, هتدعم عدد من اللاعبين, وده دي حاجه الموضوع صعب قوي على فكره. انا معاك بس الموضوع هيبقى صعب, لان انت عندك بطوله, بص عندك كاس, عندك دوري, وعندك بطوله عربيه, وعندك بطوله افريقيا تلاقي كمان شهر. الموضوع صعب قوي, انت ممكن من شهر من السنه الجايه على ما اعتقد يبقى اسهل يعني, بس هتبقى بدايه يعني في يناير. المهم كنا بنتكلم عن المنتخب ووليد سليمان, شايف ان احمد فتحي كمان مظلوم في القصه دي, يعني شايف الاثنين دول عناصر خبره هيكونوا مفيدين جدا في المنتخب في نقل الخبرات دي للاعبين الصغيرين. بص ممكن اجيريك عايز العب بقول لك بمستوى سن او اقل يعني, انت مع الاستراتيجيه دي طبعاً. ان هو يشوف اعمار صغيره شويه. انا معاك, بس في ناس تتحط في المنتخب. انا ما كانش احمد فتحي ماشي مش مشكله ولعب كاس عالم طبعاً. بس ممكن احمد فتحي ممكن ما ياخدوش, بس ممكن العب حد مكانه. انما وليد سليمان عالي قوي الفتره دي, عالي يعني فعلاً. واحمد لا بص احمد فتحي لعيب كبير طبعا, واضافه لاي مكان يروح, مش عايز اقلل من قيمه احمد فتحي يعني, لعيب كبير وقيمه لاي حد في اي مكان يروحه. بس انا بتكلم على وليد دلوقتي, لان احمد بيروح على طول المنتخب, واحمد ممكن لو فتره ما راحش هيروح بعد كده بالظبط. انما وليد لا, مش انا مستغرب القصه, مش انا بس على فكره, اي حد بقعد معاه بتكلم معاه سواء اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اي حد وليد ما شاء الله ماشي كويس قوي, الدوري ماشي كويس, البطوله الافريقيه ماشي كويس, اي حاجه ماشي فيها كويس. طب هتاخده جربه, هتخسر ايه؟ خده معاك ماتش تونس, كنت اخدته في الماتشين اللي قبل كده بالظبط, مش هيخسر حاجه على فكره, ولعيب هايل. ضروري ان يكون متواجد عناصر خبره في المنتخب, حتى لو انت استراتيجيتك ان انت يعني تركز على الاعمار الصغيره في المنتخب. ما هو خبره حاجه, وخبره وحريف وماشي كويس دي حاجه ثانيه. يعني خبره هو رقم واحد في مصر دلوقتي. فعلا انت بتتكلم في ايه؟ ده لازم يروح. طب يعني من وجهه نظرك يعني ايه اللي ممكن يخليهم ما يختاروش وليد سليمان؟ انا مش عايز, لا هي بص مش عندي على فكره, هو الموضوع مش عندي, بس انا لا انا عارف ان هو مش عندي بس يعني هل في مثلا حاجه فنيه في وليد ممكن ما يكونش هو واخد باله منها, نقولها له الراجل طب يعدلها الفتره الجايه عشان ياخدوه منتخب ولا انا كمان مش شايف حاجه. بس هو ممكن يبقى هو عنده وجهه نظر ثانيه, ممكن شايف لعيبه نص الملعب اللي بيلعبهم مثلا فيهم ميزات احسن من وليد. شايف مثلا تريزيجيه بيلعب مثلا صلاح, مش عارف مثلا عبد الله السعيد. لما هو مين بديل محمد صلاح في المنتخب من وجهه نظرك؟ هل في بديل لمحمد صلاح حاليا؟ ساعات بيحط تريزيجيه هناك مكانه وكهربا هناك. لا بس العدله يبقى وليد سليمان. طيب ما ده انت بتتكلم على العدله عشان شماله يبقى كده. بس هو بيعمل ايه؟ ما بياخدوش, بيحط تريزيجيه وكهربا وبياخد معاه رمضان صبحي. طب ماشي, ما انا برضو عايز افهم حاجه. احنا دلوقتي انا مش بعيب في رمضان, بس رمضان انت حتى بتلعبش رمضان, تنزل منتخب ازاي؟ هو لغايه دلوقتي رمضان ما انضمش مع اجيري بسبب الاصابه يعني, لكن ممكن يكون الفترات الجايه هينضم يعني, لكن يعني بشكل او باخر. ده بتكلم على قبل كده برضه يعني, قبل كده كان بينضم برضه في المنتخب وكان بيلعب, كان موجود طبعا اساسي على طول, كان بيلعب حتى هو هناك, ما كانش بيلعب صفر اساسيه في ستوك. كان بيلعب ربع ساعه وساعات ما بيلعبش. انا مش حتى تغييرات كوبر في كاس العالم كانت هي لا ما بتتغيرش, فاهم قصدي؟ هو كان معتمد على 14 لعيب تقريبا, دي برضه عليها علامه استفهام يعني, ايه القصه؟ طب والناس الثانيه دي فين؟ اللعيبه الثانيه دي فين؟ انت هنشوفها امتى؟ بس يعني كنت مع الطريقه بتاعت اللعب, انت كنت معترض طبعا على طريقه لعب كوبر في الوقت ده, لكن كان ممكن يكون دماغه ان هو بيلعب على الامكانيات المتاحه ليه. حلو. الفتره دي انا معاك, هو هل ده صح ولا لا؟ كان ممكن يمشي, بص هي كانت ماشيه صح, بس لو كنت لعب يعني عندي سرعات في الماتش في الملعب, قصدي عندي مين سريع في الملعب؟ عندي محمد صلاح سريع, تريزيجيه وكهربا سريع, وكهربا لو دول في الملعب لو بلعب كاونتر اتاك عليهم ماشي. انما اللعب ما كانش كده, هو بس ما عملش غير واحده بس اللي اتعملت من نص الملعب من عبد الله السعيد لصلاح, عملها بس من فوق الجون دي بس. فين بقيه اللعب بقى؟ لو انا بلعب على دي خلاص انا معاك في الكاونتر اتاك بتاعك, واقفل ملعبي وزي الفل, ما اخش فيها جون. انما ما كانش كده, كانت ورا اي حاجه بتيجي علينا بتبقى جون او ضربه جزاء, فالموضوع برده ما كانش مقفول. لو هقفله صح وهطلع الكاونتر اتاك مفيش مشكله. بس يعني الاسلوب يعني مش عارف, لكن احنا منتظرين كره ممتعه من مستر اجيري والمنتخب المصري. ده طبيعي, ده بعد فتره كبيره كان صراحه الكره يعني بنلعب ماتشات ما بنتمتعش فيها خالص بالنسبه للمنتخب. بنكسب وبنحقق الاهداف وكل حاجه, لكن مش بنتمتع باداء المنتخب. ربنا يسهل, هو يعمل قماشه ثانيه غير يعني القماشه اللي موجوده دي, بس يحاول يطور فيها شويه من الناشئين وبتاع,
ويطلع بقماشه جديده ماشي. لان بقول لك قبل كده احنا كنا بنتفرج على لعيبه كبيره، ابو تريكه بركات سامي شلاتر، لا دول صعب يتكرروا. ما انا بقول لك ناس تقيله قوي، وسيد معوض وكان في وسطهم شيكابالا وميدو كان بيلعب ومحمد شوقي، فالقصه كانت حاجه تيم يعني. فانا احنا مصر على فكره فيها لعيبه كتير قوي كويسه. انا بتكلم مثلا صلاح محسن ده، يعني انا كنت في ساعه ما اتباع وراح للاهلي بالرقم ده كنت مستكتر فيه الفلوس، بس بصراحه ما اتفرجت عليه. لا لعيب هايل، الموضوع عادي بالفلوس دي عادي، لان اللعيب ده عنده كتير وممكن يظهر بمستوى اعلى من اللي هو فيه وهيحرز اهداف كتير، بس عايز يلعب بصفه اساسيه ويلعب كتير. يعني الماتش اللي فات ده كان لازم يبدا، الماتش اللي فات بتاع الترجي ده كان لازم يبدا. بس يعني هي بتبقى وجهه نظر فنيه اكيد يعني، اكيد يعني مش هدخل فيها يعني. طبعا، لكن اكيد ان شاء الله كل القادم افضل سواء النادي الاهلي او المنتخب المصري. مين افضل مدرب انت اتمرنت معاه خلال مسيرتك سواء في اوروبا او مع المنتخبات المصريه؟ بص انا اتمرنت مع في اوروبا مع جاك مياتش اللي كان اول واحد كرواتي، وميشيل برودوم اللي هو كان احسن جون في العالم ده، كان بيلعب في ميكلين او مالين، كان اخد بطوله اوروبا هم. تمام، ده كان المدرب بتاعي. دول كانوا كويسين بالنسبه لك يعني؟ كنت مبسوط وانت قوي وبحبهم قوي يعني، وكان في في مستواك يعني بالايجاب؟ بالايجاب لا، بس جاك ماتش اكتر لان ميشيل حضرته بعد الحادثه وبتاع، فالموضوع كان معايا مش قوي. انما جاك ماتش في البدايه كان حبيبي يعني، كان زي كان صديق والدي وصديق، كان بيجي لنا البيت حتى يعني واحنا في بلجيكا. والمصريين كابتن شوقي طبعا. كابتن شوقي طبعا يعني ده اخ كبير، مش عايز اقول لك ابويا، مش عايز اكبره يعني. اخ كبير وربنا يكرمه يعني طبعا كابتن شوقي. تمام، بعد ما انت رحت بلجيكا خدت ميدو اجي. مش كانت ازاي بالنسبه لميدو المرحله؟ بص هو ميدو مش معنى اخدته، بمعنى اخدته اللي انا سفرته يعني. بص ساعدت يعني في ساعدت يعني، كان والدي كان في القصه مع الايجنت روجيه هارتي، فبس كان ميدو وبابا يعني كانوا باتوا عندنا في اسماعيليه، وبعد كده سافروا عشان انت فاهم وانت صغير بقى، انت فاهم بتبقى ميدو كان نجم طبعا من صغره، كان نجم وكان هو كان دارس في ناشئين الزمالك، فكان عايز يطلع في الايه في المحل يعرف لو سافر وكلام من ده وبتاع، مش عايز يبقى قدام الناس يعني. بس فسافر من اسماعيليه يعني على بلجيكا، على القاهره على بلجيكا بعد كده بس، وبدا مسيره الاحتراف من هناك يعني. بس كمل بقى، راح على جنتواز ولعب معاهم، وميدو وهو صغير ما شاء الله كان طويل وبتاع وسنه صغير وكان هايل يعني. فلعب ساعدت يعني في ان انت تجيب عروض للاعبين مصريين تانيين في التوقيت ده. ما انا اقول لك، انا احمد الجمل كنت بخلاف ميدو. احمد الجمل في كذا حد جه عمل تيست هناك، كان احمد عبد الغني كان باك ليفت نادي الاسماعيلي، كان سعيد ربيع برضو فيرود نادي القناه، وكان بسم الله الرحمن الرحيم وابراهيم سعيد جالنا واحنا هناك برضو، فجيجنت برضو. هو كان جه ولا كان هرب ساعتها؟ مش عارف بصراحه، كان ساعتها مش عارف انا شفت بجد هناك بس يعني. وبعد كده رجع الاهلي على طول يعني، رجع بعد مشاكل كتير حصلت في الوقت ده. بالظبط. بس طيب برضو عايزين نتكلم على الدوري المصري السنه دي. اكيد بتتابع المباريات في الدوري المصري، رايك ايه في البطوله؟ هل ممكن تقدر تتوقع مين اللي ياخد بطوله الدوري السنه دي في ظل المنافسه القويه الموسم ده بخلاف مواسم كتير قبل كده يعني؟ بالظبط، يمكن فريق بيراميدز كان مدينا ايحاء اللي هو خلاص بينافس على البطوله، بس بعد عدم الاستقرار اللي عنده دلوقتي والظروف اللي هو فيها على ما اعتقد انه هيبقى بعيد شويه، ممكن يلعب على مركز بس انما ما ياخدش البطوله. وادي دجله عائد بقوه بعد طبعا صبر مستر ماجد سامي على تكيس، وصراحة يعني من بدايه يعني بص دي على فكره تحسب لمستر ماجد طبعا. بص مستر ماجد سامي بص عملها قبل كده مع ناس كتير، مع بص كابتن هشام زكريا كان معاه قعد معاه كذا سنه، ميدو مسك صبر عليه لغايه دي الفرقه كانت بتنزل طبعا فعلا. مش بعيد في ميدو لا، بس انا بتكلم على ظروف ساعتها، ظروف ماتشات وكده يعني، مش بعيد في ميدو يعني. صبر عليه، مسك كابتن طارق العشري برضه فضل صبر معاه لغايه ما قعد الفرقه يعني، الفرقه قعدت يعني في الممتاز. تكيس من اول ما مسك قال لهم يا جماعه، قعد مع الناس قال لهم الراجل مش هيمشي، والنتائج كانت وحشه قوي، النتائج كانت وحشه قوي في اول كام ماتش، ولسه الناس مش متعوده على اسلوب ولا اي حاجه. شوف دلوقتي ما شاء الله حتى الاسلوب كان فيه انتقاد كبير جدا لاسلوب، بيطلع بيحضر الكره من تحت من الجول مش عايز كوره، دلوقتي بيطبق اللي في دلوقتي الناس بتقول لك احسن مدرب، شكل تطور كمان بالنسبه للفريق. شفت صبر مستر ماجد سامي خلى الناس كلها تقول لك احسن مدرب في مصر دلوقتي تكيس، كله بيشكر فيه. انا واحد من الناس في البدايه لا كنت مستغرب ازاي ومش ازاي ومش هينفع كده، لا بس حاليا انا بسقف له بصراحه يعني، ارفع له قبعه. بس فعلا بصراحه فريق وادي دجله بيقدم كره جميله دلوقتي، الاسماعيلي اللي هو اصلا برازيل الكره المصريه يعني اتلعب عليهم كره الماتش اللي فات بالظبط، واتغلبوا في اسماعيليه ازاي مش عارف، غريبه دي. بس يعني فتحسب لمستر ماجد سامي دي طبعا، لان بصراحه الراجل بيخدم الناس اللي معاه قوي، ويعني انت يعني انا نفسي مثلا اطلع معاه في الفريق الاول، هتبقى قاعد فتره شغال من غير اي ستريس ولا اي حاجه، بتطلع اللي عندك بس، وهيبقى في ظهرك على طول. بس دي حلاوه رئيس نادي محترم وبيفهم في الكوره يعني. لكن انت تتوقع بقى في النهايه مين اللي ممكن يكون من نصيبه بطوله الدوري السنه دي؟
بص الاهلي بقى له 8 ماتشات والزمالك متصدر الدوري حاليا. توقعي بص هو الاهلي هيبقى هيلاقي ند يعني ند قوي يعني هيلاقي الزمالك ند قوي ليه. الزمالك بس اللي ممكن في انديه ثانيه والانتاج الحربي موجود برده يعني هم اقرب ناس لي وبيراميدز بقول لك انا يعني لو استقر شويه هتلاقي الدنيا برده كويسه عندي. حسام حسن دلوقتي متولي تدريب بيراميدز انا ممكن يفرق معاه ما بتكلمش كابتن حسام. كابتن حسام طبعا يعني اثر في الفريق المصري البورسعيدي وعمل بيهم حاجات كويسه جدا وصل لنهائي بطوله افريقيا وكذا مره ياخد ثالث دوري المصري فتحسب له يعني. فحاليا مع بيراميدز طبعا هيعمل اداء كويس جدا بس انا بتكلم على الاستقرار يعني انت كنت شغال في في في, في منظومه شغاله مع الشيخ الترك حصل مشاكل والراجل مشي وكده فدي هتعمل عدم استقرار شويه في الفريق بس يعني انما غير كده فريق محترم جدا ومليان لعيبه هايله كينو فنيا الدوري ممتع السنه دي يعني في كوره كويسه وفي ناس طالعه كويسه يعني مثلا الجونه لا طالع من تحت بيلعب اداء كويس كورته كويسه حرس الحدود على اوقات برضو يعني برضو من ساعه ما كابتن العاشر راح هناك برضو الدنيا بقت كويسه شويه يعني ووادي دجله طبعا يعني وصل لمستوى هايل دلوقتي والاسماعيلي بس هو اللي بصراحه المذبذب وسامع احتمال فيرا يمشي او حاجه زي كده الراجل ما لحقش بصراحه ما انا ما اعرفش القصه اذا سمعت والله اعلم يعني فبس مش عارف القصه ايه فالقصه كلها هتتظبط يعني او هتتعرف لما الاهلي يلعب 8 ماتشات دول او ما تشوف هيعمل طيب بمناسبه الاهلي النادي الاهلي بيشارك في يمكن كانوا 4 بطولات الموسم ده في توقيت قريب جدا يعني سواء بدوري دوري ابطال افريقيا البطوله العربيه كاس مصر الدوري هل ده في صالح الفريق الله يكون ولا ده ولا ده ممكن يكون سبب طبعًا. من الاسباب اللي اثرت على الفريق في طول دوري ابطال افريقيا طبعا عامل ضغط على النادي الاهلي طبعا واوفر لود على اللعيبه وحاجه كبيره قوي طبعا في اصابات في اصابات كتير في الاهلي طبعا وبسبب الكلام ده كله بسبب ضغط المباريات يعني احمد فتحي جاله اصابه منين ومن كده المباريات مجهد وبعد كده انت تخلص من ماتش في بطوله تخش في ماتش في بطوله ثانيه تخلص بالدوري تلعب خلصت البطوله دي عندك ماتش مؤجله في الدوري طب انت عايز ايه موضوع صعب جدا يعني وحاليا بتقيم اللعيبه فنيا وطبيا طب بتقيمهم ازاي واللعيبه اصلا تعبانه ماشي انت عندك كام لعيب عايز تمشيهم خلاص اوريدي انت اخد قرار فيهم دول يمشوا هتجيب مكانهم حد يبقى محضر حد هتجيبهم لجنه التعاقدات سواء محمد فضل او رضا شحاته يظبطوا القصه دي ويجيبوا اللعيبه هم في ايديهم القصه دي انما بجد الله يكون في عونهم يعني من الانديه اللي بتتعب قوي يعني تمام بس طيب اخيرا عايز اتكلم عن طموحاتك في على المستوى التدريبي وانت متواجد في قطاع الناشئين في وادي دجله بتفكر ازاي في المستقبل بالنسبه لك؟ والله يا امير انا من ساعه ما بدات وانا نفسي ادرب في منتخب مصر حتى لو ناشئين او ادرب فريق في الممتاز مش لازم اقول لك مش عايز ابقى مدير فني بس اخش في اي جهاز ابقى مدرب عام مساعد مدرب عايز اخد الخطوه دي بس يعني لحد الان ما لقيتش اي ترحيب من اي حد وانا كان معروض عليا قبل كده اروح ليرس البلجيكي مع مستر ماجد سامي في السنه اللي قبل فاتت بس قدر ربنا ما رحتش وعب واحد اللي راح عشان كان معاه لسه اقامته وبس الموضوع ما مشيش فبس فانا مستني اي فرصه تيجي ان شاء الله يعني تشتغل يعني على الموضوع ده انا شغال عليه والله على يعني موضوع منتخب مصر او فريق في الممتاز وانا كده يعني اصل المدرب ده مش لازم بيتعلم كتير فاهم فانا بتعلم بتفرج كتير وبتعلم يعني واخد دورات وربنا يكرم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كابتن يماني انت نورتنا وشرفتنا بصراحه واستعدنا ذكريات كانت جميله جدا بالتحديد مع منتخب مصر للشباب يعني حبيبي امين مسلي جدا ويعني دي اول مره اطلع فيها في قناه الاهلي ومبسوط جدا بصراحه نورتنا واتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله ربنا يخليك يا امين تسلم يا حبيبي طبعا دي كانت فقرتنا الهامه جدا مع كابتن محمد اليماني احد نجوم منتخب مصر السابق واللي في الحقيقه يعني اثر بشكل كبير جدا في جمهور الكره المصريه من خلال كاس العالم 2001 للشباب بالارجنتين اكيد بطوله كلنا ما نقدرش ننساها لكن ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في مسيرته التدريبيه. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون زميلي عمر ربيع ياسين في الفقره الاخيره من برنامج الاهلي الليله النهارده والحديث هيكون مستمر بس بالتحديد عن الكره العالميه بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان والفقرة الثالثة من برنامج الأهلي الليلة والفقرة العالمية بنتكلم طبعا مع حضراتكم عن كل ما يخص الكرة العالمية النهاردة يوم قوي جدا في المباريات يوم قوي جدا في الأحداث القروية دوري إنجليزي دوري إيطالي دوري أسباني كل الدوريات مشتعلة
يوم السبت امبارح كان في مباراه قمه الدوري الالماني ما بين فريق بايرن ميونخ وفريق بروسيا دورتموند، والفريق البافاري بيخسر 3-2 من فريق بروسيا، والفارق بيمتد الى 7 نقاط. بايرن ميونخ هل خلاص يعني جه عليه الوقت اللي لازم يكون فيه تغيير جذري من خلال تغيير بعض اللاعبين اللي موجودين والاستعانه بلاعبين جدد؟ احنا عارفين ان سياسه بايرن ميونخ اللي موجوده حاليا بتحتم عليه عدم التعاقد مع لعيبه مبالغ في اسعارها، واحنا عارفين ان كره القدم هي سوق وهو عرض وطلب، وبالتالي زي ما احنا بنشوف لعيبه بتروح برشلونه، لعيبه بتروح ريال مدريد، لعيبه بتروح مانشستر سيتي بارقام يعني خزعبليه، وبالتالي هو ده سوق كره القدم في العالم كله. ولسه هنشوف هل بايرن ميونخ هيقدر ان هو يدعم صفوفه في يناير، يعني اعتقد ان فارق 7 نقاط، احنا لسه يعني في اول الموسم، لكن يعني كل حاجه ممكنه، لكن بنتكلم على الورق، بنتكلم على مستوى بروسيا دورتموند اللي احنا شفناه، مدير فني على اعلى مستوى، بنتكلم على بايرن ميونخ معدل الاعمار عنده عالي جدا، بنتكلم في ان ليفاندوفسكي، بنتكلم في ريبيري، بنتكلم في مولر معدين ال 30 سنه، وبالتالي كره القدم زي ما احنا لازم يكون موجود الخبره، ولازم يكون موجود الناس اصحاب المهارات، لازم يكون في اصحاب الشباب علشان يبقى في طبعا توازن في اداء الفريق. شفنا امبارح الشوط الاول كان بايرن ميونخ بدا بشكل رائع جدا وشكل هايل جدا، لكن مع احداث المباراه، مع اللياقه البدنيه العاليه اللي موجوده في معدل اعمار منخفض لدى فريق بروسيا دورتموند، شفنا ضعف في اللياقه البدنيه لفريق بايرن ميونخ، اجهاد ظهر عليهم، مساحات موجوده في الخط الخلفي وهو خط الدفاع، كمان شفنا يعني بشكل غريب جدا ان فريق بروسيا دورتموند هو بيتالق، يعني فريق بروسيا بيتالق، وكمان يعني موجود معانا على التليفون واحد من نجوم التحليل اللي هيتكلم معانا اكتر عن مباراه بايرن وبروسيا دورتموند، وكمان هيتكلم معانا على اليوم اللي مليء باحداث قرويه كبيره جدا، كابتن هيثم فروه. كابتن هيثم ازي حضرتك؟ السلام عليكم عمر، ازيك؟ سعيد انا كنت موجود معاك وبسلم على كل الساده اللي بتابعونا. كابتن هيثم، اكيد يعني بنتكلم على مباراه بروسيا دورتموند وبنتكلم على مباراه بايرن ميونخ، وقلنا ان معدل الاعمار لفريق بايرن ميونخ خلاص يعني في تقدم، وبالتالي بدا عليهم علامات يعني زي ما بنقول الشيخوخه في كره القدم، معدل اعمار فريق بروسيا دورتموند صغيرين في السن، وبالتالي تعبوا فريق بايرن ميونخ، وفي الاخر فريق بروسيا بيتفوق على البايرن وبيزيد الفارق الى 7 نقاط. راي حضرتك في المباراه؟ مباراه جميله، مباراه ممتعه، تليق انها تكون قمه الدوري الالماني، بالنسبه كلاسيكو بمعنى الكلمه، عارفين ان في مباريات كده في دوريات معينه صعب انها تفوت وصعب انها ما تخرجش بمستوى مميز. والحقيقه اللي ما شاهدش المباراه اللي كانت على سيرنا ارجونا بارك بالامس فاتوا كتير. لان زي ما انت قلت عمر بالظبط كده، فريق بروسيا دورتموند كده طول اعد العده وجهز نفسه ان هو يتوج على قمه الكره الالمانيه هذا الموسم. 6 سنوات من احتكار الفريق البافاري بايرن ميونخ، اول ما جه بيب جوارديولا، وبعدين جه كارلو انشيلوتي، وبعد كده يوتهايم، وحاليا كوفاتش، ولكن اجد ان بروسيا دورتموند بالفعل معد ان هو يكون بطل بوندسليجا هذا الموسم. زي ما انت عارف الفريق بروسيا دورتموند مر مراحل تخبط الموسم اللي فات، لان بعد مراحل توخيل جه بيتر بوس مدير فني هولندي، ورغم البدايه الجيده الموسم الماضي والانفرادات الاسابيع الاولى، حتى ان هو محتاج لم تحتاج شباك الفريق، لان بعد كده ابتدى نزيف النقاط. راح على بيتر بوس هولندي وجاء بيتر شتوجر النمساوي. تمام. وانا في وجهه نظري ان هو اعاد الثقه نوعا ما للفريق، ولكن مش عروض بروسيا دورتموند ولا امكانياته. فريق بروسيا دورتموند من اكثر الفرق اللي فقدت لعيبه في الفترات الاخيره. يعني اخر 3 4 سنين هتجد ان لعيبه تقال جدا مشوا من عند بروسيا دورتموند، راح جوزيا لبايرن ميونخ ورجع تاني، راح المخيان بالبريمير ليج لمانشستر يونايتد وحاليا ارسنال، راح اوباميانج للارسنال، ولو حبيت في الانديه الاوروبيه الكبيره هتلاقي على الاقل فيها لعيب مر على بروسيا دورتموند. في يناير اللي فات
باعوا اثنين لعيبه، باعوا اوباميانج لارسنال مظبوط يورو، وباعوا باكرا الاسباني لفريق قياد كده. تمام. المبلغ ده 65 مليون يورو عدوا العقده ان هم يشتروا بيه لعيبه تتم فيه. واهم صفقه في وجهه نظري عملوها ان هم جابوا المدير الفني لوسيان فابر، مدير فني سويسري خبرات كبيره طبعا الدوري السويسري والدوري الالماني، والسنه اللي فاتت كان مع فريق نيت في فرنسا وشفنا عمل معاه نتائج عامله ازاي، وابتدوا يجيبوا لعيبه. حكمه اداره بروسيا دورتموند ان هم جابوا لعيبه بيستغلوها، بمعنى في سنه من السنوات اي سي ميلان راح جاب 10 15 لاعب ولكن لم يستفد من هؤلاء اللاعب. ممكن تجيب 20 لعيب وتبص تلاقي ناس القدام هي اللي بتلعب او البدايه مستواهم لا يؤهلهم، رغم ان انت عملت احلال وتجديد في الفريق. حصلت مره مع مانشستر يونايتد، حصلت مره مع تشيلسي، ولكن الحقيقه بروسيا دورتموند جاب لعيبه في الصميم. عنده اللاعب في كل مركز تقريبا لاعبين او ثلاثه، وقدر يبدا بدايه ممتازه 15 مباراه بدون اي هزيمه في كل البطولات الى ان هزم من ايام قريبه في الشامبيونز ليج امام اتلتيكو مدريد، اعتقد دي هزيمه مش هتاثر على صعوده للدوري الثاني. ولكن شفنا ازاي الفريق عنده معدل اعمار صغيره، عنده سانشو اللاعب الانجليزي القنبله 15 سنه، ده هيبقى في الاعوام القادمه الدنيا كلها هتتكلم عنه. عنده مستغرب مايكل رويس فيرجيا، عنده لاعب كريستيان كوزيتش اللاعب الامريكي. شايف يا كابتن ايسم ان باكو الكافير واحد من اللعيبه اللي ممكن برشلونه يندم عليها؟ ديفندر البلجيكي من الدوري الصيني جاب اكثر من لاعب من الانديه الاخرى، من زي دبرانين ستوبر زي فولف وزي لارسن، بقدر الحقيقه لوسيان فابر ان هو لهم مشوار حلو يكفي ان هو حتى الان فارق 7 نقاط عن فريق بايرن ميونخ الحامل اللقب، واللي هو طبعا اقوى فريق في المانيا والفريق القادر على المنافسه على كل البطولات في جميع انحاء العالم. ويكفي تاريخ بايرن ميونخ، ويكفي ان هو النادي اللي فاز بكل البطولات اللي كان يمكن ان هو يشترك فيها، لكن حتى الان بروسيا دورتموند هو الاقوى. شايف يا كابتن ايسم ان باكو الكاسير واحد من اللعيبه اللي ممكن برشلونه يندم عليها في الفتره القادمه؟ الواحده الفريق الوحيد الذي لم يهزم في البوندو ليجا يا كابتن ايسم، تدينا مؤشرات. الو كابتن ايسم؟ طيب واضح. ايوه بقول لحضرتك يا كابتن، كان في حضرتك شايف ان باكو الكاسير واحد من اللعيبه اللي ممكن برشلونه يندم عليها في الفتره القادمه، واحد من المهاجمين اللي بيتالقوا مع فريق بروسيا دورتموند، وكمان بروسيا دورتموند بيفكر ان هو يفعل خيار شراء اللاعب قبل ما حتى يكمل نص الموسم. الحقيقه باكو الكاسير عامل معجزه، بمعنى كلمه معجزه يعني تقدر تقول ان هو روجيني للعصر الحالي. كل ما ينزل طيب واضح ان الخط بيروح وبيجي وفي مشاكل في الاتصال مع كابتن هيثم فاروق، لكن كنا بنتكلم على واحد من رؤوس الحربه المميزين جدا في الفتره الحاليه، واحد من رؤوس الحربه اللي برشلونه كان بروسيا دورتموند تعاقد معاها وكان في بند تفعيل خيار الشراء لو بروسيا دورتموند حب، على حسب اللاعب ما يتألق أو على حسب مستوى اللاعب مع فريق بروسيا، وبالتالي اللاعب يتألق بيحرز في كل مباراة بيشارك فيها، وبالتالي شفنا باكو الكافير بيحرز هدف الفوز لفريق بروسيا دورتموند في المباراة اللي أقيمت أمس أمام فريق بايرن ميونخ في ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل فريق بروسيا دورتموند، وبالتالي بروسيا بيوسع الفارق ما بينه وما بين فريق بايرن 7 نقاط. نروح سريعا الى الدوري الانجليزي قبل ما نخش على اسبانيا ونخش على يعني الاخبار اللي موجوده في الدوري الاسباني. الدوري الانجليزي اقيمت 4 مباريات اليوم. طيب كابتن هيثم بيرجع لينا من جديد. يا كابتن هيثم. يا عمر. كنا بنتكلم على باكو الكافير وحضرتك قلت ان هو عمل معجزه وان هو رجيمي للعصر الحالي. فكلمني بقى اكثر عن باكو الكافير، وهل برشلونه ممكن يندم على صفقه زي دي؟ اولا بالنسبه للشق الثاني من السؤال بتاعك، ما اعتقدش برشلونه هيندم. ليه؟ لان هو عارف وممكن برشلونه يرجعه
في اي وقت. بس يا كابتن في تفعيل او في بند بروسيا دورتموند ممكن يحق لي ان هو يشتري اللاعب في اي وقت، وده اللي بروسيا بدا ان هو يتحرك من خلاله، ان هو عايز يشتري اللاعب علشان يضمن ان هو يكون موجود في فريق بروسيا بشكل اساسي. صحيح، ولكن ما تنساش ان برشلونه عنده لويس سواريز، ولو قارنت لويس سواريز في كفه وباكو اكافي في كفه فاكيد كفة طبعا طبعا هي اللي هتكون الارجح. ولكن شيء جميل ان هو يخرج بره ويحتك بدوريات ثانيه وانديه اخرى عشان يكتسب الثقه، عشان يكتسب مهاره تسجيل اهداف، هو لعيب ممتاز ويكفي ان ليش نديه ضمه للمنتخب. مظبوط. لكن لما تتكلم عن لاعب مسجل 8 اهداف منهم 7 اهداف كبديل، يعني كل ما يشترك طبعا اقل عدد من الاهداف، النقطه اللي جايه حولها لك دي بقى دي تعتبر معجزه بكل المقاييس. هو مسجل 8 اهداف من 9 تسديدات على المرمى، يعني متخيل هو سدد 9 تسديدات على المرمى جاب منهم 8 اهداف، وده طبعا نسبه كبيره جدا، يعني بنتكلم على اكثر من 90% بالظبط، يعني نسبته تقريبا كل تصويب على المرمى في التارجت بين القائمين العرض هتخش جون. صح، والجون مش هيعرف يتعامل معاه، فده يدل على ان احنا امام مهاجم كبير، مهاجم خطير. ويكفي ان هو نادي المباراه امبارح نتيجه 2-1 لبايرن ميونخ قلب المباراه. صح، ممكن يسجل اكتر من هدف في كره بوتنج انقذها من على خط المرمى. صح، الكره راح بيان غراب بيبحث بشكل رائع جدا من فوق مانو نومر، فالحقيقه مستواه مميز ومستواه رائع، ويمكن ده خير تعويض عن رحيل اوباميانج للارض. كابتن هيثم، ليفربول وفوز مهم جدا على فريق فولهام، ومحمد صلاح بيكمل سلسله تسجيل اهداف ضد الفرق اللي صعد حديثا الى الدوري الانجليزي، هل وجود شاكيري مع فريق ليفربول فرق عن مباراه ريد ستار بلجراد بعد ايضا اصابه شامبرلين اللي كانت واحده من اسباب تدهور الشق الهجومي في منتصف ملعب فريق ليفربول؟ صحيح، شاكيري بيقدم مستويات ممتازه، وانت اديت مثل رائع بان هو خير بديل لشامبرلين اللي اصيب السنه اللي فاتت وما زالت اصابته مستمره، ومشاكل مع صلاح ثنائي متفاهم كويس جدا. النهارده يمكن يورجن كلوب عدل مركز صلاح نوعا ما، مظبوط مظبوط في القلب، واعتقد ليفربول منافس كبير جدا على البطوله بعد تعادل تشيلسي مع ايفرتون النهارده. انا شايف ان ممكن ليفربول ومانشستر سيتي هم اللي يستمروا في المنافسه للنهايه. بس انا عايز بس تشوف لك حل انت مع صلاح، لان انا صلاح كل ما احطه في الفانتزي كابتن ما سجلش اداء، بس النهارده حط بص الاقيه يسجل، فهو انا تعبت نفسيا اكثر من قطع الفاضي. لا يا كابتن، انت توكل على الله وخليك كابتن عضول في الفانتزي، وكلنا ثقه في محمد صلاح. طيب يا كابتن هيثم، يعني مانشستر سيتي وفوز انا شايف ان هو طبيعي ومستحق على اليونايتد الغير مستقر، مورينيو يعني عنده بعض المشاكل اللي بيواجهها، لكن السيتي مستقر تكتيكيا وفنيا، عنده مدير فني على اعلى مستوى، لكن شايف السيتي او شايف اليونايتد يعني بعد الخساره هل ممكن يكون موجود في سباق الدوري، ولا خلاص اليونايتد كل شويه بيبعد اكتر فاكتر عن المنافسه؟ لا اضم صوت السيتي فعلا، اليونايتد كل مدى ما بيبعد فرق النقاط بيزداد، ونتائجه مع الفرق الكبيره مش جيده، وايضا بيرفض نقاط مع فرق صغيره، ممكن انت زي ما ليفربول كان بيعمل من السنين اللي فاتت، بيعمل ماتشات كبيره ونتائج كبيره مع الفرق البيج فور، وهو طبعا من البيج فور، وتلاقيه بيرفض نقاط مع فرق صغيره، فالبورس تلاقيه بيفقد البطوله. ممكن الوضع ده ينعكس ان انت تعمل نتائج غير جيده مع الفرق الكبيره، زي ارسنال، كان ارسنال طبعا من الفرق الكبيره، يعني خسر من تشيلسي وخسر مان سيتي، ولكن بعد كده بيقدر يكسب بره وجوه فبيعوض الفرق ده. انما مانشستر يونايتد ما تقدرش تتقيمه، يعني بيمشي على خط ويسيب خط، فبص تلاقيه يعمل عرض ممتاز فتتوقع الفوز، فبص تلاقيه عمل مباراه من اسوء ما توقعت، المباراه النهارده هيكون فيها مبدئيه هيكون فيها مقاومه بعد الفوز على اليوفي وستورينو، ولكن الحقيقه مانشستر قوي بدرجه تسمح له ان هو يسيطر على البريمير ليج، مش السنه دي بس، لسنوات وسنوات. وان كنت طبعا كمصري وكذا كل المصريين اتمنى ليفربول يفوز بالبريمير ليج عشان نجمين الدوري. قبل ما اسيب حضرتك عشان تتفرج على ماتش ريال مدريد وسالتا فيجو، اسالك على برشلونه وخساره برشلونه 4-3 من ريال بيتيس وعلى الكامب نو، علامات استفهام
كبيرة جدا وكتيرة جدا حول المباراة والنتيجة. الأربع أهداف في مرمى برشلونة هي نتيجة كبيرة. عايز أعرف حضرتك تفسير الأسباب الهزيمة وخسارة برشلونة الكبيرة، عودة ميسي، لكن هل تأثر برشلونة بغياب كوتينيو وأيضا بعدم وجود عثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء بعد ما تم عقابه بسبب تأخيره على المران الأخير، ولا الأسباب إيه يا كابتن عيسى؟ كل الأسباب اللي أنت قلتها منطقية وصحيحة. شيء متوقع من عثمان ديمبلي، يعني واحد جاي برشلونة عن طريق تمرد، كان بيلعب في بروسيا دورتموند مظبوط، وبعدين حس ان برشلونة عايزه فقفل تليفوناته وساب النادي وقال لهم هروح برشلونة يا خلاص اشتغل حد تاني، فده نوع من انواع التمرد وللاسف نجح فيه، فشيء طبيعي ان هو يكون غير منضبط ويتمرد وهيعمل كده مع غير برشلونة ومع غير برشلونة. وانا اتوقع ان هو يرحل عن انا بتفق معاك اتفق معاك يا كوتينيو مؤثر مهم جدا، ولكن ده مش عايزين نغسل حق فريق ريال بكده. طبعا تألق اللي اعاد ليا الامل، انا حاسس ان ده منعش وجميل لان كنت حاطط ليا برشلونه من يوم ماتش 5 وهم جانين عليا، بس انا مش عايز اتكلم معاهم مستني ماتش سيركا فيجو برشلونه او ريال مدريد، بعد الماتش ان شاء الله هنطلق، فادعوا لي بس ان شاء الله ان اقدر اخد بطولي. لا ان شاء الله كابتن عيسى، عشان خاطر حضرتك الريال يكسب مفيش مشكله، يعني بشجع برشلونه بس مش مشكله يا كابتن عيسى. كابتن عيسى شرفتني ونورتني وكنت موجود معايا، اكيد تحليل رائع من حضرتك واكيد بنستفيد منك مع وجود حضرتك معايا على قناه الاهلي، وهسيبك عشان تتفرج على ماتش الريال وبعد الماتش نتكلم يا كابتن. لكن الهدف اتلغى من ضربه ثابته، تريزيجيه اللي بيلعب على الزاويه الضيقه، الزاويه اللي حارس المرمى دايما بيوقف فيها الحيطه، الهدف اللي احرزه تريزيجيه الاخير اتلغى، وكان زي ما قلت لحضراتكم كان منزل على ستوري على الانستجرام ان هو كتب عليها باد لك، ان هو كان غير محظوظ ان الحكم ما يحتسبش الهدف الرائع ده، كان ممكن ينافس على جائزه بوشكش من كتر جمال الهدف، ما فيه ذكاء وفي يعني لمسه فنيه من قدم محمود حسن تريزيجيه. لكن تريزيجيه بيعود النهارده علشان يسجل هدف بنفس الطريقه اللي هو نفسه يسجل بيها، وواضح ان هو بيتمرن عليها، واضح ان هو مميز فيها جدا، واضح ان هو بيعرف يتقنها بشكل رائع جدا، يسجل هدف رائع جدا مع فريق قاسم باشا التركي، وبينجح انه يسجل هدف في المباراه اللي شارك فيها تريزيجيه. خلاص تريزيجيه واحد بقى من نجوم الدوري التركي، نامل ان شاء الله ان هو يكون موجود في مكان يليق بالفتره القادمه. كمان بنتكلم على محمد صلاح انه نجح انه يسجل هدف مهم جدا لفريق ليفربول، وهو هدف اول عن طريق ممكن نقول اسرع هجمه مرتده في التاريخ، هدف اتلغى لفريق فولهام عن طريق تسلل، كره على طول بيوقفوها فريق ليفربول بيلعبوها، لمسه الثانيه الثالثه هدف من محمد صلاح، وبالتالي شفنا محمد صلاح بيتألق مع فريق ليفربول. أما فريق أرسنال اللي بينجح إن هو يتعادل ويجيب هدف التعادل بعد ما كان متأخر بهدف لا شيء، بيتعادل 1-1، لأني طبعا لم يشارك في المباراة، غاب بسبب الإصابة، وبالتالي كمان غاب عن لقاء أرسنال في اليوروبا ليج. هنتكلم برضو عن المحترفين المصريين أو أخبار لاعبينا المصريين. دلوقتي بيقام حاليا مباراة في الدوري اليوناني، مباراة أولمبياكوس وباناثينايكوس، وطبعا أحمد حسن كوكا بيشارك فيها من البداية، هي مباراة أكيد ديربي ومباراة قمة بالنسبة لفريق أولمبياكوس. أحمد حسن كوكا شارك في 45 دقيقة فقط وبعديها بيتم استبداله، لكن هنتابع معاكم لحظة بلحظة. أما طبعا لو هنتكلم على أيضا أخبار المصريين في الخارج و اللعيبه والانديه، نادي مارفريك النمساوي اللي طبعا بيمتلكه احد رجال الاعمال الاستاذ مصطفى النمر، قبل التوقف الشتوي بينجح ان هو يختتم الدور الاول من دوري الدرجه الثانيه النمساوي في المركز الاول بفارق نقطتين، عنده 36 نقطه، صاحب المركز الثاني عنده 34 نقطه. بنتكلم على ان شاء الله يكون موجود في الفتره القادمه نادي مارفريك في الدوري النمساوي الممتاز، اكيد شيء جيد جدا لما بنشوف احد رجال الاعمال المصريين بيستثمروا في كره القدم الاوروبيه، وكمان يعني بتبقى بوابه للعيبه مصريين كتير علشان يروحوا دوريات زي ما بنشوف تالق صلاح وانني في الدوري الانجليزي وحجازي ورمضان صبحي وكل اللعيبه المصريه، كمان بنتكلم على الدوري التركي، بنتكلم على دوريات كتير جدا، يكون الدوري النمساوي واحد من الدوريات اللي يكون فيها لعيبه مصريه ان شاء الله في الفتره القادمه. كل التوفيق لنادي مارفريك النمساوي وللاستاذ مصطفى النمر ان شاء الله.
بعض الأخبار سريعا اللي هنتابعها مع حضراتكم قبل ما نختم معاكم، لكن احنا طبعا متابعين كل الأحداث المباراة اللي بتقام حاليا. ريال مدريد وسيلتا فيجو 3 دقايق عدوا من عمر المباراة والتعادل السلبي 0-0، وفي الدقيقة اللي بقول لحضراتكم فيها نتيجة ريال مدريد يوفنتوس بيتقدم 1-0 على إيسي ميلان في الدقيقة الثامنة لمانزوكيتش عن طريق أليكساندرو وأسيست للاعب مانزوكيتش المهاجم الكرواتي المتميز جدا جدا جدا. لكن نروح بقى لأخبار سريعة جدا. كانت أخبار زي ما احنا قلنا في بعض التسريبات اللي كانت موجودة من يعني دير شبيجل اللي هي الجريدة اللي بدأت التسريبات اللي كانت موجودة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن ضمن التسريبات عقد نيمار مع باريس سان جيرمان ان هو كان ان هو مش 222 مليون يورو، ده النسبة اللي تم الإعلان عنها، لكن العقد فيه 252 مليون يورو، دي نسبة انتقال نيمار من برشلونة إلى فريق باريس سان جيرمان. طيب إيه اللي حصل أو إيه الكلام اللي تم إصداره؟ إن ال 252 مليون إن كان فيه حوالي فرق 30 مليون أو 34 مليون يورو، إن كان فيه عمولة أو فيه عمولتين، واحدة ب 10 مليون يورو لأحد الأشخاص المعلن عنها، لكن كان في عمولة تانية بنفس المبلغ أو أزيد لشخص غير معلوم، وهو بالتالي كل الصحف أجمعت على أنه تقريبا هو والد نيمار اللي حصل على المبلغ ده علشان يسهل عملية انتقال ابنه من فريق برشلونة إلى فريق باريس سان جيرمان. كرة القدم فيها فساد، طبعا فيها فساد في كل حتة في العالم، لكن فساد عن فساد بيختلف. ده فساد بالشياكة، ده فساد بنتكلم على انه هو يعني من تحت لتحت، يعني بيتم ارضاء او ترضية احد الافراد اللي موجودة في الصفقة علشان يسهل العملية الانتقالية للاعب من نادي الى اخر. لكن نيمار عمل ايه؟ نيمار اخد سكرين شوت او كوبي وبيست للكلام اللي كان معلن في الصحف العالمية وحطه على حسابه الشخصي انستجرام، وكتب عليه سلوجن فيك نيوز او اخبار زائفة. وبالتالي ده كان نيمار دايما كل ما اللاعب طبعا بيركز في الأحداث اللي بتدور حواليه وبيشيل تركيزه من الملعب، ده بيأثر على مستواه، زي ما احنا شايفين باريس سان جيرمان على بعد خطوات من الخروج من دوري الأبطال، لسه عنده المجموعة الوحيدة الصعبة، المجموعة الوحيدة اللي فيها كلام على ان الاربع فرق اللي موجودين عندهم فرص متساوية في الصعود إلى دور الستاشر. يعني بنتكلم على ريد ستار بلجراد، على باريس سان جيرمان، على نابولي، على ليفربول، الأربع فرق عندهم نفس الفرص المتساوية. لسه كنا بنتكلم مع كابتن هيثم فاروق على عثمان ديمبلي وعلى مبرراته وعلى التمرد اللي كان بيتمرده لما كان موجود في فريق بروسيا دورتموند لما عرض برشلونة تقدم ليه، وان هو بينفذ نفس السيناريو او ماشي بنفس السلوكيات والاخلاقيات اللي احنا بنشوفها مع فريق بروسيا مع برشلونة، بيتغيب عن الميران لمدة ساعة ونصف وبيكلموه مش عارفين يوصلوا له، وبالتالي كان مبرر غريب جدا لما راح ملعب التدريبات قال لهم موبايلي فصل شحن وبالتالي ما اتمرنش ومشي بعد التدريب، فنال عقوبة استبعاد من مباراة اليوم اللي برشلونة خسر فيها من ريال بيتيس 4-3. شيء مهم جدا، الثبات على القيم وعلى المبادئ، مش مهم تخسر مباراة لكن المهم تكسب قيم وتكسب مبادئ وتكسب تاريخ بيكتب لك ان انت في الموقف الفلاني اخذت قرار باستبعاد اللاعب، وده بيتحسب ليك تاريخيا لما نيجي نتكلم على التاريخ اللي متكلم عليه من بطولات وانجازات واسماء لعيبه واسماء رؤساء انديه وادارات، ده بيبقى معلم. لكن ممكن ان انت لاعب ما يتمش عقابه يشارك في المباراه تخسر انت قيم، تخسر مبادئ، وده اللي احنا متعودين عليه في نادينا النادي الاهلي. طبعا مارادونا يعني دياجو أرماندو مارادونا أعظم من لمس كرة القدم في التاريخ مع طبعا رونالدينيو وميسي ورونالدو طبعا وزيدان وغيره وغيره، لكن مارادونا يعني على طول معودنا على تصريحات الغريبة اللي دايما بيفاجئنا بيها، ولما أخذوا رأيه قالوا له مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز وهل هتتفرج عليها، ايه رايك فيها؟ طبيعي جدا، واحد من نجوم الارجنتين، واحد من يعني الجيل الذهبي اللي حقق بطوله كاس العالم للمنتخب الارجنتيني، طبيعي جدا ان هو يسالوه عن المباراه ويسالوه على انك هتتفرج عليها ولا لا، وايه الاجواء اللي انت بتحب تتفرج بيها على المباراه. فكان رده من كلمتين قال لهم مش فاضي اتفرج على المباراه، عندي شغل، عندي اكل عيش، عندي. لكن طبعا في الاول وفي الاخر هو تصريح مش غريب على طبعا يعني مارادونا، وهو دايما معودنا على تصريحاته الغريبه. مارادونا طبعا بيدرب في دوري الدرجه الثانيه للدوري المكسيكي، لكن مباراه ما فيش شك ان كل العالم بيتابعها حاليا، و
واكيد مباراه قويه جدا، مباراه زي ما قلت لحضراتكم احداث دمويه بتحصل في سيناريو المباراه. لكن الشوط الاول بينتهي حاليا من مباراه بوكا جونيورز وريفر بليت، وتقدم بوكا جونيورز 2-1. تم احراز هدف الثاني لفريق بوكا جونيورز في الدقيقة 47، يعني من الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع من أحداث الشوط الأول. طبعا المباراة يكون فيها شوط ثاني، وكمان هيكون في مباراة عودة على ملعب ريفر بليت. فده كان رأي مارادونا عن مشاهدته لأحداث مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، وهي القمة الأبرز والأقوى في أمريكا اللاتينية وأيضا في الأرجنتين. كمان رئيس الأرجنتين اتكلم على المباراة وقال حدث أول مرة يحدث منذ يعني نادرا لما الفريقين بيلعبوا مع بعض في المباراة النهائية، لكن هنشوف مين فيهم اللي هيقدر يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس علشان يكون موجود في بطولة كأس العالم للأندية. نروح لمانشستر يونايتد وخبرين. اول خبر بول بوجبا طبعا بيغيب عن لقاء اليوم امام مانشستر سيتي، لكن بول بوجبا بتصريح من رايولا مدير اعماله قال ان العلاقه ما بين مورينيو وبين بوجبا خلاص اتحسنت بشكل كبير، وبدا اللعيب لاعب والمدرب ان هم يصفوا الاجواء، وفي الاول وفي الاخر هم الاثنين كسبانين. عمر ما المدير الفني بيكون كسبان لوحده، وعمر ما اللاعب بيكون كسبان لوحده، او العكس لما بيحصل الاثنين بيخسروا، سواء المدير الفني لما بتتوتر علاقته مع احد اللعيبه، وكمان اللاعب لما بيتوتر علاقته مع المدير الفني بيخسر، اللاعب بيخسر عدم وجوده في أرضية الملعب، والمدرب بيخسر لاعب مهم جدا ممكن يفيده في المباريات. خبر التاني الخاص بمانشستر يونايتد ان مانشستر قرر انه يجدد عقد فيل جونز لاعب الفريق ومدافع الفريق. طبعا فيل جونز واحد من اللعيبة المطلوبة في أندية الدوري الإنجليزي، واللي عقده بينتهي في نهاية الموسم. يعني بنشوف برا العقود لما حد بيتفاوض مع لاعب بيبقى قبلها بست شهور لخمس شهور، مش بنتكلم بقى بسنتين وثلاثة وان هو يمد عقده وان هو يتكلم في مواضيع سابقة لوانها. لكن هو ده الدوري الانجليزي وهو ده الدوريات العالمين، دايما حتة المفاوضات كله بيحترم بعضه، وبالتالي بنشوف ان مانشستر بيتكلم مع لاعب عقده بينتهي عقده بنهاية الموسم من دلوقتي علشان يفتح معاه الكلام ويشوف ايه طلباته، وبالتالي هل هيتفقوا على البنود ويتفقوا على الارقام ويتفقوا على عدد السنين اللي موجوده في العقد ولا لا، ويبدا ان هو يعني يبدا ان هو في اجراءات تجديد العقود. طبعا يعني زي ما قلنا لحضراتكم احمد حسن كوكا مباراه اولمبياكوس وباناثينايكوس بيخرج من الدور بيخرج من الشوط الاول، وبالتالي يعني كنا نأمل ان كوكا يكمل في سيناريو المباراة. مباراة اكيد مهمة جدا ما بين اولمبياكوس وباناثينايكوس، لكن يعني اكيد يعني قبل ما نختم معاكم هقول لحضراتكم تاني لقاءات بتقام حاليا. مباراة يوفنتوس واي سي ميلان بتقام حاليا، يوفنتوس متقدم 1-0. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو المباراة بتقام حاليا، لسه المباراة فات منها 10 دقائق والتعادل السلبي بين الفريقين. ومباراة الثالثة والقوية جدا واللي مذاعة حاليا بوكا جونيورز وريفر بليت، والشوط الأول بينتهي بتقدم بوكا جونيورز 2-1. عايز أفكر حضراتكم تاني بنتائج المباريات. دوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيفوز 3-1 على مانشستر يونايتد، وأرسنال بيتعادل مع ولفرهامبتون 1-1، وتشيلسي بيتعادل تعادل سلبي والوحيد في مباراة اليوم في الدوري الانجليزي 0-0 امام فريق ايفرتون، وليفربول بيفوز 2-0 على فولهام. اما الدوري الايطالي انتر بيخسر من اتلانتا خارج ملعبه 4-1، وايس روما بيفوز بنفس النتيجه 4-1 على سامبدوريا، ولاتسيو بيتعادل مع ساسولو خارج ملعبه 1-1، وامبولي بيفوز على اودينيزي 2-1. اما الدوري الاسباني مفاجأة، برشلونة بيخسر من ريال بيتيس 4-3. بالمناسبة ريال بيتيس هو اللي تقدم في كل سيناريوهات المباراة 1-0 2-0، برشلونة بيجيب هدف 2-1، بعد كده ريال بيتيس بيجيب 3-1 3-2 4-2 4-3، وبالتالي ريال بيتيس هو اللي تقدم في كل المباريات. إن شاء الله هيبقى في يعني الفترة اللي جاية هيكون في توقف رخم، توقف احنا مش بنحبه
كمشاهدين كرة قدم، وهو توقف دولي هنشوف فيه بطولة دوري الأمم الأوروبية اللي إن شاء الله هتكون بداية المباريات يوم الخميس القادم 15 نوفمبر، ألمانيا وروسيا وإنجلترا وأمريكا. طبعا مباراة ألمانيا وروسيا مباراة هتكون في كأس الأمم الدوري الأمم الأوروبية، أما إنجلترا وأمريكا أكيد هتكون مباراة ودية، وأيضا أو لقاءين هيكونوا وديتين، بنتكلم على ألمانيا وروسيا مباراة ودية وإنجلترا وأمريكا مباراة ودية. أما الدوري الأمم الأوروبية هيكون فيه ماتشات كتيرة جدا جدا. يوم الثلاثاء إن شاء الله هنكون موجودين معاكم علشان نقول لكم إيه المباريات بالتفصيل ونتابع معاكم لحظة بلحظة. كنا موجودين معاكم في فقرة الكرة العالمية في الأهلي الليلة، طبعا نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة بكرة إن شاء الله في الأهلي الليلة. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.